يلا حبايبي نبدأ بارت 1. خليني أفكرك بحاجة وأكد عليك إن إحنا مش عايزين نتعلم المسألة دي أو غيرها، لا ولا دي ولا غيرها، أنا مش عايز أتعلم مسألة يا باشا، لا يا باشا أنا بتعلم من المسألة، فكل مسألة بحلها بشوف أنا بستفيد منها إيه وليه وإمتى أقدر أستخدمها تاني. تعالى كده نبدأ أول سؤال كأني معرفش أي حاجة، تعال نحل من الزيرو. ها بيقولك إن في f of x اهي بنيجاتيف ابسوليوت اكس بلس 1، وبيقول لك انها ديكريزنج على الانترفال ومديك اربع اختيارات، يبقى هو كانه بيقول لك فايند ذا انترفلز اوف انكريزنج وديكريزنج. واحد المستر لا ده عايز الديكريزنج بس مش عايز الانكريزنج. يا ابني ما هي مش هتفرق، ما انا عشان اجيب الديكريزنج او عشان اجيب الانكريزنج محتاج اكشف على الاف داش ساين، فاهم حاجه؟ ها انا عشان اعرف هي انكريز امتى وديكريز امتى محتاج اكشف على الاف داش ايه ساين، فمحتاج ان انا اجيب الاف داش واكشف عليها احطها على خط الاعداد، اسيبها الاول بزيرو بعدين احطها على خط الاعداد اجيب الكريتيكال بوينتس يعني، واعوض قبلها وبعدها واشوف الفترات هي امتى بوزيتيف فاعرف ان الاف نفسها بتزيد وامتى نيجاتيف فاعرف ان الاف نفسها بتقل، صح الكلام ده؟ اه. بس قبل كل ده عشان تعرف اصلا تجيب الاف داش لازم الاف اوف اكس تجيبها عن طريق انها تكون تو ديفينيشنز، يعني تفك الابسوليوت من الاخر. يلا يا باشا بقى تعالى نبدا. ابسوليوت اكس دي اللي انا شاورت لك عليها بالاصفر فكتها ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما بيفضل اللي جواها اللي هو اكس زي ما هو، يا اما بيتضرب في نيجاتيف فيبقى نيجاتيف اكس. ايوه مستر بس اللي انت عملته ده فكت الابسوليوت. اوكي طب هي جنبها نيجاتيف هنا وفي هنا بلس 1، هي جنبها نيجاتيف في النيجاتيف اكس، طب ما تيجي نمسح كل ده ونسيبها بوزيتيف اكس بلس 1. افهم تاني كده، في اللي فوق اللي فوق ها عملت ايه يا باشا؟ في دي كده عملت ايه؟ حطيت الاكس زي ما هي اكس فبقت نيجاتيف اكس بلس 1 عشان في نيجاتيف اصلا في المساله. ها في اللي تحت عملت ايه يا باشا؟ حطيت الاكس بنيجاتيف اكس. اه ما هي فكت الابسوليوت كده. فكت الابسوليوت بنعمل ايه يا باشا؟ ها يا اما بنسيبها زي ما هي يا اما بنغير اشارتها. سبتها زي ما هي فوق امتى؟ لما يكون اللي جوه الابسوليوت جريتر ذان اور ايكوال زيرو. طب ما اللي جوه الابسوليوت هنا اكس، طب وبتغير اشارتها امتى؟ لما يكون اللي جوه الابسوليوت اللي هو الاكس يعني ليس ذان زيرو. الباقي في مشكله كده خالص؟ طيب واضح جدا، بص كده فوق على اليمين عندي مشكلة عند الاكس ايكوال زيرو، دي نقطة خطيرة جدا. ليه؟ ركز بقى ركز بقى يا باشا، الفانكشن قبل الزيرو غير بعد الزيرو. ها الفانكشن بتتغير يمين وشمال الزيرو، عشان كده الزيرو دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. ها محتاجين ندرس عندها الكونتينيوتي والديفرنشابيلتي كمان. طيب احنا دلوقتي بس بنسال السؤال انت عايز ايه؟ انا عايز الديكريزنج انترفل، يبقى انا محتاج اجيب الاف داش واكشف على اشارتها. طب هات الاول بس الاف داش في الفتره الاولى يعني لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال زيرو هتبقى نيجاتيف 1 بعمل ديريفاتيف، وفي الفتره الثانيه لما الاكس ليس ذان زيرو ديريفاتيف الاكس بلس 1 ها هيبقى بوزيتيف 1، الا ان انا عملت خطا وخطا كبير قوي وهو ايه بقى يا باشا؟ الايكوال دي. لا هات الاستيكه كده وامسح. ما ينفعش ما ينفعش يا باشا تكتب ايكوال، انا دلوقتي حالا هتشيك بنفسي على الديفرنشابيلتي. يلا هتعمل ايه؟ هتتشيك على الديفرنشابيلتي ازاي بقى؟ صلي بينا على النبي. انا عشان اتشيك على الديفرنشابيلتي الاول في ايه؟ الاول هتشيك على الكونتينيوتي، هتعرف منين هي كونتينيوس ولا لا؟ هتجيب الاف اوف 0 بلس والاف اوف 0 ماينس تشوف بيساوي بعض ولا لا، والاف اوف 0 الاف اوف 0 بلس ب1 والاف اوف 0 ماينس ب1 والاف اوف 0 نفسها ب1 يبقى هي كونتينيوس. طب تعالى نتشيك على الديفرنشابيلتي، فاكر كنا بنعمل ايه؟ هنجيب الديريفاتيف من الشمال يعني من الزيرو بلس سوري من اليمين قصدي والاف داش للزيرو ماينس. ها فعندي الزيرو بلس الديريفاتيف نيجاتيف 1
وعندي الزيرو ماينس، خدت بالك انا بشاور فين وانا بكتب الزيرو ماينس؟ ها الديريفاتيف 1، يبقى هي كده نوت ديفرنشبل ات اكس ايكوال كام؟ ات اكس ايكوال 1. عارف معناه ايه انها نوت ديفرنشبل عند الاكس ب 1؟ ان انا لما اجي اعمل خط الاعداد، ها ده اهو بتاع الاف داش، احنا المفروض بنحط الكريتيكال بوينت، يعني هساوي الاف داش بزيرو وهخلي الاف داش اندفايند. فلو جينا نساوي ده بزيرو مش هينفع، ولو جينا نساوي ده بزيرو مش هينفع. خد بالك لو كان اللي فوق او اللي تحت نفع وسويته بزيرو واداك قيم للاكس ما تاخدهاش زي العبيط، اتاكد انها في الانترفال بتاعته الاول. يعني مثلا بص بص بص، اللي فوق ده اللي هو النيجاتيف 1 شايفه؟ ها؟ شايف النيجاتيف 1 ده؟ ماله؟ لو النيجاتيف 1 يا صديقي ينفع يساوي صفر وسويناه بصفر وطلع لي قيم للاكس تخليه بصفر، ما تاخدهاش غير لما تتاكد انها جريتر ذان زيرو. نفس الكلام لو اللي تحت ده طلع ينفع يساوي صفر وهيديني شويه قيم للاكس تخليه بصفر، ما تاخدهاش غير لو هي في الدومين بتاعها. في اي مشكله كده؟ عموما ولا ده هيساوي صفر ولا ده هيساوي صفر، يبقى كده في كريتيكال بوينتس ولا لا؟ في بوينت واحده بس كريتيكال، اللي هي الاكس عندها ب1. ليه؟ عشان هي نوت ديفرنشبل. يبقى احط هنا على خط الاعداد بتاع الاف داش 1. ليه الاكس بزيرو كريتيكال؟ كابتن لو سمحت، هي الكريتيكال بوينت بتبقى كريتيكال بوينت امتى؟ ها حاجه من حالتين، يا تكون الاف داش زيرو يا تكون الاف داش اندفايند. انا حاولت اساوي الاف داش بزيرو ما نفعش. طب ما في بوينت اصلا هي مش ديفرنشبل عندها، يعني الاف داش اندفايند عندها، ها ما فيش ديريفاتيف، يبقى هي كريتيكال اللي هي الزيرو. تعال بقى نشوف، سوري انا اسف انا مش انا كاتب غلط، هي زيرو يعني هبص كاتب في الاثنين غلط، دي مش 1 ودي مش 1، اوكي دي زيرو ودي زيرو، هي مش ديفرنشبل عند الاكس بزيرو. عوض شمال الزيرو، يعني لما الاكس لسه زيرو يعني هنا بوزيتيف 1 دايما يعني بوزيتيف. واحد يقول لي مستر دي ثابته دي دايما ب1، ايوه يعني بوزيتيف. عوض كده يمين الزيرو في الحته دي، يمين الزيرو يعني وانت اكبر من الزيرو يعني فوق نيجاتيف 1، يعني هي هنا وهنا 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 كل الفتره دي بنيجاتيف 1. اوكي يبقى انا كده عرفت ان الفانكشن من نيجاتيف انفينيتي لزيرو انكريزنج، ومن الزيرو للانفينيتي ديكريزنج. يا تصدق ده انا نسيت السؤال ده، كان بيسالك هي ديكريزنج امتى؟ يبقى من زيرو للانفينيتي. ها ممكن نسمع كده السؤال ده كان يخلص مني في ثواني، امال قعدنا كتير كده ليه؟ يا باشا عشان حته مهمه جدا انت لازم تبقى فاهمها، اللي هي ايه؟ حته الدفرنشباليتي دي، ايه اللي خلاك تعتبر؟ اقول لك حاجه، في بوينت كريتيكال اهي، بص تحت خالص كريتيكال بوينت اهي، الاكس بتاعتها بزيرو والواي ب1، دي كريتيكال بوينت. ليه؟ لان الديريفاتيف عندها اندفايند، غير معرف يعني ملوش وجود. ما هو طالما انها نوت ديفرنشبل، ها يبقى كده ايه؟ مفيش ديريفاتيف. خلاص يا جماعه يبقى دي كريتيكال بوينت. في اي حاجه صعبه؟ جامد. يلا حبايبي كده نشوف التاني واحده، بيقول لك ذا فانكشن اف اوف اكس باكس لين اكس is increasing on the interval، ومديك interval، يبقى هو عايزك تتشيك على increasing والdecreasing interval، يبقى هو عايزك تجيب ال f داش وتشوف فيها increase امتى وdecrease امتى، صح الكلام؟ صح الكلام. يعني عايز تجيب ال f داش وتكشف على اشارة ال f داش، الا ان في مشكلة، بص كده ال f of x هنا بايه؟ ب x over ln x. طيب تعالى الأول نجيب الدومين بتاع الفانكشن دي. الدومين يا جماعه اللي هو قيم الاكس اللي ينفع، ركز كده معايا. اول حاجه عشان اجيب الدومين لازم اللي جوه اللين يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف، يعني جريتر ذان، وحتى ما ينفعش يبقى ايكوال زيرو. ولازم الدينومينيتور كله ده يبقى ايه؟ يبقى مش زيرو، يعني ما ينفعش الاكس ب1. بص كده بقى، يبقى انت هتاخد الار كلها بوزيتيف بس، يعني ولا الزيرو معايا ولا النيجاتيف معايا اكسبت ال1. اسمع تاني بعد اذنك انا جبت الدومين ازاي عشان في ناس كتيره بتغلط فيه. صل على النبي يا باشا، صل على النبي. ها دلوقتي حضرتك سوري اللين اكس دي ما ينفعش الاكس اللي انا شاورت لك عليها دلوقتي حالا اللي جوه اللين تبقى نيجاتيف،
ولا زيرو، لازم تبقى ايه؟ بوزيتيف، يعني ار بلس. في مشكله؟ طب ليه يا مستر خدت الار بلس ما عدا ال1؟ لان لين 1 بزيرو. ايه ده؟ طب ما كده الاكس تنفع تبقى 1. اه الاكس ما فيش اي مشكله انها تبقى 1 جوه اللين، ولين 1 بزيرو، الا ان المشكله كانت ان اللين اكس هنا مكانها مكانها هو اللي عامل لي مشكله، لان لين 1 في الدينومينيتور يعني زيرو في الدينومينيتور. استغفر الله العظيم يا رب، ده كفر جبري. اسمع تاني بالله عليك، لو هي كانت مساله لين بس كنت هاخد ان الدومين هو الار بوزيتيف، ما هو دومين اللين هو اللي بيخلي اللي جوه اللين اللي جواها بوزيتيف، صح؟ ولا زيرو ينفع ولا نيجاتيف ينفع. ها طب ليه بقى خدت الار بوزيتيف كل الارقام الموجبه ما عدا ال1؟ لان لين 1 بزيرو فلازم نستثنيها عشان ما ينفعش الدينومينيتور يبقى بزيرو. فهمت الدومين جبناه منين؟ ده كله بقى مش موضوعنا، تعالى نبدا حل في المساله. صلى على النبي. انت دلوقتي هو بيقول لك تشيك على الانكريزنج والديكريزنج انترفال، فانت محتاج تجيب الاف داش وتكشف عليها. يلا يا باشا هنجيب الاف داش، ده فراكشن، فاعمل اللي تحت سكوير، بعد كده اللي تحت اللي هو لين اكس في دريفاتيف اللي فوق، دريفاتيف الاكس ب1 ها، ماينس اللي فوق اللي هو اكس في دريفاتيف اللي تحت، دريفاتيف اللين اكس 1 اوفر اكس، فيبقى 1. يبقى انا كده عندي، هات استيكه امسح ده كله، يبقى انا كده عندي فوق لين اكس ماينس 1. باشا صلي بينا على النبي كده، عشان تكشف على اشاره الاف داش محتاج يا اما الاف داش بزيرو يعني ده بزيرو، يا اما الاف داش undefined يعني ده بزيرو. شوف بقى كده انت معاك كام اكس، بتعرف تعد؟ بعرف اعد جدا. يا اما الاكس سوري، يا اما اللين اكس ب1، ما هو لو اللي فوق زيرو يبقى لين اكس ماينس 1 بزيرو، وادي النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى اللين اكس ب1، وده معناه على طول ان الاكس بكام عشان اللين بتاعها هيديك 1. ها ايه الاكس اللي اللين بتاعها هيديني 1؟ اي باور 1. يعني ايه؟ فاهم؟ بص يا باشا، انا لما اجي اقول لك ان لين اكس بيساوي واي، يبقى الاكس باي باور واي. في مشكله في الكلام ده؟ ها يبقى انا كده عرفت ان اول اكسايه معايا هي الاي، تمام؟ ده لو ده اللي هيخلي النيوميريتور بزيرو. طب ساوي لي الدينوميريتور اللي هو اللين اكس بزيرو. مستر في سكوير يا عم، ساوي اللين اكس سكوير بزيرو، فهروح واخد سكوير روت للزيرو برضك زيرو، يبقى لين اكس بزيرو، فالاكس تبقى بكام؟ ب1. فواحد يقول لي مستر ال1 دي على فكره نوت ات دومين الاف. ايوه ماشي، بس ده ما يمنعش انها كريتيكال. يعني انا لما اجي هنا اعمل خط الاعداد اهو، خط الاعداد بتاع الاف داش اللي انا هكشف عليها، المفروض بنحط الاكسات اللي الاف داش عندها بزيرو او الاف داش undefined. ها فانت عندك دلوقتي الاف داش بزيرو عند الاي اللي هي 2 وشويه، والاف داش بزيرو عند الاكس ب1 اللي هي 1، فاقل من الاي. خدت بالك ان انا عملت الاي على اليمين عشان هي اكبر من ال1؟ دوس اي على الكالكوليتر كده اكتبها، هتلاقي الرمز اللي تحت خالص اللي ايه اللي جنب الانسر، ماشي شمال. طيب فانت دلوقتي لقيت ان الاي تقريبا 2.7 حاجه، خلاص، والاثنين كريتيكال. اه واحده منهم هتخلي النوميريتور بزيرو والثانيه هتخلي الدينوميتور بزيرو، هما كريتيكال، الا ان في بوينت اللي هي ال1 مش في الدومين، فمش هيتقال عليها كريتيكال بوينت. هي كانت هتبقى كريتيكال بوينت لو كانت موجوده، ها انما البوينت دي اساسا مش موجوده. ركز بقى معايا كده، ركز بقى معايا كده. طيب هل معنى ان هي مش كريتيكال بوينت، او هل معنى ان سوري هل هي معنى انها مش بوينت اصلا او انها مش في الدومين اصلا ان انا ما احطهاش على خط الاعداد وانا بكشف على الاشاره؟ لا طبعا تحطها، ده لازم تحطها، طالما انها نوت ديفرنشبل يبقى لازم ايه احطها، سوري نوت كونتينيوس، لانها مش موجوده اصلا. طيب صلي بينا على النبي، يلا تعالى نعوض في الفتره لحظه، تعالى نعوض في الفتره اللي قبل ال1. حط الاكس هتعوض فين يا شربيني؟ ها هقعد في الاف داش كلها يا باشا، في الحاجه اللي انا بكشف على اشارتها عشان اشوف قبل ال1. مثلا حط الاكس بزيرو، مش هينفع عشان مش في الدومين، حط الاكس بهاف، لا ده انا عايز كالكوليتر. بص كده اهي، لين هاف ماينس 1 هيطلع فوق في نيجاتيف مش عارف كام، وتحت كده كده بوزيتيف، كده كده دايما تحت بوزيتيف، يبقى في هنا نيجاتيف. من ال1 للاي
حط مثلا 2 ما هي الاي ب 2.7، فمن 1 للاي يعني من 1 ل 2.7 ب 2. يلا لين 2 ماينس 1 طلع بنيجاتيف برضو. طب حط رقم بعد الاي مثلا كام؟ 3. ما هي الاي ب 2.7 فانت عايز رقم يمينه يعني اكبر منه، فهتاخد 3. يبقى لين 3 ماينس 1 طلع النومريتور 0.09 يعني بوزيتيف. لحظة بس يا مستر معلش، هو انت معوضتش ليه؟ يعني انت ليه بتاخد نفس اللي احنا بنقوله او ليه بتتوقع؟ فاهم حاجة؟ يا باشا صل على النبي، انا ما بتوقعش، انا بكشف على الاف داش، ما بعوضش في الدينومينيتور. ليه ده سؤالك؟ عشان الدينومينيتور باور 2 فكده كده هيطلع ايه؟ بوزيتيف. حلو؟ طيب ركز بقى كده معايا، انت بتدور دلوقتي على انكريزنج والديكريزنج انترفال. يبقى انا كده عرفت انها ديكريز من اول واحد، يروح كاتب لك من النيجاتيف 1 لا يا باشا من الزيرو. يا باشا الدومين بتاعها الار بوزيتيف، يعني هي ما فيهاش نيجاتيف اصلا، ده حتى الزيرو اوبن وال1 اوبن. اوكي، فمن الزيرو اوبن لحد الاي ما عدا ال1 طبعا لان ال1 مش معايا هي ديكريزنج. بس هو ما سالكش هي ديكريزنج امتى، هو بيسالك هي انكريزنج امتى. طب ما هو من الاي للانفينيتي في مشكله طبعا، الاثنين اوبن. في اي حاجه صعبه في الاجابه؟ ها ارجو انك تكون فاهم كل حاجه وتتعلم من اللي انا بحبه، اللي انا بحله مش تتعلمه. اوكي جامد. يلا كده حبايبي نشوف السؤال ده. بيقول لك if f function is a continuous function، تمام continuous، والf has a critical point. لحظه، critical point دي ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى مينيمم وممكن تبقى لا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم وتطلع كريتيكال بالونه على الفاضي، نقطه شك ليس الا. اوكي طيب at x equal a، في هنا x مش موجوده، يعني لما الاكس ب a في كريتيكال بوينت. طيب بيقول لك ده معناه ها الاختيار ايه؟ بيقول لك ان الاف داش بزيرو. والله وارد جدا ما لو الاف داش بزيرو فعلا هتبقى كريتيكال. في الاختيار بي بيقول لك ان الاف داش undefined. طب ما صح برضو، ما هو ما هي لو كريتيكال ممكن الاف داش تبقى زيرو او الاف داش undefined. بص الاختيار التالت بيقول لك ان الاف داش في الاي بلس يعني الاف داش من اليمين ايكوال الاف داش في الاي ماينس يعني الاف داش من الشمال. طب ما دي معناها ايه اللي هو كاتبه اف اف اوف اي بلس ايكوال اف اوف اي ماينس؟ ها دي معناها اكزاكتلي ان الاف داش undefined. انت هتشتغلني ما هو طالما الاف داش من اليمين ما بتساويش الاف داش من الشمال يبقى هي كده نوت ديفرنشبل ات اكس ايكوال اي، ومعنى انها نوت ديفرنشبل يعني هي الديريفاتيف بتاعها undefined. حد فاهم حاجه؟ يعني من الاخر يا جماعه الاجابه بي equivalent للاجابه سي 100%. 100%. اوكي طيب ركز كده معايا، يبقى ايه تنفع؟ بي تنفع، سي تنفع. ايوه ما هو طالما بي طالما بي نفعت يبقى سي تنفع. يبقى الانسر ايه؟ all the previous. اوكي يلا يلا كده يا صديقي نشوف السؤال ده. بيقول لك find the intervals on which the function دي اللي هي 5 لين مش عارف ايه، يعني لين جواها نيجاتيف 4 لين ماشي ماشي increasing and decreasing. خلاص انا كده قريت السؤال، انت كانك بتقول لي بعد اذنك اعمل لي تشيك على الاف داش ساين. اوكي كده انا عايز اعرف الاف داش دي امتى بوزيتيف وامتى ايه نيجاتيف. طيب هجيب الاف داش، بعرف اعمل ديريفاتيف اكيد، ديريفاتيف 5 لين مش عارف ايه ب 5 ملتبلاي ديريفاتيف اللين ها بديريفاتيف اللي جوه اللين، فهعمل للنيجاتيف 4 لين اكس دي بلس 6 هعملها ديريفاتيف، فهتبقى نيجاتيف 4 اوفر اكس. ركز كده، ما هو ديريفاتيف اللين اكس 1 اوفر اكس. طيب شايف اللي انا مشاور عليه بالسهم ده ها ده عشان اعمل ديريفاتيف للين ده هو ده اللي جوه اللين، فبعمل له ديريفاتيف على اللي جوه اللين زي ما هو، يبقى نيجاتيف 4 لين اكس ها بلس 6. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ خالص. طيب معلش استاذنك بس عشان كده الوضع مش تمام، الاكس دي مكانها الحقيقي تحت كده، فهروح ماسك الاستيكه وماسح وهكتب هنا نيجاتيف 4 اوفر اكس، فهضرب الدينومينيتور في اكس. اسمع تاني كده، مش هي كانت نيجاتيف 4 اوفر اكس؟ كانك عملت فوق وتحت ملتبلاي اكس، فلما عملت فوق ملتبلاي اكس الاكس اتكنسلت، ولما عملت تحت ملتبلاي اكس اهي انا كاتبها بالازرق، المفروض تخش تتوزع بس يعني مفيش داعي. اوكي طيب ركز كده معايا، باشا باشا باشا
عايزين نكشف على اشاره ده اللي هو نيجاتيف 20. يا عم هات استيك 5 ملتبلاي نيجاتيف 4 على طول بكام؟ ها بنيجاتيف 20. طيب عايزين نكشف على اشاره ده. بس انا متضايق يا جماعه، معلش انا اسف بقى، انا هعطلك شويه، معلش انا اسف، انا مش عارف ليه اعملها بلونين. يعني هي دي كلها كده مضروبه في اكس وفوق في نيجاتيف 20. اوكي ها ركز كده بقى معايا. طيب انا عايز اكشف على اشاره الاف داش، عندي احتمالين عشان اجيب الكريتيكال بوينت، يا اما الاف داش بزيرو وده مستحيل. ايه ده؟ ليه مستحيل يا مستر؟ ما هو عادي لو الاف داش بزيرو هتبقى كريتيكال. يا ابني انا بتكلم عن المساله بتاعتي، ما هو عشان الاف داش تبقى بزيرو المفروض النوميريتور يساوي زيرو وهو اصلا اوريدي رقم، يبقى ده مستحيل يحصل، يبقى ما فيش كريتيكال بوينت هنا عندها الاف داش بزيرو. فالاحتمال الثاني ان تكون الاف داش اندفايند، وعشان الاف داش اندفايند تبقى اندفايند يبقى المفروض الدينيميتور ده يبقى بزيرو. ها ومعنى ان الدينيميتور بزيرو، الدينيميتور عباره عن تو فاكتورز، البراكت اللي هو نيجاتيف 4 لين اكس بلس 6 ده مضروبه في الاكس. خلي بالك كده من حاجه، لو معاك فاكتور اولاني ايه ملتبلاي فاكتور تاني بي، قلت لك ان التو فاكتورز ملتبلاي بعض دول بزيرو. عارف يعني ايه فاكتور؟ بص يا صديقي، لما بيكون معايا حاجتين مضروبين في بعض اسمهم فاكتورز، لما بيكون معايا حاجتين مجموعين على بعض اسمهم تيرمز، ترم وترم، ده اسمه فاكتور وفاكتور. اوكي فلما يكون الملتبليكيشن اوف تو فاكتورز، على فكره لو رحت سالت اي حد في عالم الحياه يعني ها ايه عالم الحياه ده، اوكي هتلاقيه عارف الكلام ده. لو عندي تو فاكتورز ملتبلاي بعض بزيرو ده معناه حاجه من الاثنين، يا الفاكتور الاولاني اللي هو الاي بزيرو، يا الفاكتور الثاني اللي هو البي هو اللي بزيرو. اوكي طب مستر ما ممكن الاثنين بزيرو، ما عادي، طب ما انا حاطط الاحتمال ده وحاطط الاحتمال ده، يعني لو الاثنين يا سيدي ما هو وارد. اوكي طيب انا دلوقتي عندي تو فاكتورز بزيرو عشان يبقى الاف داش اندفايند، يبقى ايه؟ يا اما الفاكتور الاولاني اللي هو الاكس بزيرو او نيجاتيف 4 لين اكس بلس 6 هي اللي بزيرو. ها هتودي ده بالنيجاتيف وتعمل ديفايدد نيجاتيف 4، يعني اللين اكس بكام؟ ب 3 اوفر 2، يعني الاكس بكام؟ ب اي سوري يعني الاكس بكام؟ ها ب اي باور 3 اوفر 2. اها قفشت الاكس دي والاكس الثانيه طالعه بزيرو، الاثنين عندهم كريتيكال بوينتس. طيب هتعمل ايه دلوقتي يا شربو؟ ها وبعدين يا باشا هعمل بقى خط اعداد واكشف على الاف داش. ادي الاف داش، هنحط هنا الزيرو وهنحط هنا الاي باور 2 اوفر 3. عشان ما اتلخبطش همسك الكالكوليتر بتاعتي، اهو مسكتها والله مش بكدب عليك، واحسب اي اللي هي الفا 10 باور اكس اللي هو الرقم اللي على شمال، او سوري الزرار اللي في الكالكوليتر اللي على شمال كلمه انسر. اوكي هدوس الفا بالاحمر وادوس الاي دي واحط عليها باور كام بقى؟ فراكشن 3 اوفر 2. انا بحسب دي كده اي باور 3 اوفر 2 دي بشوفها بكام، طلعت 4.48. انت عملت كده ليه بقى؟ عشان لما اجي اعوض من الزيرو للاي باور 2 اوفر 3، هي دي 2 اوفر 3 اصلا؟ ده انا حسبت غلط يا جماعه سوري، انا حسبت 3 اوفر 2 هي 2 اوفر 3. ها طيب تطلع 1.9، انا اسف انا غلطت، ماشي هتطلع هنا اهي 1.94. طبعا انا ليه عامل كده؟ عشان لما تيجي تعوض من الزيرو للرقم ده تعوض برقم بينهم يعني. ها يعني مثلا حط 1 مثلا. اوكي بس هنا معلش انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، بس ممكن تركز معايا. ها لا ينفع لا ينفع لا ينفع الاكس تبقى بزيرو، لان في لين اكس قصاد حضرتك في الفانكشن بتاعتي. بص بس بس بص كده على الفانكشن نفسها، ها في لين اكس، فلو الاكس بزيرو يا باشا اللين اكس اهو، انت مش شايفها ولا ايه؟ اهي لين اكس اهي، فلو الاكس بزيرو يعني لين زيرو، لا مفيش الدومين بتاع الاكس ما ينفعش تبقى بصفر اصلا لو جوه لوجاريزم فانكشن. اوكي يبقى الزيرو اوبن. اوكي ونفس الكلام الاي باور 2 اوفر 3 اوبن، ليه؟ لانها هتخلي النيجاتيف 4 لين اكس بلس 6 اللي هو ده، بص كده هنا اهو ركز كده، هتخلي ده زيرو. طب ما هو ده زيرو يا باشا، بص على المساله نفسها، ده كده بص على الفانكشن نفسها
ده لو بقى زيرو يبقى انت حاطط زيرو جوه مين؟ جوه لين. لا ما ينفعش. فبرضو دي open، في مشكلة كده. طيب هل، طب تعال نكمل طيب ونشوف الساين ونعرف. اوكي خلاص، يبقى الاتنين دول open ماشي. ها وبعدين حط بقى، هتفرق معايا في ايه يعني؟ دول مش في الدومين. يعني هي مش critical points. ما ينفعش اقول ان عند الاكس بزيرو في critical point، لان there is no point عندها اصلا. اوكي وعند الاي باور 2 اوفر 3 ما ينفعش اقول ان في كريتيكال بوينت، لان ما فيش بوينت اصلا يا باشا. دي مش في الدومين. ليه مش في الدومين؟ لانهم هيخلوا جوه اللين زيرو، وده ما ينفعش طبعا، انت هتكفر. اوكي حاجه كمان، هل معنى ان هم مش كريتيكال بوينتس ان هم ما يتحطوش على خط الاعداد بتاع الكشف على اشاره الاف داش؟ لا طب ده بالعكس، ده انت لازم تحطهم على الخط بتاع ايه؟ بتاع اشارة الاف داش، لان انا ببحث الاشارة الساين، عايز اشوف امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف وغيرت ولا ما غيرتش. لكن هم يا جماعة اصلا كان المفروض يبقوا كريتيكال، لولا ان البوينت مش موجودة اصلا. انت فاهم حاجة؟ هي كانت المفروض تبقى كريتيكال، بس هي البوينت مش موجودة. ها طيب هعوض بقى ايه رقم من الزيرو لل 1.9، يعني حط مثلا اكس ب 1، هتعوض فين بقى؟ في الحاجة اللي انا بكشف عليها نفسها اللي هي دي اهي. اوكي اللي هي نيجاتيف 20. طب هات بقى الكالكوليتر، يلا هاو ب 1. اوكي فلين 1 ب 0 يبقى نيجاتيف 20 اوفر 6 ملتبلاي 1، يعني نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف، يبقى في الفتره دي كده نيجاتيف اهو خلاص، يعني ديكريزنج. طيب هاو برقم اكبر من ال 1.9 عشان تعرف في الفتره اللي بعدها اللي على يمين الايه؟ الاي باور 2 اوفر 3. طب هو نروح بعيد ليه؟ هاو ب 2. يلا همسك بقى الكالكوليتر واعمل فراكشن، نيجاتيف 20 اوفر وهفتح براكت نيجاتيف 4 لين 2 اقفل براكت بلس 6 اقفل براكت ملتبلاي الاكس اللي هي ب 2. اوكي هدوس ايكوال، طلع نيجاتيف. ازاي نيجاتيف يا جماعه؟ هو في حاجه انا عاملها غلط؟ هي 3 اوفر 2 يا جماعه. انا بص، انا اقسم بالله كنت متاكد اني حمار. بص هي اصلا 3 اوفر 2 وانا كنت كاتبها 2 اوفر 3، يعني هي اهي اي باور 3 اوفر 2، يبقى اي باور 3 اوفر 2 اللي هي تطلع تقريبا ها كانت 4 مش عارف، استنى كده اي باور 3 اوفر 2 4.4. فلما اجي اعوض برقم اكبر منها اعوض بال 5 بقى عشان اشوف الفتره اللي بعد الاي باور 3 اوفر 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف. اوكي فاعمل نيجاتيف 20 اوفر ها افتح براكت نيجاتيف 4 ملتبلاي لين 5 اقفل براكت بلس 6 ملتبلاي واقفل براكت ملتبلاي الاكس اللي هي 5. اوكي طلع معايا 9.13، يعني رقم بالبوزيتيف، يبقى الحته دي كده بوزيتيف، يبقى هي انكريزنج. يبقى لو عايز الانكريزنج والديكريزنج انترفال، واحد يقول لي مستر مستر ايه يا قلبي انت نسيت تقعد هنا. يهبل يهبل، انا بنسى وبتلخبط، وما انا بني ادم يا جماعه ها، بس انا مش حمار. هو ده الفرق بيني وبينك، انا اسف يعني. بص انا ممكن انسى وكلنا بننسى، انا ممكن اغلط وكلنا بنغلط، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اغلطش. انما انا اجي اعوض في فتره قبل الزيرو وانا شايف ان في يا ابني، بص على الفانكشن نفسها، بص على الفانكشن نفسها، شايف ايه دي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لين اكس والاكس اللي جوه اللين ما ينفعش تبقى لا زيرو ولا نيجاتيف. تقوم انت رايح تقول لي يا مستر ده انت نسيت الفتره اللي على شمال. على شمال الزيرو، يعني ام النيجاتيف نفسها اساس النيجاتيف، فكل الفتره دي اصلا مش في الدومين. فاهم حاجه؟ فمش هعوض بيها، زيها زي الزيرو نفسها وزي الاي باور 2 اوفر 3 نفسها. ها حد معترض على اللي انا بقوله؟ طيب اذا هيطلع الفانكشن كده، هو عايز الديكريزنج انترفال اهو من الزيرو اوبن للاي باور 2 اوفر 3، سوري 3 اوفر 2، يعني الانسر سي مفيش اي مشكله. ها جامد. يلا يا حبايبي كده نشوف السؤال ده. بيقول لك اف ذا فانكشن اف اوف اكس اهي 3 ا اكس كيوب بلس، لا سوري ماينس بي اكس ماينس 5. ايه ده؟ دي كده الاف فانكشن بولينوميال of third degree. polynomial of third degree، بس هي فيها two constants a و b انا مش عارفهم. ها انت عارف ان دي ممكن تطلع polynomial of first degree لو ال a بزيرو؟
ها، بس هو طبعا طالما حاططها لك كده يبقى الايه ان شاء الله مش بزيرو. بس انا قلت اقول لك معلومه على السريع يعني. بس المهم انها ايه، ها، بولونوميال. انا وانا بقول بولونوميال دلوقتي بشاور بصباعي على شفايفي، عارف انت الحركه بتاعتي دي، ها، لما اكون عايزك تركز مع كلمه وانت غبي برضه ما بتركزش فيها، ها، لا ركز فيها بقى. بولونوميال اوف ثيرد ديجري. طيب بيقول لك انها هاز ا لوكال فاليو لما الاكس ب1، هات بقى البي على الايه، لحظه بس كده، لوكال ماكسيمم عند الاكس ب1 يبقى الاف داش اوف 1، حد عارف بكام؟ زيرو او ايه؟ لا مش او مش او مش او مش او يا باشا، يا باشا مش او، ما تفكرش، هي بولونوميال يا باشا. لو سمحت اسمعني، هل انت شايف ان الفانكشن اف دي تو ديفينيشنز فانكشن؟ لا. طب هل انت شايف ان هي اصلا فيها فراكشن روت، اي حاجه ممكن تخليها يبقى فيها فراكشن؟ يا باشا دي بولونوميال، والدريفاتيف بتاعها هيبقى بولونوميال اوف سكند ديجري، الديجري بتاعته اقل، اوكي؟ فكون انه قال ان في بوينت سواء كريتيكال او ماكسيمم او مينيمم، ده معناه ان كده كده اكيد هي كريتيكال، يعني اكيد الاف داش بزيرو، مفيش الاحتمال الثاني بتاع الاندفاين، لان اندفاين ده يعني الدينومينيتور بزيرو، ومفيش دينومينيتور اصلا، ها؟ اصل لا اله الا الله يعني، اوكي؟ يبقى انا كده عرفت يا باشا ان لما الاكس ب1 الاف داش بتاعتها بكام؟ ها؟ زيرو. يلا تعرف تعمل دريفتيف؟ ايه اللي هعرف اعمل دريفتيف؟ ما اعرفش اعمل غيره. بص كده اف داش اوف اكس، يلا 3 ايه اكس كيوب، هتنزل ال 3 تبقى 9 ايه اكس سكوير ماينس بي اكس، يعني هاخد الكوفيشنت بي بس، اوكي؟ ادي يا سيدي الاف داش بابا ساوي الاف داش بزيرو، يبقى ايكوال 9 ايه، حط الاكس ب 1 يعني 9 ايه بس ماينس بي. عشان اجيب البي ديفايدد الايه، العمليه دي سهله جدا مش هتاخد مني وقت، هاخد البي دي اوديها بعكس الساين، يبقى الناحيه دي في بي ايكوال كام؟ 9 ايه، هودي الايه بالديفايدد تبقى بي اوفر 9، سوري بي اوفر ايه ايكوال 9، يبقى الانسر بي. ها جامد. يلا نشوف يا حبايبي السؤال الشقي ده، ها سؤال تحفه، سؤال عظمه. بيقول لك اف فانكشن is an odd function. ايه الـ odd function دي عشان انا بنسى؟ ها؟ طبعا في شابتر 4 محتاجين نعرف كويس قوي ازاي اعرف ان الفانكشن دي even ولا odd، ومع ذلك تعالى افكرك الـ odd function احنا اصلا كمان راجعناها في شابتر 1، ما تستعبطش. الـ odd function اللي بيكون الـ f of negative x عندها بالـ f of x، صح كده؟ لا، اللي انا كتبته ده الـ even function، لكن لو سوري لو odd بيبقى فيه negative f of x. ها؟ ده معناه ايه يا باشا؟ ده معناه ان الواي بتاعت النيجاتيف نيجاتيف الواي نيجاتيف الواي بتاعت البوزيتيف، اوكي؟ يعني يمينها عكس شمالها، زي مثلا عايز اشهر فانكشن اود، ها الكيوبيك دي اهو، اليمين ركز كده، اليمين عكس الشمال، يعني مثلا عند الاكس ب2 وعند الاكس بنيجاتيف 2، لو الواي عند ال 2 5 يبقى الواي عند النيجاتيف 2 لازم يبقى نيجاتيف 5، خدت بالك؟ ها؟ ده معنى كلمة اود فانكشن، تفهمها بحاجة من الاتنين. أنا بقول جملة واحدة بتلخص لي كلمة ايفن واود فانكشنز، أوكي؟ ايفن يمينها زي شمالها. زي مين مثلا يا مستر؟ معلش ايفن فانكشن؟ يا باشا أنت هتهزر ولا إيه؟ الإكس سكوير أشهر ايفن فانكشن في الدنيا. أهو. يمينها زي شمالها عند النيجاتيف 2، سوري عند ال 2 وعند النيجاتيف 2 هتلاقي نفس الواي مثلا ب 4، مش مثلا هي 4 فعلا، اوكي؟ طيب فالايفن فانكشن بيبقى يمينها زي شمالها، يعني الاف اوف نيجاتيف اكس يعني الواي عند النيجاتيف اكس بتساوي الاف اوف اكس بتساوي الواي عند الاكس، اوكي؟ الكلام ده راجعناه كويس قوي في شابتر 1. خلاص مش موضوعنا قوي دلوقتي، امسح كل ده مش عايزه. انا دلوقتي عرفت انها اود فانكشن، يعني يمينها عكس شمالها. ها كمل يا شربو. قالك ان الفانكشن هاز ا لوكال مينيمم عند الاكس ب2، ها زين ذا فانكشن، وبديك اربع اختيارات. استنى ما تكملش لحظه بس كده. يبقى انا كده ما عنديش غير معلومتين في الحياه، اول معلومه انها اوت فانكشن، تاني معلومه انها عندها عند الاكس ب2 لوكال مينيمم فاليو. فتعالى نتخيل مثلا ان الرسمه هتبقى عامله كده، وعند الاكس بتوع اهي في لوكال مينيمم فاليو، ده معناه ان اكيد عند النيجاتيف 2، ما هي لو دي مينيمم
تبقى دي ماكسيمم. اسمع تاني يا باشا. ما هو اوت فانكشن يعني يمينها عكس شمالها، فاللي خلى التو مينيمم يعني اقل من اللي قبلها ومن اللي بعدها، فالعكس يخلي النيجاتيف 2 اكبر من اللي قبلها ومن اللي بعدها، لانك قلبت. حتى بص الشكل يا باشا، لما تكون عند ال 2 مينيمم يبقى عند النيجاتيف 2 ماكسيمم. ها عارف دي لو كانت ايفن فانكشن يعني يمينها هيبقى نفس شمالها، يمينها نفس شمالها، اه يبقى لو مينيمم عند ال 2 تبقى مينيمم عند النيجاتيف 2، ده لو ايفن. انما هي هنا اوت فانكشن خلاص، قال لك ان هي مينيمم عند النيجاتيف 2 سوري عند ال 2، يبقى في عند النيجاتيف 2 ماكسيمم. ها فيبقى الانسر ايه؟ في حاجه صعبه جامد. يلا يا صديقي كده نشوف السؤال ده. بيقول لك ان الاف اوف اكس اهي عايز ايه؟ بيقول لك الفانكشن از ديكريزنج اون ومديك انترفلز، يعني عايز الديكريزنج انترفلز، يعني بيقول لك اكشف على اشاره الاف داش. بس كده؟ اه هات يا باشا الاف داش وساويها بصفر، هات الكريتيكال بوينتس، خد بالك لو طلع فيها نوميريتور ودينيميريتور ساوي النوميريتور بزيرو وساوي الدينيميريتور برضك زيرو وعيش بقى، فاهم؟ طيب تعالى بس كده عشان لو طولت مننا يبقى معانا مساحه، اوكي؟ يلا يا باشا. هنجيب الاف داش اوف اكس، طبعا بنعرف نعمل ديريفيتيف، ده براكت باور 2 اوفر 3 فهننزل الباور وهنكتب اللي جوه زي ما هو. ها؟ هننقص بقى من الباور 1 2 اوفر 3 ماينس 1 بنيجاتيف 1 اوفر 3 ملتبلاي ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 2 اكس. لو اختصرنا الاف داش شويه عشان نعرف نكشف عليها بمزاج رايق، ركز كده في اللي هعمله. مبدئيا كده عشان اعرف اكشف عليها بمزاج بس معلش ما توترنيش، اوكي؟ 2 اوفر 3 ملتبلاي 2 ب 4 اوفر 3، ال 4 فوق وال 3 تحت. انت ليه عملتها فراكشن اصلا يا شربيني؟ ها؟ يا باشا عشان في براكت باور 1، سوري انا اسف. سوري عشان في براكت باور نيجاتيف 1 اوفر 3. ها؟ فالبراكت ده اساسا دينيمينيتور. يا جماعه ركز معايا. هو مش معنى، خلي بالك في حاجه بس عايز اقول لك عليها. فاكر انت لما كنت بقول لك لو عندي حاجه تحت عليها باور ينفع اطلعها فوق؟ وكنت بزعق قوي واقول ايه؟ حقك حقك تطلعها فوق بس بنيجاتيف الباور، اه بس ما تنساش انها دينيمينيتور. هو انت لما طلعتها فوق بقت نوميريتور خلاص؟ لا يا باشا، انت غيرت شكلها لكن ما غيرتش اصلها. زي انا لما بحلق دقني، انا بغير شكلي لكن انا هفضل نفسي. ها الدقن عمرها ما بتغير، اي حاجه ما بتغيرش بني ادم، البني ادم هيفضل زي ما هو وكل حاجه بتفضل زي ما هو زي ما هي سوري. الشكل ما بيغيرش، المظاهر ما بتخلكش تتغير. حد فاهم حاجه؟ نفس الكلام الدينيمينيتور لما هيطلع فوق بنيجاتيف الساين مفيش مشكله، بنيجاتيف الباور اسف مفيش مشكله، بس ده مش معناه انه مش دينيمينيتور. فانا هرجعه هنا عشان لازم ابقى عارف امتى النوميريتور زيرو، ها؟ وامتى الدينيمينيتور زيرو؟ ليه بقى هتفرق في حاجه؟ اه طبعا هتفرق يا باشا، انت عبيط. النوميريتور زيرو يعني الاف داش بزيرو، الدينيمينيتور زيرو يعني الاف داش undefined. هما اه هما كده كده الاثنين كريتيكال بوينتس، بس معلش خلينا برضو نتكلم صح عشان اعرف ايش صح، اوكي؟ فانا ليه عملت كل ده؟ عشان احط تحت الاكس سكوير ماينس 4 اللي هي في براكت باور نيجاتيف، لا اخليها باور 1 اوفر 3 بقى ورجعتها لاصلها. فاضل اكس فوق حطها فوق كده. انا اسمي ظبطت الاف داش قوي جامد اهو. تعالى بقى نكشف على اشارتها. عشان اكشف على اشارتها اول حاجه هساوي النوميريتور بزيرو، يعني الاف داش هتبقى بزيرو. تاني حاجه هساوي الدينيمينيتور ده اهو بزيرو، يعني الاف داش هتبقى undefined او 1 اوفر 0، اوكي؟ لما هساوي النوميريتور بزيرو هيبقى ال 4x بزيرو، يعني الاكس بزيرو، في مشكله كده؟ لما هتساوي الدينيمينيتور بزيرو هيبقى 3 في البراكت ده بزيرو، ودي 3 بالديفايدد يعني البراكت ده بزيرو، ودي الباور 1 اوفر 3 الناحيه الثانيه باور 3، يبقى الاكس سكوير ماينس 4 بزيرو، يبقى الاكس سكوير ببوزيتيف 4، يبقى الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 4 اللي هي 2. طبعا يا جماعه انا مش هقدر اقول لك ان انت لما بتيجي تاخد روت لباور ايفن بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف، عشان عيب قوي ان اتعامل معاك بهذه الطريقه لانك مش صغير على الكلام ده. يعني عيب بقى، انا كده اسمي بقل منك. اه لو انا قلت لك ان الباور لو ايفن وخدت روت لازم تحط بوزيتيف يبقى انا كده بقل منك وبهينك، فلا انا ما اقبلهاش، اوكي؟ طيب
يبقى انا كده طلعت طلعت كام اكس كريتيكالز؟ ها في كام بوينت كريتيكال كده؟ 0 ونيجاتيف 2 و2. بس استنى والنبي ما تقولش عليها كريتيكال بوينت غير لما تتاكد ان البوينت اصلا اكزيست. لا يا باشا اكزيست هنا الدومين اصلا ار. ايه ده؟ الدومين هنا ار؟ الدومين ار. قول لي ليه؟ ما عنديش روت عشان اخاف ان اللي تحتيه يبقى نيجاتيف ولا حاجه، وما عنديش فراكشن. انا بتكلم على الاف نفسها، بص فوق بص فوق ولا ولا بص فوق هنا اهو، ها ما عنديش روت عشان اخاف اللي تحت الروت يبقى زيرو الا الاخر اللي انا قلته ده. قصدي ما عنديش روت عشان اخاف ان اللي تحت الروت يبقى نيجاتيف، ما عنديش. ولا عندي دينيمينيتور عشان اخاف ان الدينيمينيتور يبقى زيرو، ولا انا عندي لين او لوجاريتمك فانكشن عشان اخاف ان جواها يبقى زيرو او نيجاتيف. يا باشا انا ما عنديش حاجه تخوف يا باشا، الدومين ار. فخلاص يا باشا يلا 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 حط بقى خط اعداد عشان نكشف على اشاره الاف ده، يلا بسرعه. ها عندي ثلاث اكسات 0 ونيجاتيف 2 و2، خلي في سنس الرقم الصغير على الشمال. اها اها قسمت الانترفل ل 1 2 3 ثلاث فترات اربع فترات. اوكي يلا، اول فتره شمال النيجاتيف 2 عوض فين؟ ركز كده، هتعوض هنا. هو ايه اللون ده يا جماعه وحش قوي؟ طيب ركز كده، هعوض هنا يا جماعه في الاف داش. ها هتعوض عن الاكس مثلا بنيجاتيف 3. طيب هعوض عن الاكس بنيجاتيف 3 تبقى 4 ملتبلاي نيجاتيف 3 اوفر 3 في نيجاتيف 3 سكوير، ها هتطلع نيجاتيف. يبقى الحته دي هتطلع ايه؟ نيجاتيف، يعني ديكريزنج فانكشن. اوكي طيب من النيجاتيف 2 للزيرو، من النيجاتيف 2 للزيرو حط مثلا الاكس بنيجاتيف 1. ها نيجاتيف 1 هتطلع برده نيجاتيف، يبقى برده لسه ديكريزنج. اوكي يبقى هي من النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو، ها ديكريزنج. طيب كمل كمل. شوف بقى الفتره اللي في النص من 0 ل 2 كده، من 0 ل 2 حط 1 مثلا هتطلع بوزيتيف. ايه ده؟ انا غلطت يا جماعه، انا غلطت. بص هو انا ممكن اكون صح بس انا معلش عشان كنت بحسب غلط، انا اسف جدا. لا 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 ايه الاوفر ده؟ معلش ممكن يا حبيبي بس ممكن ثانيه واحده تاني، انا اسف. حط الاكس من 0 لنيجاتيف 3، من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2، يعني مثلا شمال النيجاتيف 2 في الفتره الاولى اللي على الشمال خالص نيجاتيف 3 مثلا. اوكي فلما احط نيجاتيف 3 هتطلع نيجاتيف 3، اللي فوق هيبقى نيجاتيف واللي تحت هيبقى بوزيتيف، يبقى هتبقى نيجاتيف. يبقى انا صح في اول واحده. طيب من نيجاتيف 2 ل 0، ها حط مثلا نيجاتيف 1 فاللي فوق نيجاتيف لكن اللي تحت نيجاتيف برضو، يبقى ده بوزيتيف. انا غلطت. اوكي يبقى دي انكريز. طب من الزيرو لل 1 حط ال 1 هيبقى اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، يبقى نيجاتيف. من ال 2 للانفينيتي يعني حط مثلا 3 هيبقوا الاثنين بوزيتيف. اوكي خلاص انا خلصت. في كريتيكال بوينتس؟ في ثلاثة كريتيكال بوينتس. طب في لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم؟ في لوكال مينيمم عند الاكس بنيجاتيف 2 لو عايز البوينت نفسها. ركز كده، في لوكال مينيمم عند الاكس بنيجاتيف 2. لو عايز الواي ارجع عوض في الاف الاصليه، هات الاف اوف نيجاتيف 2 من الاف نفسها. دي كده لوكال مينيمم بوينت، بس انا مش عايزها، انا قلت اقول لك يعني عشان انا بساعدك يا اخي لو عايز، لو مش عايز خلاص براحتك. طب في لوكال ماكسيمم بوينت عند الاكس ب 0، روح عوض في الفانكشن الاصليه عن الاكس ب 0 هات الواي، يبقى معاك لوكال ماكسيمم بوينت. وفي كمان واحده لوكال مينيمم عند الاكس ب 2، مش مشكله. هو مش عايز اصلا لوكال ماكسيمم، هو عايز الانكريزنج ده، عايز الديكريزنج بس. فانا هلاقي انها ديكريزنج مرتين. ها اول مره من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2، ثاني مره من الزيرو لل 2. يبقى الانسر ايه؟ ها في اي حاجه صعبه؟ جامد. يلا حبايبي نشوف السؤال الصايع ده. ها بيقول لك on what interval، on what interval، بيدور على interval يعني ال f of x دي اللي هي 4 x power 1 over 3 يعني cubic root لل x في x minus 5. شايف ال f دي كده؟ ها مالها بقى؟ دي ال f of x، دي الفانكشن نفسها. بيقول لك on what interval دي increasing and في نفس الوقت كمان نيجاتيف. ايه ده؟ لحظه كده بس. لحظه بالله عليك عشان انا كده انت هتجنني معاك. هي مين اللي نيجاتيف يا باشا؟ ازاي انكريزنج ونيجاتيف؟ بصوا بقى يا جماعه، في ناس بقى هتقف هنا كده ايه تنبهر. اها
ازاي انكريزنج يعني بوزيتيف وبيقول لك انكريزنج ونيجاتيف. يا باشا صلي على النبي، الفانكشن انكريزنج معناها مين اللي بوزيتيف؟ الاف داش الديريفاتيف الريت اوف تشينج بتاعها. اه نيجاتيف دي عايده على الاف نفسها. اقرا السؤال صح وحبه وحسه عشان انا لما هترجم السؤال ها هيبقى عندي فرصه ان احله، مش هقول لك احله بس على الاقل هيبقى عندي فرصه كبيره جدا ان احله. ها ركز كده. On what interval is the function with that function increasing؟ يبقى عايزها بتزيد، يبقى عايز الاف داش بوزيتيف. وفي نفس الوقت بيقول لك ايه اند نيجاتيف، هي مين اللي نيجاتيف؟ الفانكشن. يبقى انت كده محتاج تكشف على اشاره حاجتين. ركز معايا بقى بعد اذنك. انا كده محتاج اكشف على الاف داش وهاخد الفترات اللي بتكون فيها بوزيتيف، ومحتاج اكشف على الاف نفسها ودي اول مره تحصل واخر مره. اصل هو مش منطقي ان يجي يقول لي انا عايز الاف نيجاتيف. طب هو ليه عايز كده في السؤال ده؟ حد سال نفسه السؤال ده؟ ها لا انا مش عارف اصلا، هو حر يا عم. خلاص طيب، يبقى انت عايز الاف نفسها نيجاتيف، هتجيب الفتره اللي فيها الاف داش بوزيتيف والفتره اللي فيها الاف داش نيجاتيف، هتقوم واخد الانترسكشن او الكومن انترفال بينهم هما الاثنين. يعني ايه؟ ما هو قال لك دي او دي، ولا قال لك دي ودي؟ يعني قال اور ولا اند؟ لا قالك انا عايز انكريزنج اند الاف نيجاتيف. فانا هعمل ايه يا جماعه؟ انا هجيب الفتره اللي فيها الاف داش بوزيتيف والفتره اللي فيها الاف نفسها نيجاتيف، وهاخد الفتره المشتركه اللي بتبقى الفانكشن فيها الاف داش بتاعتها بوزيتيف، يعني بتزيد الفانكشن نفسها بتزيد، ها، وفي نفس الوقت تكون الاف نفسها نيجاتيف. هاخد الفتره اللي بيحصل فيها الاثنين، مش هينفع اخد فتره الاف فيها نيجاتيف لكن الاف داش لا مش بوزيتيف، ولا هينفع اخد فتره الاف داش بوزيتيف فهي انكريزنج بس الاف مش نيجاتيف. لا هو انا عايز الفتره اللي بيحصل فيها الاثنين مع بعض. اوكي طيب، يبقى انا كده خلاص حطيت خطه المساله. يبقى انا كده يا صديقي كل اللي هعمله ان انا هقعد اكشف على اشارات. تيجي نقسم الصفحه نصين. يلا اول حاجه هكشف على اشاره الاف داش. طب انت كده محتاج تجيب الاف داش. يا قضيه يعني يا سيدي، هات الاف داش اهي عشان اكشف على اشارتها. يلا يا باشا، فور، سيب الفور دي بره دلوقتي عشان مش وقتها خالص. انا كده عندي برودكت اوف تو فانكشنز. خلاص مع الصراحه بص بقى، هو بارد يعني فاهم، معلش انا اسف يا جماعه. بص فوق كده، انا هاخد الاكس باور 1 اوفر 3 دي هخليها تتوزع هي والفور بالمره. يلا فيبقى 4 اكس باور 1 اوفر 3 في اكس، تبقى 4 اكس باور 1 اوفر 3 و x power 1 multiply بعض فعمل plus the powers فهتبقى 4 over 3. اوكي minus 5 multiply 4 يعني 20 x power 1 over 3. تعالى بس كده سوري يا جماعة، انا خدتها تحت شوية بس عشان تبان اهي. دي كده ال f of x يا باشا، مو مش انت هتكشف عليها على اليمين؟ اكتبها هنا اهي. يبقى ال f of x اللي انا هكشف عليها على اليمين 4 x power 4 over 3 minus 20 x power 1 over 3. ها ادي ال f of x انا حطيتها بس في الصوره دي عشان اعرف اعمل لها ديريفاتيف. اوكي يلا، او عشان اعمل لها ديريفاتيف بسهوله يعني. ماشي يا باشا، انا عملت ايه؟ وزعت ما فيهاش حاجه. طيب يلا هات ال f داش، هات ال f داش. امسح بقى ده خلاص كده ملوش لازمه. يلا يا باشا نعمل ديريفاتيف. هتبقى هتنزل ال 4 over 3 هتبقى 16 over 3 لان هتضرب في ال 4، x باور كام ناقص من الباور 1 يبقى 1 over 3. اوكي ماينس هتنزل ال 1 over 3 تبقى 20 over 3، ها x باور كام ناقص 1 يبقى نيجاتيف 2 over 3. مش ده الديريفاتيف؟ اهو ده بقى كده انا هطلب من حضرتك تكشف عليه دلوقتي. ماشي، وده كده بقى اللي هي الفانكشن نفسها انا هطلب من حضرتك تكشف عليها دلوقتي. طيب يلا، يبقى انا عندي في الشمال الاف داش عايز اكشف عليها وعايزها بوزيتيف عشان تبقى الفانكشن نفسها انكريز، ومعايا في اليمين الاف نفسها وعايزها نيجاتيف فهكشف عليها برضو. اوكي يلا، عشان اساويها بزيرو، سوري عشان اكشف عليها محتاج اساوي الحاجه اللي جوه بزيرو. اوكي لو سويت دي بزيرو اللي انت هتكشف عليها بزيرو. اوكي خد الاكس باور 1 اوفر، استنى كده اشوف اخد ايه كومن فاكتور. لحظه، لا ما تاخدش حاجه كومن فاكتور بقى يا باشا، وادي لي ده كده بعكس الساين الناحيه الثانيه. فهيبقى عندي في الشمال 16 اوفر 3 اكس باور 1 اوفر 3 ها ايكوال
20 over 3 هي كانت نيجاتيف بس انا وديتها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3. في مشكله لحد هنا خالص؟ ال 3 دي هتكنسل ال 3 دي مش موضوعنا. ركز كده بقى، ركز كده بقى، ركز كده بقى. اوكي الباور 1 اوفر 3 دي هتروح الناحيه الثانيه على ده كله كده باور 3، فيبقى معايا لا غلط غلط. بص كده انا اسف جدا، عايز اخلص من الباور 1 اوفر 3 ومن النيجاتيف 2 اوفر 3، فهعمل بوث سايدز. يا ابني في ايه؟ هعمل بوث سايدز باور 3، يبقى ده باور 3 وده باور 3. حقك طبعا، اصل لا اله الا الله. لما يكون عندي ناحيتين لا مؤاخذه بيساووا بعض، لما يكون عندي ناحيتين لا مؤاخذه، ها هو ليه لا مؤاخذه؟ هو في حاجه يعني؟ ها لا مؤاخذه يعني هما حاجتين بيساووا بعض، فيبقى الكيوبك ده بيساوي كيوبك ده. حد فاهم قصدي؟ فاعمل باور 3 للناحيتين. هستفيد ايه بقى؟ هتستفيد كتير، هتستفيد انك هتخلص من الباور 1 اوفر 3 دي، ما هو باور الباور ملتبلاي. فيبقى معايا 16 باور 3، لحظه احسبها، ما انا مش ساحر يا جماعه ما انت عارف، تبقى 4096 اكس بس ايكوال ايه ده؟ اكس بس ازاي بقى؟ ما هي باور 1 اوفر 3 وباور 3 باور الباور ملتبلاي، فاعمل ال 1 اوفر 3 ملتبلاي 3 هتطلع 1. اوكي ايكوال، يلا 20، ما هو الباور بيتوزع 20 باور 3 هتطلع 8000. متخدش متخدش. اوكي اكس باور ها نيجاتيف 2 اوفر 3 باور 3 باور باور ملتبلاي، ف 3 دي هتكنسل، هيبقى اكس باور نيجاتيف 2. في مشكله كده؟ هعمل الايكويشن كلها ملتبلاي اكس سكوير، وبالمره هودي الرقم ده هناك بالديفايدد، ويعمل الايكويشن كلها ملتبلاي ايه؟ اكس سكوير. في مشكله كده مستر؟ الموضوع كبير قوي، معلش معلش. اوكي يلا هعمل الايكويشن كلها ملتبلاي اكس سكوير، فيطلع معايا ايه؟ اكس باور 3 ايكوال، طبعا الاكس سكوير دي لما هتتضرب هنا هتبقى اكس باور 3، الرقم ده خلاص راح هنا بالديفايدد 4096. تعالى كده نعمل 8000 ديفايد 4096 هتطلع 125 اوفر 64. اوكي يبقى طبعا الاكس باور 2 لما هتتضرب في النيجاتيف، في الاكس باور نيجاتيف 2 هيكنسلوا بعض، فيبقى في الاخر عندي الاكس باور 3 ب 125 اوفر 64، يعني الاكس هاخد كيوبيك روت للرقم ده، لحظه اخد كيوبيك روت لل 125 اوفر 64 هيطلع 5 اوفر 4. كل ده جبر، كل ده جبر. ممكن لحظه اخد بس نفسي اقول لك حاجه، طبعا ما تنساش يا صديقي ان انت لازم هتروح تحل البي دي اف ده لوحدك، وانا مأكد عليك. فانا لما بحط مساله زي دي وبشرحها بطريقه معينه، انا ببقى عامل حساب انك كده كده لازم هتحلها تاني لوحدك، واحنا بنتعلم من السؤال. فاللي انت استفدته من السؤال ده عشان لو جالك زيه في اخر السنه، او جالك في فرع تاني اكويجن فيها مثلا 1 اوفر 3 ونيجاتيف 2 اوفر 3، يجي في دماغك على طول السكيل الجبريه دي. ها عمر الشربيني كان بيعمل ايه لما يبقى عندي ناحيتين هنا في باور 1 اوفر 3 وهنا في باور نيجاتيف 2 اوفر 3 او باور اي حاجه اوفر 3؟ ها بنعمل باور 3 فور بوث سايدز. طب هل ده ينفع؟ هل ده صح؟ ها؟ اه ليه صح؟ ليه؟ اصل لا اله الا الله، ما انا لما يكون عندي ناحيه بتساوي ناحيه مفيش مشكله، يبقى اكيد كيوبك الناحيه دي يعني باور 3 اصل 2 بتساوي 2 صح؟ وال2 باور 3 بتساوي 2 باور 3. ها عارف المشكله ممكن تظهر امتى؟ لو سكوير او اي باور ايفن، لانه بيلغي النيجاتيف. بس الحمد لله خلاص هي توفيق من عند ربنا جت دي اكس باور 3. اوكي فانا لما عملت باور 3 للناحيتين وديت الرقم ده الناحيه الثانيه بالديفايدد الاكس باور نيجاتيف 2 عشان اخلص منها، عملت كله ملتبلاي اكس سكوير. عارف المشكله فين؟ ان انا ما كانش ينفع اعمل كله ملتبلاي اكس سكوير الا لو انا ضامن ان الاكس ما بتساويش صفر. ها طب مستر وانت ضامن ان الاكس ما بتساويش صفر؟ يعني حط طب الاحتمال الثاني ان الاكس بصفر؟ ما هو مش هينفع تحط الاكس بصفر. ليه؟ لا هينفع، المفروض احط الزيرو. على فكره انا غلطان. ها تدعوا يا جماعه انا غلطان، انا غلطان وغلط كبير كمان. ماشي طيب انا لما عملت ملتبلاي اكس باور 2 كان لازم احط احتمال ان الاكس ممكن تبقى بزيرو، فلو الاكس بزيرو ها مش هتطلع. ايه ده ازاي الاكس بزيرو؟ ما هي الاكس عمرها تبقى بزيرو. ليه؟ عشان هتبقى اكس باور نيجاتيف 2. حد فاهم حاجه؟ الاكس عمرها ما هتبقى بزيرو عشان هتبقى اكس باور نيجاتيف 2. خلاص بس هتبقى كريتيكال. طيب انا اسف جدا يا جماعه، ضميري بينقح عليا، فانا مضطر اقول لك الحته دي انا كان نفسي اعديها بس مش هقدر اعديها. اوكي ركز كده، بص كده على اف داش الاصليه فوق،
دي ايه اللي حصل؟ مش هي 16 اوفر 3 اكس باور 1 اوفر 3؟ اه ماينس 20 اوفر 3. كمل كده بقى. ها اكس باور كام؟ ركز معايا، اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3. يعني دي اصلها اكس في الدينيمينيتور باور 2 اوفر 3. فلو الاكس دي بزيرو هيطلع الاف داش في الحاله دي اندفاين. اوكي مركز معايا؟ طيب انا بقى هرجع في كلامي واحلها لك بطريقه احلى. ايه ده؟ شفت يا ابني قدامك ولا بروح احضر ولا بتاع، بس جامد يا جدعان، جت في دماغي فكره احلى بكتير. انا غبي ما جاتش في دماغي من الاول. بص كده تعال نظبطها. اوكي نظبطها ازاي بقى؟ ركز معايا. هخلي دي 16 اكس باور 1 اوفر 3 اوفر 3 ها ماينس 20 اوفر 3 اكس باور 2 اوفر 3. حد عنده مشكله؟ واعملها كومن دينيمينيتور. يعني ايه كومن دينيمينيتور؟ فاكر الكلام ده يا ابني؟ انت خدت الجبر، سيب الكلام ده، الواحد ما خدش الجبر. طب يسال. اوكي هعمل اتنين دول اللي تحت ملتبلاي بعض، ما هي مش مستاهله اصلا. بص مش مستاهله، اقول لك ليه. صلي بينا على النبي كده، عشان تخليهم كومن دينيمينيتور. معاك هنا 3 ومعاك هنا 3 في اكس باور 2 اوفر 3، فهضرب دي في اكس باور 2 اوفر 3 فوق وتحت، فدي هتبقى كام؟ هعمل اكس باور 2 اوفر 3 فهتطلع اكس. ركز تاني كده، انا عشان اخلي الدينيمينيتور واحد عشان في الاخر اكتبه مره واحده 3 اكس باور 2 اوفر 3، عشان تخلي الدينيمينيتور واحد وتكتبه مره واحده مفروض يكونوا كومن دينيمينيتورز، يعني الدينيمينيتور هو نفس الدينيمينيتور. فانا هلاقي الدينيمينيتور اللي في اليمين 3 اكس باور 2 اوفر 3، اوكي حلو جدا، واللي في الشمال 3، يعني ناقصك اكس باور 2 اوفر 3. اضرب فيها، بس زي ما هتضرب تحت. ما هو مش زريبه، اضرب تحت وفوق. فضربت تحت بقت 3 اكس باور 2 اوفر 3 فبقى الدينيمينيتور موحد، ها؟ وضربت فوق في اكس باور 2 اوفر 3، اكس باور 1 اوفر 3 لما هتضرب في الاكس باور 2 اوفر 3 هتبقى اكس باور اجمع 1 اوفر 3 بلس 2 اوفر 3 يعني 1، اوكي؟ فهتبقى اكس. يبقى كده يلا بقى 16 اكس ها ماينس 20. شكرا. استاذنك بقى امسح ده كله كده. واحد يقول لي مستر انا كنت عايز الخطوات قدامي. يا ابني ما فيش مكان، هو انا ساحر؟ اوكي وهات لي ده كده بقى فوق واحفظ الطريقه دي. ركز معايا بعد اذن حضرتك، ركز معايا بعد اذن حضرتك. بابا 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 ركز معايا بعد اذن حضرتك. ها يبقى انا دلوقتي علمتك سكيل تانيه عشان خاطر خايف عليك من الخطر، اللي هو ايه بقى؟ انت وانت بتكشف على الاف داش مفروض يبقى فيه احتمالين، يا اما النوميريتور زيرو، يعني الاف داش بزيرو، في الحاله دي هتطلع الاكس ب 20 اوفر 16 اللي هي 5 اوفر 4 كنا جايبينها من شويه، اوكي؟ يا اما الدينيمينيتور بزيرو، يعني 3 اكس باور 2 اوفر 3 بزيرو، ودي 3 بالديفايدد يعني اكس باور 2 اوفر 3 بزيرو، يعني الاكس بزيرو. وفي الحاله دي هتطلع الاف داش اندفايند. يا جماعه هو ليه بيعمل كده معايا؟ وفي الحاله دي هتطلع الاف داش زيرو. فاهم حاجه؟ يبقى انا عندي احتمالين. ها يبقى انا لو انا بجيب كريتيكال بوينتس انا عملتها بقى، مع ان مش تفرق في حال المساله دي، بس عشان لو هو طالب الكريتيكال بوينت حضرتك للاسف هنا في السؤال ده عندك ايه؟ عندك تو كريتيكال بوينتس. اوكي عشان كده انا بقول لك احنا مش بنتعلم مساله، لا 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 لا, لا. احنا بنتعلم منها، وبنتعلم منها حاجات كتير جدا. اوكي فانا يهمني تتعلم. خلي بالك الدرس ده خطير جدا. ليه بقى؟ محتاج واحد بيفهم جبر وبيفهم يعني ايه فانكشنز، ماشي؟ فخلي بالك من الحته دي، ان لازم نساوي النوميريتور والدينيمينيتور بزيرو. اوكي اكشف بقى يا باشا عليها. هنحط هنا زيرو وهنحط هنا 5 اوفر 4 اللي هي 1 وربع. اوكي عندي ثلاث فترات. يلا هنعوض مره قبل الزيرو، يعني نيجاتيف 1 مثلا. فلما تعوض بنيجاتيف 1 فوق وتحت في اللي انت بتكشف عليه ده، عوض بنيجاتيف 1 كده هيطلع لحظه كده هيطلع نيجاتيف طبعا. اوكي طيب من 0 ل 5 اوفر 3، من 0 ل 5 اوفر 3 عوض مثلا ب 1، ما هي ال 5 اوفر 3 ب 1 وربع، فانت عوض ب 1 ب 1. اوكي هيطلع اللي فوق نيجاتيف واللي تحت يبقى هيطلع بردك نيجاتيف. اوكي من 5 اوفر 4 لانفينيتي عوض مثلا ب 2 هيطلع اللي فوق بوزيتيف واللي تحت بوزيتيف، يبقى هي بوزيتيف. اوكي يبقى كل دي كده ديكريزنج
وانكريزنج من ايه من 5 وخلاص كده. اوكي تعال بقى نكشف على الاف. يا نهار ازرق مستر، تيجي نعمل كوماند دينومينيتور؟ لا انت مش محتاج كوماند دينومينيتور. اوكي انت بس محتاج تاخد الاكس باور 1 اوفر 3 كومن فاكتور زي ما هو كان عامل في الفانكشن، عشان يا اما يبقى عندك تو فاكتورز ملتبلاي بعض بزيرو، فيبقى يا اما الاولاني بزيرو يا اما الثاني بزيرو. بص كده 4 اكس باور 1 اوفر 3 يعني انا برجعها لاصلها اكس ماينس 5 دي الاف اوف اكس. عشان نكشف على اشاره هذا الشيء محتاجين نساويه بصفر، فده كده عباره عن تو فاكتورز، يا اما ده اللي هو الاكس باور 1 اوفر 3 يعني الاكس بزيرو، يا اما الفاكتور الثاني اللي هو الاكس ماينس 5 يعني الاكس ماينس 5 بزيرو، يبقى الاكس ب 5. خدت عددك يا باشا، حط هنا زيرو حط هنا 5، عوض شمال الزيرو بنيجاتيف هتطلع هتطلع بوزيتيف. من الزيرو للفايف حط 1 مثلا فهيطلع نيجاتيف. من الفايف للانفينيتي، من الفايف للانفينيتي حط مثلا 6 فهيطلع بوزيتيف جدا. اوكي ركز بقى كده معايا، انت دلوقتي عايز ايه في السؤال؟ بيقول لك انا عايز الاف تكون انكريز، يعني الاف داش بوزيتيف، يبقى انا كده بتكلم في الاوبن انترفال من الفايف اوفر 4 لحد الانفينيتي. اوكي وفي نفس الوقت عايز الاف نفسها نيجاتيف، يبقى انا كده بتكلم في الاوبن انترفال من الزيرو لحد الفايف. ركز كده، يبقى انا كده يا جماعه حل الاولى، ركز بقى، من 5 اوفر 4 اوبن لحد الانفينيتي يديك الاف داش نيجاتيف، سوري الاف داش بوزيتيف يعني الفانكشن انكريزنج، والثانيه من 0 ل 5 اوبن، صح كده؟ انا بقى عايز الانترسكشن بينهم هيديك الفاينل انسر. يعني ايه الانترسكشن؟ يعني عايز اللي موجود هنا وهنا. فلو جينا فكرنا يا جماعه من 5 اوفر 4 لحد الانفينيتي ومن 0 لحد ال 5، فين الجزء المشترك بينهم؟ طبعا انا عشان عارف هقول لك من 5 اوفر 4 ل 5. طب وانت عشان مش عارف تعمل ايه؟ تموت نفسك يعني؟ لا، تمسح ده كله كده عشان ما فيش مكان. وبص بقى نعمل ايه؟ هنعملهم على نمبر لاين واحد. ركز كده بقى، اعمل الفترة الأولى مثلا باللون الأزرق. 5 اوفر 4 يعني 1.25 اوبن ها لحد الانفينيتي. اها. واعمل الفترة التانية مثلا باللون الأسود من 0، بس أحط الزيرو، أحط الزيرو على شمال ولا يمين الرقم اللي أنا كاتبه؟ لا الزيرو أصغر يعني شماله. الزيرو أهو. اوكي لحد الفايف. طب والفايف احطه يمين ولا لا؟ الفايف اكبر بكتير من الايه؟ من ال 1.25. اوكي يبقى هنا الفايف اوبن برضو هنا واوبن هنا، وصلهم ببعض كده، احنا هناخد اللي بينهم. اوكي فين بقى الفتره المشتركه يا صديقي؟ اها مركز، انا اسف على اللون ده، اللي هي من كام لكام؟ ها اللي هي من 1.25 اللي هي 5 over 4 لحد ال 5، وبما ان دي اوبن ودي اوبن يبقوا الاثنين اوبن انترفلز. ها مركز معايا تاني يا صديقي، الحاجات دي انت المفروض عارفها، بس انا يهمني ان احنا نراجعها، معلش برضو ايه مش عايزين نسيب ثغره. ماشي انت دلوقتي لما تيجي تحل تو انترفلز مع بعض ما تشغلش دماغك وتحلهم مانيوال، لا حطهم على خط الاعداد وارسمهم ده بلون وده بلون، وهات الانترسكشن بينهم. الحبه اللي انا واخدهم دول اللي هي من 1.25 لل 5 اللي هو الانسر بي، يعني دول هما اللي يا جماعه هما الاثنين فيهم حاصلين مع بعض، اللي فيها الازرق يعني الاف داش بوزيتيف يعني الاف انكريز، والاسود في نفس الوقت اللي الاف فيه نيجاتيف يعني الاف نيجاتيف. ها في حاجه صعبه جامد. يلا حبايبي كده نقرا السؤال ده، بيقول لك اف ها اف اوف اكس وام اديك فانكشن كيوبيك روت. اوكي قالك انها هاز ا كريتيكال بوينت عند البوينت سي وزيرو. اوكي الاكس بسي والواي بزيرو. طبعا انت لو حبيت تتاكد ان البوينت دي صح روح في الاف الاصليه، عوض كده عن السي، سوري عوض عن الاكس بسي، هتطلع سي ماينس سي تحت الكيوبيك روت يعني زيرو، يعني الواي بزيرو فعلا ما بيكذبش. هو هيكذب عليك انت اصلا متاكد؟ انت عبيط يا ابني. ها كمل كده بقى السؤال، بيقول لك زين الاف داش اوف سي اللي هي كريتيكال، هو اللي اعترف بده، خلي بالك انا طبعا كان ممكن اعرف من غير ما هو يقول، يعني هو لو كان قال لي الاف داش اوف سي كنت انا هجيبها لوحدي. اوكي لكن هو عموما قال لك كمان انها كريتيكال، فطبعا انت دلوقتي محتار
يا اما الاف داش بتبقى بزيرو يا اما الاف داش بتبقى undefined. عارف دي لو كانت بولينوميال فانكشن ما كانش هيبقى فيه اي حيره من اللي انا فيها دلوقتي والله العظيم. ليه؟ ما هو لو كانت بولينوميال فاكيد اي كريتيكال او ماكسيمم او مينيمم بوينتس اكيد الاف داش عندهم زيرو. ليه؟ عشان ما فيش احتمال ان الدينوميتور يبقى بصفر. انما انت هنا الفانكشن بتاعتك مش بولينوميال، وبالتالي انت عندك احتمالين. هو قال لك انها كريتيكال بس كده ممكن تبقى زيرو او undefined. بس الغريب بقى اللي انا مستغربه، بص الاختيار سي 1 اوفر 3 ولا ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش هقراه اصلا يا باشا. سي ودي اكيد غلط، سي ودي اكيد كده كده غلط. ليه؟ عشان تبقى كريتيكال ما ينفعش غير يا زيرو يا اند فول، الاحتمال الموجودين. اوكي طيب يلا نحل. يلا هنعمل ايه يا جماعه؟ عادي هجيب الاف داش واعوض انت هتحور. اوكي يلا اعمل ديريفاتيف دي براكت باور 1 اوفر 3 الاف كيوبيك روت للاكس ماينس سي، يعني براكت باور 1 اوفر 3 هتنزل الباور، هكتب البراكت زي ما هو، نقص من الباور 1 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3. 1 اوفر 3 لما نقص منها 1 تبقى نيجاتيف 2 اوفر 3. ملتبلاي ديريفاتيف اللي جوه اللي هو 1 فمش هكتبها. الفكره بقى في ايه؟ ان لو انت شلت الاكس وتسرعت وحطيت سي هتكنسل السي الثانيه هيبقى 0 فتفتكر ان الاف داش ب 0 فتختار 0 فهتحل غلط فهتسقط. ها؟ ليه بقى؟ فاكر انت من مسالتين ثلاثه كده ورا لما اكدت عليك ان لو الباور نيجاتيف انت غيرت شكلها وطلعتها فوق لكنها دينيمينيتور، عشان كده الافضل قبل اي حاجه ان انا ارجعها لاصلها. ركز كده، عندي ايه فوق؟ لا ما عنديش حاجه فوق غير 1 لان ال 3 تحت والبراكت اللي هو جواه اكس ماينس سي دي اصلا باور نيجاتيف 2 اوفر 3 تنزل تحت 2 اوفر 3 ترجع لاصلها. اوكي عوض بقى عن الاكس بسي زي ما هو بيقول عشان نجيب الاف داش اوف سي، هيطلع ده سي ماينس سي يعني هيبقى في زيرو فين؟ في الدينيمينيتور. فالاجابه الصح ان الاف داش كده زيرو ولا undefined؟ ها؟ لا undefined. في مشكله؟ جامد. بصوا حبايبي السؤال ده ظريف جدا، عايز واحد فاهم وسهل يتحل في ثواني بس لو فاهم. ركز كده، بيقول لك if the curve of the function f has ها الاف اوف 5 يعني الواي لما الاكس في 5 ب 7 اوكي والاف داش اوف 5 0، ده معناه ان لما الاكس في 5 يعني طب وليه تقول الاكس في 5؟ بص كده الاكس لما في 5 الواي بكام؟ 7، ده معناه ان دي كده كريتيكال بوينت. اوكي استاذنك لحظه ما تكملش قرايه. ها الاف اوف 5 ب 7 يعني الواي ب 7 لما الاكس في 5، يبقى انا كده عرفت البوينت اللي الاكس بتاعتها 5 الواي بي 7 فخلاص. كمل هو كلامه وقام قال لك ان الاف داش عندها لا دي عايده على الاكس في 5. اوكي كمل كلامه وقال لك ان الاف داش عندها بزيرو، يبقى انا كده عرفت انها كريتيكال بوينت. وطبعا بما انها كريتيكال هي ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى مينيمم وممكن تبقى ايه مجرد فقاعه حاجه بس انا شكيت فيها وافتكرت ان انها ممكن تبقى ماكسيمم لكن هي في الاخر لا ماكسيمم ولا مينيمم. اوكي كمل بقى كده، قام قال لك ان الاف دبل داش عند الفايف بنيجاتيف 4 يبقى هي كده ايه؟ ماكسيمم بوينت. تبقى الاجابه ايه؟ مستر انا مش فاهم معلش افهمك. انا قلت لك قبل كده ان لو الاف داش عند بوينت معينه 0 والاف دبل داش نيجاتيف ده معناه انها ماكسيمم بوينت. ليه بقى؟ لان الاف داش عندها نيجاتيف يبقى هي كونفكس اب، وانت قلت ان السلوب عندها زيرو يعني التانجنت هيبقى هوريزونتال، فلما تكون متنيه لفوق والتانجنت هوريزونتال يبقى هي كده لوكال ماكسيمم بوينت، لو كانت متنيه لتحت والتانجنت هوريزونتال يبقى هي لوكال مينيمم بوينت. فهمت حاجه؟ الحته دي خطيره والسؤال ده خطير جدا جدا جدا. ها يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، سؤال ظريف جدا جدا جدا. بيقول لك اف اف داش اوف اكس، تعالى بس ننقلها كده هنا عشان ايه نستمتع اكتر. الاف داش اوف اكس ها ب 2 فاكتورز ملتبلاي بعض اكس ماينس اي في اكس ماينس بي. اوكي اوكي وقال لك ان الاي جريتر ذان البي، وعايزك تركز في الحته دي كويس. انا لا اعرف الاي بكام ولا اعرف البي بكام، بس هو قال لك ان الاي اكبر من البي. اوكي اوكي then all the following statements are true except في واحدة بس فيهم غلط،
مديك اربع اختيارات، وصح بس كده عشان متلخبط، معلش كده يعني اقفشهم لي كده اهو. الاربع اختيارات دول A و B و C و D، ها فيهم ثلاثة صح ما عدا واحدة الرابعة غلط. هتقول لي ايوه دي انت معلم عليها. لا ما انا عايز اعرف ليه بقى. طيب ركز كده معايا، تعال نقرا بس الاربع اختيارات عشان نبقى عارفين السؤال بيتكلم عن ايه. طبعا واضح ان انا معايا الاف داش، واضح ايه يا مستر؟ ما هو مديهاني انت يعني لمح، ما هي اف داش مديها لك. اوكي بص، اول واحده بيقول لك ان الاف داش اوف ايه بتساوي الاف داش اوف بي، ودي سهله ان انا اعرف هي صح ولا لا بزيرو، مش دي مشكله يعني. اوكي بيقول لك ان لما الاكس بي في لوكال مينيمم، ولما الاكس بي في لوكال ماكسيمم، والاف دبل داش اوف ايه بتساوي الاف دبل داش اوف بي. طب ايه ده؟ واضح ان كلامه كله بيتمحور يعني بالذات بي وسي حوالين لوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. اوكي صلي بينا على النبي، السؤال ده خطير ومهم، فلو سمحت ركز معايا، اكتب كمان الملحوظه ان الاي جريتر ذان بي تحت عشان اعرف ايه احل. استاذنك بقى هتخط كده. يلا يا باشا نبدا دلوقتي. انا عشان اعرف اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم، مش انا بكشف على اشاره الاف داش اوف اكس؟ بكشف على اشاره الاف داش اوف اكس صح. طب عشان اكشف على اشاره الاف داش اوف اكس، اول حاجه بنعملها ايه؟ بنساوي الاف داش اوف اكس اللي هي دي بزيرو. طبعا دلوقتي حضرتك عندك تو فاكتورز ملتبلاي بعض بزيرو، يبقى يا اما الاكس ماينس ايه اللي هو الفاكتور الاولاني بزيرو، يعني الاكس سوري يعني الاكس بايه، ها يا اما الاكس ماينس بي اللي هو الفاكتور الثاني هو اللي بزيرو يعني الاكس ببي. يبقى انت كده عندك كام كريتيكال بوينتس او كام اكس الاف داش فيها او عندها او في ساعتها بتساوي زيرو؟ في اتنين، يا اما الاكس بايه يا اما الاكس بي. اوكي فهروح اعمل خط الاعداد اللي بكشف على اشاره الاف داش فيه. ركز بقى كده، ها هنحط الاي والبي، بس لحظه عشان انا دلوقتي محتار مين اللي يتحط على الشمال ومين اللي يتحط على اليمين. ها الصغير على الشمال، دي بديهيات، عشان كده هو قال لك الملحوظه دي، قال لك ان الاي اكبر، يبقى الاي على اليمين عشان اكبر والبي على الشمال عشان اصغر. اوكي ركز معايا بعد اذنك، ركز. طيب دلوقتي بقى عايز اتشيك على كل انترفال من الثلاثه دي شمال البي، ودي بين البي والاي، ودي يمين الاي. ركز كويس قوي. اول فتره بص، خلي دي فتره واحد، فتره اتنين، فتره تلاته، عشان بس لما اجي اتكلم تعرف انا بشاور فين. اوكي في الفتره واحد اقل من البي، عايزين نعوض في الاف داش. ركز كده، ممكن اكتبها عايز قلم ابيض عشان تفهمها عشان تستمتع بيها يعني. اوكي بص كده يا باشا، الاف داش اللي انا بكشف عليها عباره عن براكتين اكس ماينس اي واكس ماينس بي. اول فتره عشان اكشف على ده، ركز كده بقى، عايز اعرف الفاكتور الاولاني بوزيتيف ولا نيجاتيف، والفاكتور الثاني بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب فاول فتره انت اقل من البي، ها واقل من الاي، ها عارف انت، استاذنك معلش بص فوق خالص كده، لو انا عندي اكس ماينس واي، الريزلت بتاع الاكس ماينس واي دي يطلع بوزيتيف لو انت بتطرح الكبير ماينس الصغير. يعني انا لما بعمل 100 ناقص 50 او ناقص 70 او ناقص اي عدد اقل منها، الريزلت بيطلع بوزيتيف. انما انا لو بعمل عدد صغير ماينس عدد كبير، زي مثلا 2 ماينس 5 يطلع نيجاتيف 3. ها ركز تاني كده، الاكس ماينس واي دي اللي فوق امتى تطلع بوزيتيف؟ لو الاكس هي الاكبر. وامتى تطلع نيجاتيف؟ لو الاكس هي الاقل. في مشكله؟ او لو الواي هي الاكبر؟ في حاجه صعبه يا جماعه. يبقى انا دلوقتي عرفت انا ازاي هقدر اعرف في كل فتره من الفترات دي الفاكتور ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، والفاكتور الثاني بوزيتيف ولا نيجاتيف، عن طريق ان انا بشوف. بص كده، بالنسبه للفاكتور الاولاني اللي هي الاكس ماينس اي، كل اللي عليك تعرفه الاكس دي اكبر من الاي ولا اصغر. لو الاكس اكبر من الاي يبقى الفاكتور ده بوزيتيف، ها. طب لو الاكس اصغر من الاي يبقى الفاكتور ده نيجاتيف. بص بقى على الفاكتور الثاني، اها اكس ماينس بي، فلو الاكس اكبر من البي يبقى الفاكتور الثاني بوزيتيف، لكن لو الاكس اقل من البي يبقى الفاكتور الثاني نيجاتيف.
بعد ما تعرف اشاره الفاكتور الاول واشاره الفاكتور الثاني ما تنساش ان الاف داش هي البرودكت ما بين التو فاكتورز دول، فلازم تشوف بقى هل هي نيجاتيف ونيجاتيف فهتطلع بوزيتيف. طب ما تيجي نشوفه خلاص يا جماعه. ها يلا اول فتره انت على شمال، بص مثلا اول فتره هنا او هنا او هنا او هنا، اي رقم في الفتره اللي على شمال البي هي برضك على شمال الاي، يعني انت اقل من الاي واقل من البي. يلا يبقى الفاكتور الاولاني اكس ماينس اي والاكس اقل من الاي يعني نيجاتيف ملتبلاي، الفاكتور الثاني اكس ماينس بي والاكس برضك اقل من البي، ايه برضك دي والاكس برضك برضو اقل من البي يعني برضو نيجاتيف. سبحان الله، دي نيجاتيف ودي نيجاتيف بس الملتبليكيشن نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف، يبقى اول فتره كده بوزيتيف. ها طيب امسح بقى عشان نخش على الفتره اللي بعدها. يلا يا باشا فتره رقم 2 حضرتك بين البي والسي، يعني مثلا هنا او هنا او هنا، اي عدد في الحته دي هو يمين البي يعني اكبر من البي، وايه علاقته بالاي قول انت بقى. ها اقل من الاي خلاص، يمين البي يعني اكبر من البي. طب تعالى كده نشوف بقى اشاره التو فاكتورز. يلا اول فاكتور اكس ماينس اي، ركز كده اكس ماينس اي والاكس على شمال الاي يعني اقل من الاي، يبقى الفاكتور الاولاني نيجاتيف ملتبلاي. الفاكتور الثاني اكس ماينس بي، والمره دي الاكس على يمين البي من خط الاعداد يعني اكبر من البي، يبقى انت بتطرح حاجه كبيره ماينس حاجه اصغر فيطلع الانسر بوزيتيف. ها بوزيتيف في نيجاتيف يعني نيجاتيف، يبقى الفتره رقم 2 نيجاتيف. اوكي امسح عشان نشوف بقى اخر فتره اللي هي رقم 3. يلا رقم 3 هنا او هنا او هنا، انت على يمين الاي وعلى يمين البي يعني انت اكبر من الاي واكبر من البي بشويه حلوين، يعني انت اكبر من الاثنين. ها فبالنسبه للفاكتور الاولاني بص كده اكس ماينس اي والاكس اكبر من الاي يبقى بوزيتيف ملتبلاي، اكس ماينس بي والاكس اكبر من البي بكتير، يا عم هتفرق ايه اكبر بكتير ولا بقليل، المهم انها اكبر منها. ها فهتبقى دي برضو بوزيتيف، بوزيتيف في بوزيتيف يبقى بوزيتيف. اوكي يبقى انا كده عرفت ان الفانكشن انكريز ديكريز انكريز، يبقى انا كده عرفت بوضوح ها ان عند البي في ماكسيمم وعند الاي في مينيمم من الرسم حتى. اوكي يلا تعالى بقى نشوف الاختيارات انهي اللي صح وانهي اللي غلط. يلا عشان اللي صح غلط، ايه اللي صح غلط يا باشا، ما هم في ثلاث اختيارات صح، فاي حاجه صح مش هختارها لاني بدور على الغلط. يلا اول واحده بيقول لك ان الاف داش اوف اي بيساوي الاف داش اوف بي، ايوه طبعا وبيساوي زيرو، ما هو لو الاكس بـ A او الاكس بـ B الاف داش بزيرو، دول كريتيكالز. اوكي يبقى اول واحده صح مش هختارها. تاني واحده بيقول لك لما الاكس بـ A في لوكال مينيمم، بص كده على الرسمه اه الاي عندها مينيمم يبقى الثانيه صح، والثالثه برضو صح لان البي عندها ماكسيمم، فيبقى الاجابه على طول دي من غير ما اقراها لان دي الحاجه الوحيده اللي انا لسه ما اعرفش هي صح ولا غلط، لكن الثلاثه اللي فوق انا متاكد منهم 100%. طب مستر معلش ممكن زياده التاكيد نتاكد ان الاف دبل داش عند الاي ما بتساويش الاف دبل داش عند البي؟ انت يا ابني حمار، انت عارف ان انا مش محتاج اتاكد. ايه ليه يا مستر؟ ما تجيب يا مستر، انت مكسل تعمل ديريفيتيف مستر، انت مكسل تعمل دي 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 برودكت اوف تو فانكشنز، ما انا معايا الاف داش هعمل ديريفيتيف الاول في ديريفيتيف الثاني بلس الثاني في ديريفيتيف الاول وخلاص. يا باشا انا مش مكسل، انت مش فاهمني، هو مش عند الاكس بايه في ماكسيمم يعني الاف دبل داش عندها نيجاتيف، وعند البي مينيمم يعني الاف دبل داش عندها بوزيتيف، ازاي الاف دبل داش عند الاي ممكن تساوي الاف دبل داش عند البي، واذا كان اصلا 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 ها دي ماكسيمم ودي مينيمم؟ حد فاهم حاجه؟ فهمت قصدي؟ فلا هي كده كده مش هفكر فيها اصلا. يلا يا جماعه كده صلي بينا على النبي، سؤال زي اللي قبله بالظبط، بيقول لك ان الاف داش اوف اكس بالبرودكت اوف تو فانكشنز دول، فانت طبعا كده عرفت ان الاف داش بزيرو مرتين، مره لما الاكس بام يعني الفاكتور الاولاني بزيرو، ومره الثانيه لما الاكس بكي يعني الفاكتور الثاني بقى هو اللي بزيرو. اوكي طيب وقال لك برضو ان الام للزان كي، خلاص انا بقيت محترف دلوقتي، ركز كده معايا، ممكن اتشيك هنا على خط الاعداد بسهوله، ادي الاف داش ها في ام واي وكي، الام اصغر يبقى الام على الشمال والكي يمينها. يلا يا صديقي قبل الام يعني شمال الام، يعني انت اصغر من الام واصغر من الكي في الفتره الاولى دي، الفاكتور الاولاني ها نيجاتيف
والفاكتور التاني برضو نيجاتيف، فيبقى الاف داش كلها بوزيتيف، لان نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، لانك اقل من الام، خلاص بقى انا بقيت محترف. طيب بينهم هما الاثنين بين الام والكي، فانا اكبر من الام ففيهم واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف لاني اقل من الكي، فاهم قصدي؟ انت اقل من الكي فبتطرح حاجه صغيره ناقص حاجه كبيره فدي نيجاتيف، واكبر من الام فبتطرح حاجه كبيره ماينس حاجه صغيره فدي كده بوزيتيف. اوكي، فنيجاتيف ملتبلاي بوزيتيف يبقى نيجاتيف. طب الكي فيما فوق اكبر من الاثنين، يعني الاثنين بوزيتيف، يبقى برضو الانسر في الاخر ايه؟ بوزيتيف. اوكي، في اي مشكله لحد دلوقتي؟ خالص. يبقى انا كده عرفت ان الفانكشن انكريز بعدين ديكريز بعدين انكريز، يبقى انا كده عرفت ان في عند الام ماكسيمم وفي عند الكي ها مينيمم. سوري، ها. طيب السؤال عايز ايه؟ مش فاهم، تعال نشوف. بيقول لك زن، ما بيقولكش بقى في ثلاثة صح ولا لا، بيقول لك اختار. يلا، اول واحده بيقول لك ان الاف داش اوف ام بتساوي الاف داش اوف كي. طب ما دي صح يا جماعه، ما هو فعلا الام داش اوف ام بزيرو، والام سوري الاف داش اوف ام بزيرو والاف داش اوف كي بزيرو برضو. طيب تاني واحده بيقول لك ان الاف دبل داش اوف ام نيجاتيف الاف دبل داش اوف كي. طب بص كده، انا مش عارف ومش هجيبها، بس انا عارف ان عند الاكس بام، ركز كده على الشمال اهو، عند الاكس بام مش هي ماكسيمم؟ من دراسه اشاره الاف داش الام عندها ماكسيمم، يبقى الاف دبل داش ايه؟ ركز كده، ماكسيمم، يبقى الاف دبل داش نيجاتيف. طب وعند الكي مش هي مينيمم؟ يبقى الاف دبل داش ايه؟ بوزيتيف. يبقى اكيد الاف دبل داش عند الكي بما انها بوزيتيف اكبر من الاف دبل داش عند الام بما انها نيجاتيف. طول عمر الارقام البوزيتيف ايا كان ومهما كانت صغيره، بس اكيد البوزيتيف نمبر اكبر من النيجاتيف. حمادة هلال بيشرح يا جدعان، يبقى برضو الثانيه صح، يبقى اكيد الثالثه صح، واكيد اول ذا بريفيوس. ما هو انت مش فاهم، ما هو اتنين صح خلاص ماشي. بس مع ذلك تعالى نكمل، والحته النمبر سي دي مهمه قوي، اجابه سي سوري مهمه قوي، الاختيار سي. بيقول لك ذا فانكشن هاز ان انفليكشن بوينت عند الاكس بايه؟ بالميديان ما بين الام والكي، وده حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها. ها كابتن لو سمحت، الاف داش دي ايكويجن اوف سكند ديجري، عرفت منين؟ يا ابني ما هي طالعة 2 فاكتورز بيساوي 0، سوري الاف داش طالعة 2 فاكتورز، 2 براكتس ملتبلاي بعض. فانت حتى لو مش فاهم اللي انا بقوله، يا سيدي فك البراكتين، هات كده الاف داش. ممكن تركز كده، عايز اقول لك حاجة. بص يا باشا، في عالم الفانكشنز انت بس اللي مش عارف، الثيرد ديجري فانكشن لما يبقى عندي في هنا ماكسيمم اللي هي عند الاكس بام، وفي هنا مينيمم اللي هي عند الاكس بكي، بيبقى بينهم كده في انفليكشن بوينت، وفي الثيرد ديجري بتكون الانفليكشن هي الاكس اللي في النص بالظبط بين الكي والام. يعني ايه الميد بوينت؟ يعني حاجه زي الميد بوينت. اوكي، كانك وصلتهم ببعض وجبت الميد بوينت. شفت الرسمه اللي انا عملتها كده اهي؟ هتقطعها في الميد بوينت، هتبقى دي قد دي. طب بجيبها ازاي؟ ها، بجمع الاثنين واقسم على الاثنين. يعني انا لو معايا اكس وواي وعايز اجيب الانفليكشن بوينت، هات الميد بوينت ما بين التو بوينتس دول. ها، لكن انا هنا معايا اكس بس، طب ما مش فارقه، هجمع الام والكي اللي هم الاكس على الاثنين، هتجيب الاكس بتاعت الانفليكشن بوينت. بس الكلام اللي انا بقوله ده مش جنرال، لا. لا واحد يفتكر ان اي ماكسيمم بوينت واي مينيمم بوينت بنعمل كده. لا يا باشا، لو سمحت لو سمحت، ما تصغرنيش بقى وسط مجتمع الكالكولس. لا، الكلام ده جاست ان كيس ان الفانكشن ثيرد ديجري كيوبيك فانكشن بولينوميال اوف ثيرد ديجري زي هنا كده. طب وانا عرفت منين؟ كابتن لو سمحت، الاف داش سكند ديجري، يبقى الاف الاصليه ثيرد ديجري. شكرا، انا خلصت كلامي، يلا نشوف اللي بعدها. يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. بيقول لك if f dash of negative 1 equal f dash of 3، يبقى انا كده عرفت equal 0 يعني. اوكي، فيبقى انا كده عرفت ان عند النيجاتيف 1 في كريتيكال بوينت طبعا، ما الاف داش عندها بزيرو. ها، وعند الاكس ب 3 برضه كريتيكال بوينت، ما هو يبدي برضه الاف داش عندها بزيرو، في مشكله كده؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان عند النيجاتيف 1 ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى مينيمم. يعني هي اكيد يا ماكسيمم يا مستر ايه هي كده عند النيجاتيف 1 اكيد يا ماكسيمم يا مينيمم؟ لا طبعا. طب عند ال 3 اكيد بقى يا ماكسيمم؟ لا طبعا،
هو احتمال كبير الصراحه مش هكدب عليك، بس مش اكيد. ليه بقى؟ لانها سواء دي او دي دول اسمهم كريتيكال بوينتس. طالما الاف داش عندهم لا مؤاخذه صفر يبقى اسمهم كريتيكال بوينتس. ممكن تبقى الاف داش، سوري اسف، ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى مينيمم وممكن تبقى لا ماكسيمم ولا مينيمم، كانت مجرد نقطه شك عابره وهي عدت خلاص يعني، فاهمني؟ طب تعالى بقى نكمل. وبيقول لك ان الاف دبل داش جريتر ذان زيرو يعني بوزيتيف. ها؟ فور اول اكس من نيجاتيف 2 ل 2. ايه ده؟ بوزيتيف، الاف دبل داش بوزيتيف يعني كونفكس داون. من النيجاتيف 2 لل 2؟ اه. طب ما من النيجاتيف 2 لل 2 دي النيجاتيف 1 بينهم كده، فاهم حاجه؟ طب وال 3؟ لا دي ال 3 بعدهم بكتير مش معايا. يبقى انا كده عرفت ان النيجاتيف 1 دي اكيد ايه؟ مينيمم عند الاكس بنيجاتيف 1 في هنا لوكال مينيمم بوينت لسببين. اول حاجه ان الاف داش عندها بزيرو فالتانجنت هوريزونتال، تاني سبب ان الدبل داش عندها بوزيتيف يبقى هي كده لوكال مينيمم. خلاص؟ طب حد عارف كده ال 3 دي ايه؟ والله انا ما اعرفش. ممكن واحد يقول لك يا مستر اصل طالما الاف دبل داش بوزيتيف من نيجاتيف 2 ل 2 يبقى بعد ال 2 اللي هو عند ال 3 كده اكيد الاف دبل داش نيجاتيف. ليه يعني؟ ما يمكن تبقى بوزيتيف برضه. يا باشا هو طالما ما قالش انا ما اعرفش. لا انا ما اعرفش. لكن اللي انا عارفه ومتاكد منه كده، بص بقى هكتب لك حاجتين، ركز معايا. اللي انا عارفه ومتاكد منه كده، ها؟ ركز. ان الاف داش عند النيجاتيف 1 زيرو، وان الاف دبل داش عند النيجاتيف 1 ايه ده؟ ها؟ نيجاتيف؟ لا بوزيتيف، سوري بوزيتيف. اوكي؟ من الاثنين دول اقدر اعرف ان عند الاكس بنيجاتيف 1 دي مينيمم بوينت، لوكال مينيمم بوينت. ها؟ في حاجه صعبه؟ جامد. يبقى الاجابه اه، سوري يا جماعه تصدق قلت جامد، تصدق قلت جامد قبل ما احل. اول واحده بيقول لك ان الاف اوف نيجاتيف 1 ماكس، يا ابني بقول لك مينيمم، يبقى الاجابه الاولى لا غلط. الايه هي الصح؟ بيقول لك الاف اوف نيجاتيف 1 لوكال مينيمم فاليو، صح، برافو عليك. بص نمبر سي مثلا، بص الاجابه الاختيار سي، سوري، ها، بيقول لك ان الاف اوف 3 ماكسيمم. والله ما اعرف، هي ممكن على فكره ممكن تكون الاف اوف 3، ما هي اصل هي كريتيكال. بص مش الاف داش عند 3 بزيرو، فممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى مينيمم، ما انا ما اعرفش. حد فاهم حاجه؟ طيب الاف اوف 3 مينيمم، ما انا بقول لك ممكن برضه والله، بس انا ما اعرفش برضه، فاهم حاجه؟ انت ما اديتنيش حاجه تخليني اقدر اعرف حاجه زي كده. اوكي اقول بقى جامد؟ لا خلاص قلتها مره يعني مش مشكله. بص كده يا حبايبي، سؤال شائع قوي ويعتبر سؤال نظري، بيقول لك if the curve of the function f lies above، بيقع فوق التانجنت اللي بتترسم على البوينتس بتاعته. ده معناه ان هو كونفكس ايه؟ داون طبعا. بص كده، ما هو في احتمالين، يا اما يكون الكيرف كونفكس داون زي ده، يا اما يكون الكيرف كونفكس اب زي ده. ركز كده معايا. في حاله الشمال الكونفكس داون، سواء البوينت دي او البوينت دي او البوينت دي او البوينت دي او البوينت دي، هو متني لتحت، فانا لما هاجي ارسم تانجنت هيبقى التانجنت بص كده او كده او كده، حتى البوينت اللي فوق خالص بص، فبيفضل دايما الكيرف فوق كل التانجنتس اللي بتترسم عند اي نقطه عليه طالما هو متني لتحت، فاهم حاجه؟ انما لو انت تاني لفوق زي الرسمه اللي على اليمين كونفكس اب، بيبقوا التانجنتس دايما فوقيه يعني هو تحتيهم. ها؟ فلو انت بتسالني الكيرف امتى هيبقى فوق التانجنتس بتوعه سوري، عشان جمع تانجنت بتوعه هو، ها، امتى الكيرف يكون فوقهم؟ لما يكون كونفكس داون. طب امتى يكون تحتهم؟ لما يكون كونفكس اب. فهو لما هيبقى كونفكس اب هترسم التانجنتس كلهم فوقيه، يبقى هو تحتهم. ها؟ في حاجه صعبه؟ اظن دي بديهيات يعني. يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، نقراه بالراحه كده. بيقول لك determine the angle in radians، يعني هات الانجل يا عم هجيبها بالدجري وبعدين احولها. ده انت غريب قوي، مش وقته. اوكي؟ between ايه؟ between التانجنت لاين عند الانفليكشن بوينت للكيرف ده وبتوين الاكس اكسس. لحظه بس كده، السؤال بالراحه، عايز الانجل ما بين الخط التانجنت والاكس اكسس. طب ما الانجل دي تانها بيساوي الدي واي دي اكس، السلوب. يعني انت كانك بتقول لي هات الدريفاتيف السلوب اوف تانجنت اللي هو دي واي دي اكس واعمل شيفت تاني.
طب ما دي سهله قوي يا شربيني مستر، دي شابتر 2 انت غلطت، سوري شابتر 1 انت غلطت ولا ايه كابتن؟ هو هنا طالب منك السلوب اوف تانجنت؟ لا. طالب منك الديريفاتيف؟ لا. طالب منك الانجل ما بين التانجنت والبوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، يعني الديريفاتيف اللي هي شفت تاني الديريفاتيف، اسف يعني شفت تاني السلوب. هما كلهم واحد يا جماعه. بصوا عشان ما نقعدش نحور تاني، انا اقول لك المشكله كلها فين، انك تجيب الانفليكشن بوينت بس، فاهم حاجه؟ ما هو انت دلوقتي بص السؤال بمنتهى البساطه بيسالك عن دي واي دي اكس، تعرف تجيبها؟ طب ما انا بعرف اعمل ديريفاتيف، انا بقى عايز اجيب الدي واي دي اكس عند البوينت بتاعت الانفليكشن بوينت، فكل ما في الموضوع اني مش معايا الانفليكشن بوينت. بس كده خلاص، ما تقفرش بقى وتقعد بي بي بي. لا مش عايزين حوارات يا باشا، انا عايز السلوب مش عارف ايه عند الانفليكشن بوينت، فانا عشان اجيب الانجل هعمل شيفت تان السلوب اوف تانجنت، شيفت تان الديريفاتيف. طب هجيب الفيرست ديريفاتيف عند البوينت اللي هو عايز منها الانجل دي، طب ما هي انفليكشن وانا مش معايا الانفليكشن، يبقى انت بقى هات الانفليكشن بوينت وما تقعدش تدخل نفسك في تفاصيل مالهاش معنى. اوكي، عشان اجيب الانفليكشن بوينت محتاج اجيب الاول ايه؟ بص في الفانكشن دي مبدئيا كده هنجيب الدومين، هيبقى الار كلها ما عدا اي حاجه تساوي تخلي الدينومينيتور يبقى صفر. مستر لحظه بس كده، ها هو انت ليه، ها هو انت ليه جبت الدومين في دي، مع ان احنا من شويه كنا كذا مره نحل يعني ما بجيبش الدومين؟ لا ما انا برمي عيني يا جماعه، لو لقيت روت ولا لقيت دينومينيتور بجيب الدومين عشان بس ما اغلطش. اوكي، فانا ما ينفعش عندي دينومينيتور يساوي زيرو زي اللي قصادي ده، ها؟ فامتى هيساوي زيرو؟ لو ال 7 ماينس اكس سكوير بزيرو، يعني الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف روت 7. يبقى الدومين هو كل الاعداد على فكره ما عدا عددين بس، معلش هستثنيهم ومش هاخدهم، اللي هم ايه؟ اللي هم الروت 7 والنيجاتيف روت 7. اوكي؟ طيب. عايز ايه بقى؟ تعالى بقى نجيب ايه يا باشا؟ تعالى نجيب الاف دبل داش ونكشف عليها عشان نشوف الانفليكشن بوينتس. طب يبقى الاول هجيب الاف داش، ما انا مش ساحر يا جماعه، مش هجيب الاف دبل داش على طول، ها؟ يلا هجيب الاف دبل سوري الاف داش الاول، هعمل اللي تحت سكوير 7 ماينس اكس سكوير اول سكوير، اللي تحت في ديريفاتيف اللي فوق، فيبقى ديريفاتيف اللي فوق اصلا 7 واللي تحت يتكتب زي ما هو ماينس، ها اللي فوق اللي هو 7 اكس في ديريفاتيف اللي تحت اللي هو نيجاتيف 2 اكس. لحظه كده احسبها، 7 ملتبلاي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 14، وفي نيجاتيف اهي بتاعت القانون بتاع الديريفاتيف، يبقى بوزيتيف 14. تصدق نسيت؟ تعالى كده تاني، احنا بنعمل ايه؟ اللي فوق في ديريفاتيف اللي تحت، يبقى 7 اكس ملتبلاي نيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 14، خلاص اكس برضه يبقى اكس في اكس باكس سكوير. اوكي؟ طيب معلش استاذنك اختصر عشان اكيد في حاجه بتروح مع حاجه، انا عارف المسائل دي. اوكي؟ يلا. ال 7 دي لما هتتوزع 7 ملتبلاي 7 تقريبا 49، معلش اتاكد الراجل شكاك 49، برافو عليا. 7 اكس نيجاتيف 7 اكس سكوير، ايه ده مفيش 2؟ مفيش 2؟ انا عايزهم يديروا مع بعض. طب مش هيديروا سوري، يبقى ركز كده هتبقى 49 طيب ماينس 7 اكس سكوير بلس 14 اكس سكوير يبقى بوزيتيف 7 بس اكس سكوير، فاهم حاجه؟ انا اختصرت يا جماعه وجمعتهم مع بعض. طيب مستر تيجي نتشيك، تعمل ايه؟ نتشيك على البوينت الديفرنشال سوري الكريتيكالز يا باشا، مش لازم، ممكن احتاجهم وممكن لا، بس تعالى نكمل دلوقتي ونكشف بقى على الاف دبل داش. هنجيب الاول الاف دبل داش، دي هتبقى قصه حزينه كده يا جماعه، عايزين نعمل ديريفاتيف تاني، ها مفيش اي طريقه تانيه، استنى تيجي نعمل فاكتورايزيشن وناخد ناخد 7 كومن فاكتور. دي هتبقى حلوه قوي، ركز كده، انا اسف جدا على اللي انا عامله دلوقتي، هات قلم ابيض عشان تفهمه. اوكي، يعني الابيض هو اللي هيخليك تفهم. بص هاخد من فوق 7 كومن فاكتور، بص كده امسح دي، هاخد من فوق 7 كومن فاكتور، فهيبقى عندي 7 بلس اكس سكوير، وهعمل اللي تحت ده هو كله كده كده سكوير. اوكي، انا هعمل اللي جوه البراكت، ما انا حطيت البراكت سكوير خلاص، ال 7 ماينس اكس سكوير دي هنعملها ديفرنس بتوين، دي 7 مش هتنفع تتعمل لها، ايه القرف ده بقى، يعني مش هتروح خلاص انسى اللي انا قلته ده كله،
خسارة، ضيعت وقتي، مسحت. ماشي، تعالى نخش زي البهايم وخلاص، نعمل اف دبل داش، عملية شقة جدا. اوعى دي بقى عشان الاقي مكان اكتب فيه. هنجيب الاف دبل داش اوف ايه؟ اوف اكس. يلا يا باشا. يلا هنعمل اللي تحت سكوير، اللي هو 7 ماينس اكس سكوير، هو اصلا سكوير فانا اعمل له سكوير يبقى باور 4. يلا اللي تحت في ديريفيتيف اللي فوق، ديريفيتيف اللي فوق هيبقى 14 اكس، في اللي تحت زي ما هو اللي هو عباره عن 7 ماينس اكس سكوير اي سكوير ماينس اللي فوق في ديريفيتيف اللي تحت، اللي فوق زي ما هو اللي هو 49 بلس 7 اكس سكوير في ديريفيتيف اللي تحت اللي هو ايه؟ ها؟ نزل الباور اللي هو 2 حطها على الشمال خالص واكتب البراكت زي ما هو اللي هو 7 ماينس اكس سكوير نقص منه 1 يبقى 1 ملتبلاي ديريفيتيف اللي جوه اللي هو نيجاتيف 2 اكس. ها؟ في مشكلة؟ ها؟ في مشكلة يا مستر؟ ده في قرف. ده في قرف، ايه اللي احنا عاملينه في نفسنا ده؟ طيب كل ده عشان اجيب الانفليكشن بوينتس. طيب يا اخي يا ريتني ما جبتها. كمل يا باشا. لا اله الا الله. ماشي. عشان اجيب الانفليكشن بوينتس محتاج يا اما اساوي اللي فوق بزيرو. انت بتعمل ايه يا شربيني؟ اه نسيت اقول لك، انا هكشف على اف دبل داش، فيا اما اساوي اللي فوق بزيرو يا اما هساوي اللي تحت بزيرو. ما تساويش اللي تحت بزيرو بقى. ليه؟ لانك لما هتساوي اللي تحت بزيرو هتطلع الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف روت 7، فحتى لو طلع قبلها كونفكس اب وبعدها كونفكس داون فهي مش في الدومين اساسا، فما توجعش دماغك. تاني 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 تاني، لو انا بكشف على فترات الكونفكس اب والكونفكس داون بس، يعني لو انا عايز اعرف هي امتى كونفكس اب واعرف هو امتى كونفكس داون، لو انا عايز اعرف هي امتى كونفكس اب وامتى كونفكس داون هحط البوزيتيف والنيجاتيف روت 7. ها؟ طب انا مش هحطهم هنا عشان مش مهتم باي كونفكس اب وداون طالما مش هتطلع انفليكشن بوينت. طب يا مستر ما تحطها، يمكن تطلع انفليكشن بوينت. ايه التهور اللي انت فيه ده؟ يا باشا صل على النبي، هم اصلا مش في الدومين، there is no point عندهم اصلا. ها؟ فمش هحطهم عشان انا اصلا مش قادر. ماشي، فهنساوي بس اللي فوق بزيرو. دي قصه حزينه، قصة حزينة. أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ أنا بعمل في نفسي كده ليه طيب؟ تعالى يا عم نساوي الزفت اللي فوق بزيرو. يلا. حاجة تقرف. إيه ده؟ طب طب أفك البراكت سكوير طيب؟ ولا أخد الـ 7 ماينس إكس سكوير؟ خد الـ 7 ماينس إكس سكوير كومن فاكتور. ها؟ هيتبقى 14X في 7 ماينس إكس سكوير من غير سكوير. بص كده، شايف البراكت سكوير ده؟ انا خدت منه واحد كومن فاكتور، فيبقى 7 ماينس اكس سكوير من غير الباور تول اللي فوق على البراكت. ها 7 ماينس اكس سكوير ال 14 اكس هتتوزع، هات بقى كالكوليتر. طب ما تاخد الاكس كمان كومن فاكتور، معلش عشان مختلف يا جماعه انا اسف جدا، فاخد كمان اكس كومن فاكتور. ركز بقى كده، فهيبقى خلاص الاكس دي راحت والسكوير ده راح، ما انا خدتهم كومن فاكتور. هيبقى 14 في 7 ماينس 14 في اكس سكوير. 14 في 7 بكام؟ لحظه، ب 98 ماينس 14 اكس سكوير. خلاص؟ طيب تعالى بقى نشوف هنا البراكت الثاني، في نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 يعني بوزيتيف 4 اهو. خدنا الاكس دي كومن فاكتور خلاص، وخدنا البراكت ده كومن فاكتور خلاص، فهيبقى البراكت ده اللي هو جواه 49 بلس 7 اكس سكوير، الفور هتتضرب هنا وهنا، فهيبقى يلا خلاص مش ماينس بقى بوزيتيف، ماينس مع ماينس كنسلوا بعض. يلا 4 باي 49 ها ب 196 بلس 4 باي 7 هتطلع 28 اكس سكوير في الاخر. انا خلصت. جمع. ممكن يا جماعه معلش امسح الدومين والكلام اللي احنا مش محتاجينه ده، انا اصلا مش محتاج اي حاجه. بص 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 بص، انا مش محتاج هدي كده، انا مش محتاج اي حاجه غير الايكويشن دي اللي انا عايز احلها. لا انا غبي اقسم بالله، والله انا بقيت غبي يا جدعان، ما عشان متضايق. ما انت حط نفسك مكاني، انتوا يا جماعه ما بتحسوش باللي قدامكم ليه؟ انت مش شايف اللي انا بعمله؟ انت مش شايف اللي انا دي قصه حزينه. جمع يا باشا، جمع يا باشا، جمع يا باشا. اها هتبقى اكس في اكس في سوري في 7 ماينس اكس سكوير. انا لسه ما جمعتش حاجه، انا بس بوريك هنعمل ايه. اوكي جمع بقى هنا. ها في 28 اكس سكوير ماينس 14 اكس سكوير، 28 ماينس 14 ب 14
يبقى في البراكت ده 14 اكس سكوير جمعت دي مع دي خلاص في رقم 196 و98 بلس بعض. ها 196 بلس 98 هتطلع بوزيتيف 294. استأذنك امسح، مش هينفع امسح الحاجه اللي انا بكشف عليها. انت اصلا مش هخبط عليها يعني، فاهم؟ مش مشكله مش مشكله، ركز كده. ايوه ما هي دي الحاجه اللي انت بتكشف عليها بس انت اختصرتها. بص كده يبقى امسح كل ده خلاص. باشا باشا ايه ده يا عم ده؟ بص كده شايف الحاجه اللي انا كاتبها الوحيده دي اللي هي دي؟ ها دي كده النومريتور، النومريتور بتاع الاف دبل داش اللي انا بكشف عليها. اوكي انا عايز النومريتور ده بكام؟ بزيرو. تحت كان كده كده في براكت سكوير، اسمع تاني، تحت كان في كده كده عشان ما حدش يشغل دماغه كان براكت باور 4، فلو حطيت جواه نيجاتيف او حطيت جواه بوزيتيف او حطيت جواه اي حاجه كده كده ده هيفضل بوزيتيف فاليو، فمش هيفرق في الاشاره اللي انا ببحث عنها، فاهم قصدي؟ لكن الاشاره الحقيقيه هتبقى في اشاره النومريتور اللي هو انا واخده ده، لانه لو بوزيتيف هيبقى بوزيتيف، لو نيجاتيف هيبقى ها. طيب يلا يا باشا هنساوي ده بزيرو. دول 3 فاكتورز مضروبين في بعض، يبقى يا اما الفاكتور الاولاني اللي هو الاكس بزيرو، يا اما البراكت ده اللي هو 7 ماينس اكس سكوير بزيرو، فمش هكتبها لان الاكس هتطلع بوزيتيف او نيجاتيف روت 7 ودول مش في الدومين، حتى لو طلع قبلهم كونفكس اب وبعدهم كونفكس داون فهم ما فيش بوينتس اوف انفليكشن، وانا كل ده بدور على انفليكشن بوينت، ويا ريتني سبت السؤال ده ما كنتش حليته. كان زماني خلصت. اوكي طيب. طب تعال نشوف دي كده، ساوي دي بزيرو فهتطلع ملهاش حل، هاز نو سوليوشن. ليه يا مستر؟ ليه يا مستر هاز نو سوليوشن ليه؟ عشان يا ابني انت هتودي هتساوي دي بزيرو فهتودي ده الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فيبقى الاكس سكوير بنيجاتيف حاجه على 14. هتاخد سكوير روت ازاي لرقم بالنيجاتيف يا حمار؟ ها؟ فانا كده ما عنديش غير الزيرو. يلا حطه على خط الاعداد عشان نتاكد ان هو ده الانفليكشن بوينت مع ان ما فيش غيره. يعني هو لازم يعني هو لو مش انفليكشن بوينت انا هسيب السؤال وامشي. ها؟ بس هو اكيد انفليكشن. تعال نشوف. عوض قبل الزيرو برقم مثلا نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 هيبقى نيجاتيف، اوكي؟ عوض بعد الزيرو برقم مثلا بوزيتيف 1 هيبقى بوزيتيف. شربيني ايه؟ انت حافظ السؤال؟ لا. طب قدامك الانسر؟ اقسم بالله ما شفت السؤال قبل كده اصلا. امال انت ازاي عوضت بسرعه؟ تعالى اديك تريكايه كده حلوه، ركز معايا. الفاكتور الاولاني اكس. في النيجاتيف 1 الفاكتور الاولاني بيبقى نيجاتيف. شايف الفاكتور الثاني ده؟ 7 ماينس نيجاتيف 1 سكوير يعني 7 ماينس 1 يعني 6 يعني بوزيتيف، يبقى الاولاني نيجاتيف والثاني بوزيتيف، فانا ما اهتمتش بيه كانه مش موجود، يعني البوزيتيف ما بيغيرش اشاره حاجه. اوكي فاضل الفاكتور الاخير اللي هو دايما بوزيتيف اصلا فما بصيتش عليه. عرفت منين ان الفاكتور الاخير دايما بوزيتيف؟ 14 اكس سكوير ودي كده كده بوزيتيف، اي حاجه في الدنيا سكويرد بوزيتيف، زودت عليها رقم بالبوزيتيف فهي اكيد بوزيتيف، فهمت حاجه؟ فانا عرفت من اشاره الاكس بس، فهمت الكلام؟ ماشي. طيب يبقى قبلها كونفكس اب بعدها كونفكس داون، يبقى عند الاكس بزيرو ذير از ان انفليكشن بوينت. هو كان عايز ايه في السؤال؟ ده كان عايز السلوب اوف تانجنت عند الانفليكشن بوينت، واحنا خلاص هو انا مسحت الاف داش. يا لهوي على الغباء بتاعي، يا لهوي على الغباء. تعال نجيبها بسرعه تاني معلش. ها استنى انا فاكرها كانت 7 ماينس اكس سكوير سكوير، كان في فوق حاجه 49 تقريبا بلس ولا ماينس بقى بلس اكس سكوير تقريبا بلس 7 اكس سكوير، صح؟ ان شاء الله صح. ماشي ركز كده معايا، انا عايز السلوب سوري انا عايز السلوب اوف تانجنت يعني دي واي دي اكس عند الاكس بزيرو عند الانفليكشن بوينت، فهتحط الاكس بزيرو هيطلع السلوب اوف تانجنت بكام؟ ده زيرو خلاص وده زيرو يبقى 1. اوكي ده كده السلوب اللي هو تاني السيتا، هو عايز السيتا تبقى السيتا بشيفت تاني ال1 يعني 45 ديجري. حلو الكلام. هو ايه بقى ليه مختار نيجاتيف 45؟ ها وانا مش عامل حاجه غلط ومش هعيد. طب دي كانت نيجاتيف مثلا 49؟ لا احنا قلنا الاكس بكام؟ الاكس كانت بزيرو صح؟ شيفت تان 1 ب 45 ما تفكرش. نيجاتيف 45 ده لو هي في 45 او نيجاتيف 45 ما هي هي. لا مش هي هي يا باشا. لحظه كده. ده معناه ان الخط والله ما هعيد ما اتحركش. الانجل دي 45 اوكي؟
يعني هو خد دي نيجاتيف 45. طب هو ما خدش ال 45 دي ليه وانا ما اختارهاش ليه؟ هو قال لك الانجل مع الاكس اكسس وما قالش بوزيتيف ولا نيجاتيف، لان لو نيجاتيف طب اعمل ايه دلوقتي؟ استنى بس استنى كده، اكيد انا عامل حاجه غلط. لحظه لحظه لحظه، تعالى نعمل ديريفيتيف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحق في ايه؟ اقرا كده الاف اوف اكس يا باشا. يا نهار ابيض، في هنا نيجاتيف. طب هنعمل ايه يا مستر في المشكله دي؟ اكيد انا مش عايدها. بص بقى، غير يا باشا السؤال، شيل النيجاتيف دي وتبقى الاجابه مش بي، هتبقى الاجابه دي. ها فهمت حاجه؟ صلي على النبي كده. السؤال اتغير. اينشتاين قال لك مقوله شهيره لو فاكرها، قلت لك زمان في اول حصص الاستاتكس، قلت لك ايه يا باشا؟ ها اينشتاين قال اذا عارضت ايه؟ اذا عارضت الحقائق نظرياتك فحاول ان تغير الحقائق، يعني ما تغيرش النظريه. وانا عملت كده، المساله غيرت، ها انا غير المساله وانا هو قران معادي ما فيهاش حاجه. اوكي يلا يا باشا نخش كده على سؤال عبيط قوي. بيقول لك سؤال عبيط والله. بص بيقول لك ليميت لما الاتش تندس تو زيرو، ده كده الليميت دي كده، اصلا انا عارف ان دي الاف داش اوف اكس ها جريتر ذان زيرو. طب ما تقول ان الاف داش بوزيتيف. لا 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 سوري، انا ما خدتش بالي في حاجه، مش عارف خدت بالك منها ولا لا. ده في هنا اف داش وفي هنا اف داش، يعني ده كده حضرتك الديفينيشن بتاع ديريفيتيف الاف داش، يعني ده الاف دبل داش اوف اكس بوزيتيف، يعني هي كونفكس داون. خلاص بص كده يا صديقي، ليميت لما الاتش تندس تو زيرو، وحطيت لك هنا ساين اي فانكشن بقى، احطها ساين كوساين اي حاجه، اكس بلس اتش ماينس ها ساين اكس اوفر اتش، ده بيساوي ديريفاتيف سوري ديريفاتيف ده الساين اكس. في حاجه صعبه كده؟ ها فانت عندك اف داش اوف اكس بلس اتش ماينس اف داش اوف اكس، يبقى ده ديريفاتيف الاف داش اوف اكس اللي هو اف دبل داش اوف اكس، يعني السكند ديريفاتيف جريتر ذان زيرو يعني بوزيتيف، يبقى هي كونفكس داون. خلاص يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، سيبك من ان احنا احنا حافظينه يعني، بس لا بص ركز معايا كده. بيقول لك ان الاف نفسها ها اوف فورث ديجري، فانا عايزك تتخيل ان هي اعلى باور فيها اكس باور 4. اوكي لو سالك عن عدد سوري اقصى عدد ها لحل سوليوشن ان الاف تساوي 0 هيبقى 4، بس هو ما بيسالش عن كده. طب هيسال ايه عن الاف داش؟ طب ما الاف داش كده هتبقى كام؟ اكس باور 3. بابا 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 بابا، يبقى لو احنا عايزين نجيب الكريتيكال بوينتس اللي هم غالبا ممكن يطلعوا ماكسيمم او مينيمم، ها هنحل ايكويشن اوف ثيرد ديجري. مش احنا هنساوي الاف داش بزيرو؟ والاف داش ايكويشن اوف ثيرد ديجري. فاقصى عدد ممكن يطلع من الكريتيكال بوينتس 3، وبالتالي اقصى عدد ممكن يطلع من الماكسيمم والمينيمم بوينتس لو كلهم طلعوا يا ماكسيمم يا مينيمم يبقوا 3. ها مستر ده بيسال، ده بيقول لك ده ماكسيمم نمبر اقصى عدد من الانفليكشن بوينتس. يا جماعه سوري، يبقى انا كده عايز السكند ديريفاتيف. فهتبقى سكند ديجري، فلما هنساوي السكند ديريفاتيف بزيرو عشان نتشيك على الانفليكشن بوينت، السكند ديريفاتيف هتطلع ايكويشن اوف سكند ديجري، فغالبا هتطلع تو انسرز، فاقصى عدد من الانفليكشن بوينت لو التو انسرز طلعوا الاثنين انفليكشن حتى، ها اقصى عدد يبقى كام؟ 2. فيبقى الانسر ايه؟ واحد يقول لي مستر هو ليه ده اقصى عدد؟ يا باشا اولا في ايكويشنز اوف سكند ديجري بيطلع عليها انسر واحد مش اتنين، وفي ساعات كمان الايكويشن اوف سكند ديجري ما بيطلعش ليها ولا انسر، هاز نو سوليوشنز. ده انا مش عايز اقول لك على الكبيره بقى، ها اسمع دي، حتى لو الايكويشن اوف سكند ديجري طلع عليها تو انسرز، ممكن لما اجي احط على خط الاعداد الاف دبل داش واكشف على اشارتها، ها يطلع قبلها بوزيتيف وبعدها برضو بوزيتيف، يعني كونفكس داون وكونفكس داون، فالبوينت دي كده اهي مش انفليكشن بوينت اصلا. هو مش معنى ان الاف دبل داش زيرو او الاف دبل داش انديفاين انها فور شور هتبقى انفليكشن بوينت. اوكي فعشان كده هو بيسال عن اقصى عدد. اقصى عدد في البيست كيس، يعني في افضل حاله لما تبقى الدنيا معاك حلوه قوي، ها هتحل الايكويشن يطلع معاك تو انسرز، والتو انسرز هيطلعوا الاثنين انفليكشن. الله الله متعه.
يلا يا باشا كده نشوف السؤال ده. ده absolute maximum value، يعني اكبر قيمة على الاطلاق. لحظة بس كده بابا 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 ركز، ها، اكبر قيمة على الاطلاق ما تطلبهاش مني، ها الا لو اديتني interval عشان اقدر اجيب اقصى قيمة سواء كبيرة او صغيرة، ها. في العربي كلمة اقصى مش معناها اكبر، كلمة أقصى معناها الحدود، أكبر أو أصغر، ها؟ أنا عارف أنت مش عارف الموضوع ده بس مش موضوعنا، أوكي؟ عايز الـ absolute maximum value، وإداك أهو حدود من 0 ل 4، أوكي؟ والـ F أهي، صلي بينا على النبي بقى كده عشان نبدأ. أنت عارف كويس قوي إن الـ maximum أو الـ minimum absolute values مش هيخرجوا بره حاجة من حاجتين، الـ critical points، يعني إن الـ F داش عندهم بزيرو، ها؟ أو حدود الفترة اللي هو مديها لك. تعالى كده على جنب، ها، احنا كده هنجيب الواي لما الاكس بزيرو اللي هي بداية الفترة، والواي لما الاكس بفور اللي هي نهاية الفترة، وسيب المكان فاضي عشان لسه هنحسب الواي بتاعت كل الكريتيكال بوينتس اللي في الفترة من زيرو لفور، ها. يبقى انا كده عايز اجيب الكريتيكال بوينتس، اشوف الاكسات بكام اللي عندهم في كريتيكال بوينتس لا مؤاخذه، اوكي؟ بس مش اي حاجه بقى، ركز كده، ها؟ ولا ركز، انا مش هاخد اي بوينت تطلع او تطلع الاف داش بزيرو وخلاص واحسبها، لا، انا هاخد اللي في الفتره بتاعتي انا يا باشا، انا الدومين بتاعي من زيرو لفور، فالموضوع محسوم، اي حاجه غير كده، اي حاجه بره كده انا ماليش دعوه بيها، اوكي؟ طيب يلا عايزين كده خلاص، انا كده كده عارف ان هم مش هيخرجوا بره حاجه من الاثنين، الحدود اهم، دول الحدود اللي هم البدايه والنهايه، والكريتيكال بوينتس هجيبهم واحطهم هنا. طب تعالى نجيب الكريتيكال بوينتس، عشان اجيبهم لازم اجيب الاف داش واساويها بزيرو، احنا عارفين الكلام، انا لسه مولود اول امبارح، هات يا باشا الاف داش. طيب 10 اكس اي باور نيجاتيف اكس، دي طبعا سيب ال 10 بره كده كده، الاكس اي باور نيجاتيف اكس دي برودكت اوف تو فانكشنز، عشان اعمل لها ديريفاتيف هكتب الاول في ديريفاتيف الاي باور نيجاتيف 2 اكس اللي هو نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس، فاهم حاجه؟ ايوه، الاي باور نيجاتيف اكس الديريفاتيف بتاعها e باور نيجاتيف اكس في ديريفاتيف الباور اللي هو نيجاتيف 1، ماشي؟ بلس هكتب بقى الثاني زي ما هو اللي هي e باور نيجاتيف اكس في ديريفاتيف الاولاني اللي هو 1، فمش هكتبه، وال10 كده كده انا سايبها بره، تمام؟ عشان اجيب الكريتيكال بوينتس هاخد الاف داش دي نساويها بصفر، ال10 خلاص اتكنسلت وديتها بالديفايدد، يبقى عندك نيجاتيف اكس e باور نيجاتيف اكس بلس e باور نيجاتيف اكس ايكوال 0، هاخد الاي باور اكس كومن فاكتور هيبقى نيجاتيف اكس بلس 1، انت خدت الاي باور نيجاتيف اكس خلاص، سوري اي باور نيجاتيف اكس كومن فاكتور ايكوال 0. بابا 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 ركز كده في المساله دي، عشان دي مساله مش لوحدها، ها، ده كاتيجوري كتير من المسائل الجبريكلي بيحصل ايه، بيطلع في الاخر اكسبوننشال فانكشن، ها، وانت بتحل او بتسولف ايكويشن جبريه يعني، ماشي؟ ركز معايا، لازم تاخد الاي باور اكس او الاي باور نيجاتيف اكس كومن فاكتور، دي اول حاجه، خلاص اصبح ان انا دلوقتي معايا ايه، ها، معايا ان التو فاكتورز دول اللي هو ده اللي هي الاي باور نيجاتيف اكس والبراكت ده بينهم ملتبلاي اهو بزيرو، يبقى ده معناه حاجه من الاثنين، ايوه 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 انا عارف، يا اما الاي باور نيجاتيف اكس هي اللي بزيرو وده مستحيل، ما تفكرش فيها اصلا، عيب ان احنا نتكلم، انت عارف يعني ايه اي باور اي حاجه؟ مش مهم، هتقول لي مستر نيجاتيف اكس اكتب اكتب عندك نيجاتيف اكس، ها يا عم اكتب اي حاجه مش فارقه يا عم، حتى لو اكس يا عم، حتى لو اكس حتى لو 2 اكس حتى لو اكس بلس واي بلس زد بلس بربقات كتير مش فارقه، لان اي باور اي حاجه عشان تساوي صفر انت محتاج ساحر، ها ده سحر اسود، سحر اسود والله العظيم يا باشا، انت عارف يعني ايه الباور يتحط على اي يديك زيرو؟ يعني ايه الباور اللي لما احطه على اي ده هيطلع صفر؟ فكر انت كده فيها يا ابني، لا اله الا الله، انت كافر، انت لو حطيت اي باور 0 هيطلع 1، طب اي باور نيجاتيف هيطلع فراكشن، طب لو اي باور بوزيتيف هيطلع رقم حلو كبير، انت عايز ايه؟ انا مش فاهم، انا عايز اقول ان ما ينفعش اي باور حاجه تديك 0، وبعدين اقول لك حاجه، انت عارف يعني اي باور حاجه بزيرو يعني ايه؟ ها ركز كده، يعني الحاجه دي ايكوال لين الزيرو، ايه ده لين زيرو؟ استغفر الله العظيم يا رب، وانا ازاي كاتب كده اصلا؟ دي حاجه ملهاش معنى، doesn't exist، اوكي؟ طيب فانا كده يا جماعه تعالوا نعيد تاني من الاول كده، ركز معايا، السؤال كان بيقول ايه؟
كان هو عايز الابسوليوت ماكسيمم، وانا قلت لك ان الابسوليوت ماكسيمم او مينيمم ما بيخرجش غير سوري ما بيخرجش بره ايه، بره دايره الحدود اللي هي اكس البدايه واكس النهايه، فانا احسب الواي بتاع دي والواي بتاع دي ها، وبره الكريتيكال بوينتس، فانا هحسب الكريتيكال بوينتس وهختار اكبر واحده فيهم هي دي الماكسيمم، بس مش اي كريتيكال بوينتس باخدها، لا ما انت عبيط ولا ايه، لازم اخد الكريتيكال بوينتس اللي في الانترفال بتاعتي من 0 ل 4 ها. طيب جيت احل الايكويشن، قمت واخد الاي باور نيجاتيف اكس كومن فاكتور، طلع ان في 2 فاكتورز ايكوال 0، ده معناه ان يا ده ب 0 يا ده ب 0، بس الاول ده مستحيل يساوي صفر، لان اي باور اي حاجه عشان تساوي صفر انا محتاج سحر اسود ها، فمش هينفع، يبقى اكيد الفاكتور الثاني ده هو اللي بيساوي صفر، يعني نيجاتيف اكس بلس 1 ب 0 يعني الاكس بكام؟ ب 1. اوكي طيب دي كده كريتيكال بوينت، ما بقاش انا زي الحماره اقوم واخد ال 1 واروح حاططها جوه الاف هنا واحسب لها الواي واشوفها كبير، لا لازم اتاكد الاول ان الاكس دي في الدومين او في الانترفال بتاعتي ها. هو قال لك من 0 ايوه ال 1 فيها ها، يعني انت لو كنت غلطت كانت هتطلع عادي صح. طيب باشا صل على النبي، دلوقتي انا عايز احسب الاف اوف 0، همسك الكالكوليتر واحسبها هتطلع 0، الاف اوف 4 لا دي عايزه سحر، استنى كده هتطلع 40 اوفر اي باور 4، يعني تقريبا لحظه كده احسبها وادوس ايه اس دي عشان يعني نعرف مين اكبر واحده. اوكي طلع ماث ايرور لحظه ها، تطلع 0.73. اوكي طيب عايز احسب الاف اوف 1 هتطلع ايه، هتطلع 10 اوفر اي. واحد يقول لي كده فين اكبر قيمه، ما اعرفش، ما انا هحسب ال 10 اوفر اي، انا كده كده لما هاجي اكتبها هسيبها 10 اوفر اي عادي، بس انا بحسبها عشان اشوف هي تقريبا كام، هيطلع 3.6. اوكي يبقى فين اكبر قيمه، ها اكبر واحده في دول كلهم ال 10 باور اي، يبقى هي دي الابسوليوت ايه، الابسوليوت ماكسيمم. طب لو هو عايز الابسوليوت مينيمم 0، اوكي طب هو عايز الابسوليوت ماكسيمم، هي الاجابه 10 اوفر اي اللي هي الانسر ايه، في حاجه صعبه ها جامد. يلا يا باشا السؤال ده تعالى بقى نستمتع كده، خد نفس عميق، هو سؤال عادي قوي يعني بس انا ببالغ مش عارف ليه، بس هو سؤال حلو بجد، تعالى نستمتع كده، عايزك تستمتع اول ما تحس ان انت متضايق او حاجه، لا ما تتضايقش انبسط عشان الموضوع يعني حلو وظريف جدا. بيقول لك فايند ذا بوينت اوف انفليكشن للكيرف ده اهو، لحظه انا ده ابسوليوت، ايوه ما انا هو ده انت بتتكلم واحد كفيف، ما انا عارف انه ابسوليوت، يبقى معلش بقى لازم نفك الابسوليوت، ركز كده، فكت الابسوليوت اكس ماينس 6 دي لو فكناه لوحده، بس انا مش هفكه لوحده ده انا عايز افكه وهو مضروب في الاكس، يا عم فك الاول ابسوليوت اكس ماينس 1 ما تبقاش عبيط بقى، ركز كده معايا، فكت الابسوليوت بيبقى يا اما بنسيب اللي جوه الابسوليوت اللي هو ده كده اكس ماينس 6 زي ما هي اكس ماينس 6 في انترفال معينه، يا اما بنضربه في نيجاتيف بنغير اشارته، طبعا النيجاتيف بيتوزع فتبقى نيجاتيف اكس ها بلس 6 في انترفال تانية. طيب شربو عايز ايه؟ امتى بنسيب اللي جوه الابسوليوت زي ما هو؟ انت بتتكلم عن الكيس اللي فوق يعني اللي انا سبتها اكس ماينس 6 وامتى بنضربه في نيجاتيف؟ صلي بينا على النبي اجاوب بقى ها، بتسيبه زي ما هو لما يكون اصلا بوزيتيف، مش فاهم هو جوه الابسوليوت في ايه، مش اكس ماينس 6 لما تكون دي اساسا بوزيتيف او حتى بزيرو هتسيبها زي ما يعني لما تكون الاكس جريتر ذان اور ايكوال كام 6، يبقى بص كده انت بتسال عن الانترفال اللي هنسيب فيها الابسوليوت ده زي ما هو لما تكون الاكس جريتر ذان اور ايكوال 6، والثانيه مش محتاج تجيبها لانها الباقي ليس ذان 6، في مشكله كده، يبقى دي فكت ايه، دي فكت الابسوليوت. طيب انا بقى عايز افك الابسوليوت جوه الفانكشن، ما انا مش هدرس الابسوليوت لوحده. اوكي يا باشا فك، يا سلام انت جيت في جمل يعني، يبقى الاف اوف اكس ركز كده معايا كده هي هتبقى فانكشن اوف تو ديفينيشن، الديفينيشن الاولاني لما هنسيب الاكس ماينس 6 زي ما هي ايه، لما هنسيب الاكس ماينس 6 زي ما هي اكس ماينس 6 في اكس بره اهي لو شايفها هتتوزع فتبقى اكس سكوير ماينس 6 اكس، ده في حاله ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال 6. اوكي تاني كيس نضرب الاكس ماينس 6 في نيجاتيف، شربوه عايز ايه؟ طب والاكس اللي بره هنعمل ها 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 هنعمل فيها ايه؟ الاكس اللي بره؟ لا الاكس اللي بره هتفضل اكس، ها؟ لكن الاكس ماينس 6 بقت نيجاتيف اكس اتضربت في الاكس عشان الاكس هتتوزع تبقى نيجاتيف اكس سكوير
بلس 6 اتضربت في الاكس عشان الاكس هتتوزع من لسه قايل، يبقى بلس 6 اكس. اوكي، ده لما الاكس لزان ايه؟ لزان 6. في حاجه صعبه خالص. طيب هو بيقول لك انا عايز الانفليكشن بوينت. معلش يا جماعه انا المساله دي خطيره جدا، خطيره جدا، فهضطر انا اسف جدا اصغر خطي بس عشان عايز احلها كلها مع بعض. اوكي، ادي الاف اوف اكس هتطلع اكس سكوير ماينس 6 اكس، ده لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال 6، ها، وهتطلع نيجاتيف اكس سكوير بلس 6 اكس، ها، ده لما الاكس ليس ذان ال 6. حلو؟ حلو. هنجيب الاف داش. تعرف تعمل دريفتيف؟ انا مش بعرف اعمل دريفتيف، كان زماني قطعت ايدي من زمان، خلاص؟ لا بعرف اعمل دريفتيف، هجيب الاف داش اوف اكس. يلا، هتبقى برضو تو دو ديفينيشنز 2x ماينس 6، ده لما الاكس جريتر ذان، مش هحط ايكوال، جريتر ذان 6، ها؟ طيب والناحيه الثانيه هتبقى نيجاتيف 2x بلس 6، ده لما الاكس ليس ذان، كده كده مفيش ايكوال، ولو كان في ايكوال كنت هشيلها. ليه بقى يا باشا؟ لان النقطه دي ال 6 دي اللي قبلها غير بعدها، دي اسمها نقطه حساسه بالنسبه لي. ايه؟ حساسه ازاي يعني؟ مش فاهم قصدك. كريتيكال؟ لا هي مش كريتيكال، انا معرفش. مصلها لو طلعت الفانكشن ديفرنشبل عند الاكس ب 6، ها، يبقى خلاص مفيش مشكله، تبقى مش ديفرنشبل، سوري، تبقى ديفرنشبل ما تبقاش كريتيكال. هو يعني ايه كريتيكال؟ معلش انا اسف طالب، انت سامعني اكيد صح؟ هو ايه الهبل اللي انا بقوله ده؟ انت اكيد سامعني، ها، بس انا مش عايزك تسمعني بودنك، وانت اكيد بتسمع بودنك، لان هي الودن هي الحاجه اللي بتاخد الصوت وبتسمعه وبترجمه لاعصاب مخ. انا فاهم، بس مش قصدي كده، انا قصدي عايزك تسمعني بقلبك. طبعا مش هتسمعني بقلبك بجد يعني، لا قصدي دي كنايه يا ابني، ما تبقاش غبي، كنايه عن الاحساس بيا، عايزك تحس بيا، تحس باللي هقوله دلوقتي. عايز ايه يا شربين؟ انا مش فاهم. افهمك، انا دلوقتي يا جماعه في المسائل اللي زي دي اللي هي الفانكشنز اوف تو ديفينيشنز، دايما بيبقى عندي مشكله وخطوره كبيره جدا في الرقم اللي الفانكشن بتتغير من يمينه لشماله، من قبليه لبعديه، اللي هي السيكس يعني. فانا معلش انا اسف، حس بيا وريحني يا سيدي، وتعالى نتشك على الديفرنشيبيليتي بتاعه السيكس، وتعرف ان عندك احتمالين، يا تكون عند الاكس ب 6، ها، الفانكشن ديفرنشبل، يا تكون نوت ديفرنشبل. ها، ركز كده بقى، لو هي ديفرنشبل يعني الاف داش موجوده، لو هي لو هي ديفرنشبل يعني الاف داش موجوده، يبقى كده ما عنديش اي مشكله في حياتي. هل كده الاكس ب 6 دي في عندها كريتيكال بوينت؟ خالص مفيش كريتيكال بوينت. طب هل احطها على خط الاعداد بتاع الاف داش؟ لا. طب احطها على خط الاعداد بتاع الاف دبل داش؟ لا، ده لو هي ديفرنشبل. بس خلي بالك، لو انت بقى جيت تساوي الاف داش بزيرو وطلع لك الاكس ب 6، حطها طبعا وهتبقى كريتيكال طبعا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انت عبيط يا ابني، ركز تاني. لو انت جيت تجيب الاف داش تساويها بصفر وطلع لك الاكس ب 6، لا طبعا هتتحط. لكن انا بناقش دلوقتي وضعها واعتبارها كريتيكال او لا، من كونها ديفرنشبل او مش ديفرنشبل. بابا، لو هي ديفرنشبل يبقى مفيش مشكله ومش هتبقى كريتيكال، انما لو هي كانت نوت ديفرنشبل، ده معناه ان الاف داش عندها ايه؟ ده مش موجود. ايوه، يعني الاف داش اندفايند، تبقى كده في الحاله دي هي ايه؟ كريتيكال بوينت، وهتتحط على خط الاعداد. عشان كده يا جماعه انا اسف جدا في اللي انا هعمله، انا هعطلك بس دقيقه مستر، دقيقتين انت اكيد هتقعد، لا دقيقه بالظبط، هتشيك على الديفرنشبيليتي. اول حاجه هتشيك على الكونتينيوتي في دماغي. هتتشيك ازاي على الكونتينيوتي؟ بص يا باشا، صلي بينا على النبي، شايف الاف نفسها، هجيب الليمت من الشمال، لا سوري دي من اليمين، والليمت من الشمال، والاف اوف 6 يعني اعوض بالايكوال يعني فوق. طيب عوض كده فوق عن الاكس ب 6 هتطلع 0، عوض كده تحت عن الاكس ب 6 هتطلع بردك 0، يبقى الليمت من اليمين ب 0 ومن الشمال ب 0، والاف اوف 6 كده كده زي الليمت فوق من الشمال او من اليمين، مش فارقه كتير، ب 0، يبقى هي كده كونتينيوس. تعالى نتشيك على الديفرنشبيليتي، هات الاف داش من اليمين والاف داش من الشمال. يلا، هجيب ازاي الاف داش من اليمين؟ باشا شايف دي كده، بص على الاف داش، دي الاف داش من اليمين، ودي الاف داش
من الشمال. كل اللي عليك تعمله انك هتعوض عن الاكس ب 6 في اليمين وفي الشمال. يلا الاف داش من اليمين عوض في اللي فوق عن الاكس ب 6 هتبقى 12 ماينس 6 يعني بوزيتيف 6. دي الاف داش من اليمين. طيب عوض من الشمال كده، شايف اللي تحت دي؟ ايوه. حط الاكس ب 6 يعني نيجاتيف 2 ملتبلاي 6 يعني نيجاتيف 12 بلس 6 هتطلع نيجاتيف 6. ما بيساووش بعض. يبقى هي كده نوت ديفرنشبل، يبقى هي كده كريتيكال، يبقى الحمد لله ان انا ما حطيتش ايكوال هنا كده، ما حطيتش ايكوال هنا. الحمد لله. الحمد لله ان انا ما حطيتش ايكوال، لان لو كنت حطيت ايكوال كان هيبقى غلط لانها مش ديفرنشبل اصلا. كونك حطيت ايكوال في الاف داش يعني الاف داش ليها وجود لما الاكس ب 0 سوري لما الاكس ب 6 وهي اصلا مش ديفرنشبل، فكده هي كريتيكال. عارف المشكله في ايه؟ ان 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 انا كده اصلا مش عايز ركز كده ان انا اصلا مش بدور على الكريتيكال بوينتس ولا يا ديني ده انا نسيت السؤال ده انا نسيت السؤال ده بيقول لك انا عايز الانفليكشن بوينت. يعني انا كده كان لازم اجيب الاف دبل داش على طول وما كانش في داعي لكل اللي انا عملته ده. لا غلط غلط، ده كان في داعي وداعي كبير جدا. بص كده انا هكتب ايه هنا بين الحاجتين دول، ركز. اف داش doesn't exist في اس ناقصه اهي at x equal 6. مفيش ديريفاتيف عند الاكس ب 6. في مشكله كده تفرق معايا في الانفليكشن؟ هو انا يا ابني كنت بشرح لامي في السمري؟ يا جدعان ركزوا يا جدعان، ما تتعبوليش اكتر من كده يا ابني. لا اله ماشي اعيد لك تاني. عارف انت لو لقيت ان عند ال 6 قبلها كونفكس اب وبعدها كونفكس داون، او قبلها كونفكس داون وبعدها كونفكس اب، عارف لو حتى لقيت كده ها بردك مش هينفع تبقى انفليكشن بوينت. ليه يا مستر؟ ما ال 6 في الدومين. ال 6 في الدومين يعني في بوينت لما الاكس ب 6 هتعوض في الواي نفسها هتطلع زيرو. طالما انت عوضت في الواي الاصليه عن الاكس ب 6 وطلعت لك قيمه للواي يبقى هي في الدومين كده كده، ما تشغلش دماغك. اصل في ناس تقول لك مستر وانا هعرف منين هي في الدومين ولا لا، اصل انا بتلخبط ومش بعرف اجيب. انت يا ابني بتتكلم كده ليه اصلا؟ الدومين ايه اللي مش بتعرف تجيبه؟ يا حبيبي عوض، لو طلعت للواي قيمه تبقى في الدومين. لو ما طلعتش قيمه تبقى مش في الدومين. حط الاكس ب 6 هتطلع الواي بزيرو، اقسم بالله هي في الدومين. ما هي طلعت واي اهي، ها؟ ما هو مش هتبقى في الدومين لو هي جينا نعوض بيها عملت مشكله. زي مثلا في اكس في الدينومينيتور حطيت الاكس ب 0 فتيجي تجيب الواي هتلاقي ان في اكس في الدينومينيتور فهتحط الدينومينيتور بزيرو فمش هتعرف تطلع واي اصلا، لكن ال 6 في الدومين. الله، طب ولما هي في الدومين ايه يا شربو بتقول لي ان لو قبلها كونفكس اب وبعدها داون او قبلها داون وبعدها اب مش هتبقى انفليكشن؟ ما هتبقى انفليكشن عادي. ها لا ما هو خطر خطر، الخطوره كلها هنا دلوقتي في المساله دي. ليه؟ لو هي حتى تطلع سوري طلعت انفليكشن هي مش انفليكشن. ليه؟ لان ملهاش ديريفاتيف. ده معناه انها يا باشا كورنر بوينت. هو انا مش قلت لك يا هطل مش ورسمت لك رسمه وقلت لك ان دي كانت بتاعه دكتور اجنبي كان بيشرحها على اليوتيوب، وقلت لك ان دي ان شرط وجود انفليكشن بوينت مش انها تكون انفليكشن سوري مش انها تكون ديفرنشبل، لا شرط وجود انفليكشن بوينت ان يكون في ديريفاتيف عند البوينت دي. حتى لو الديريفاتيف 1 اوفر 0 يعني فيرتيكال تانجنت مفيش مشكله، لكن هنا هو مش 1 اوفر 0، هو من اليمين اداني رقم بوزيتيف 6 ومن الشمال اداني رقم تاني خالص. ده معناه ان هي اسمها كورنر بوينت. بص كده برضه عشان تبقى عارف، دي لو حد سالك عايز تعمل عليه شبح تعرف ازاي ان انت ان انا جامد قوي، ها؟ لما اقول لك ان دي كده عندها كورنر بوينت او شارب بوينت. اوكي طيب تعالى كده نجيب الانفليكشن بوينت وهنقول الكلام ده كده كده دلوقتي. عشان اجيب الانفليكشن بوينت هجيب الاف دبل داش كده كده خلاص ال6 مفيش عندها ديفرنشبل، يبقى هي كده كده على فكره بس بس. ال6 كده كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ ها كريتيكال فشخ. كريتيكال فشخ، انت بتهرج ولا ايه؟ ال6 كريتيكال جدا، لكن هي ما ينفعش تبقى انفليكشن عشان there is no tangent at x equal 6. ما هي مش ديفرنشبل، ما هو الديريفاتيف من اليمين غير الديريفاتيف من الشمال، فكده اسمها كورنر بوينت. فلو جينا رسمنا تانجنت هيتكسر لا مؤاخذه، فلا لا لا هي كده ملهاش تانجنت. اوكي
لكن هي كريتيكال بوينت طبعا، بس ما ينفعش تبقى انفليكشن. اوكي طيب ركز معايا، لما اجي اجيب السكند ديريفاتيف هتطلع 2 وهنا هتطلع نيجاتيف 2. امتى تبقى 2؟ لما الاكس جريتر ذان 6. امتى تبقى نيجاتيف 2؟ لما الاكس ليس ذان 6. يبقى انا لما هاجي ارسم خط الاعداد بتاع اشاره الاف دبل داش، انا ما عنديش غير فترتين. سوري يا جماعه دي 6 بس انا كاتبها غلط. ما عنديش غير فترتين، بعد ال 6 ب 2 يعني بوزيتيف، قبل ال 6 بنيجاتيف 2 يعني نيجاتيف. طبعا هنا في 6، ركز تاني كده. يبقى قبلها كونفكس اب، بعدها كونفكس داون. باشا بالله عليك صلي بينا على النبي وركز ركز ركز. اوكي ركز ركز ركز. ها بص يا باشا دلوقتي دلوقتي انت حضرتك طلعت معاك ال 6، لو انا بتشيك بس على الانترفلز بتاعت الكونفكس اب والكونفكس داون، لو انا بتشيك بس على الانترفلز بتاعت الكونفكس اب والكونفكس داون، كان الموضوع هيعدي وهتبقى من النيجاتيف انفينيتي ال 6 عادي كونفكس اب، ومن 6 الانفينيتي طبعا كونفكس داون. ماشي مفيش مشكله. طب هل هي كان المفروض تتحط على خط الاف دبل داش؟ طبعا، ما هو طالما نوت ديفرنشبل يعني مفيش اف داش، يبقى اكيد مفيش اف دبل داش. هي اصلا مفيش اف داش، يعني مفيش اف دبل داش، يعني عند ال 6 الاف دبل داش اندفايند، يبقى بالتالي هي لازم تتحط على خط الاعداد. ما هو انت بتحط على خط الاعداد وانت بتكشف على الاشاره حاجه من اتنين، يا الحاجه اللي انت بتكشف عليها زيرو، يا الحاجه اللي انت بتكشف عليها اندفايند. طب ما هي اندفايند كده كده، الاف داش مش موجوده فالدبل داش مش موجوده، حطيناها. اوكي طيب، كان مفروض ان البوينت اللي الاكس بتاعتها 6 ولو عوضنا فوق عشان نجيب الواي هتطلع زيرو تكون انفليكشن، صح؟ ان ال تكون ايه؟ انفليكشن ظاهريا الكلام ده كله صح، الا انها هنا مش هتبقى انفليكشن بوينت. ليه بقى؟ عشان هي كورنر بوينت. لو جينا رسمناها هتبقى حاجه زي كده. بص ثانيه، كونفكس اب بعد كده كونفكس داون. طب ما دي كده مش كورنر، لحظه، هي كونفكس اب الاول اهي، بعد كده كونفكس داون اهي. دي كده يا جماعه اسمها ايه؟ كورنر بوينت، اللي هي ال 6 وال 0. حد فاهم حاجه؟ ذير از نو تانجنت عندها، وبالتالي هي مش انفليكشن بوينت. في مشكله كده؟ طيب السؤال ده مهم جدا جدا جدا، والا ما كنتش قعدت كل ده اشرحه واعيد وازيد في حاجه انا اصلا كنت مديك عليها 1000 جنيه قبل كده. لو انت حابب تساعد حد من زمايلك، طبعا كده الانسر هيبقى ايه؟ The curve doesn't have a point of inflection. خلاص؟ حتى البوينت الوحيده اللي شكيت فيها اللي هي 6 و0 مش هتنفع. ليه؟ عشان ما عندهاش tangent. اوكي؟ بس كان لازم احطها على خط الاعداد. المساله دي يا جماعه عايزك تدرسها كويس. لو حابب تساعد حد من زمايلك دلوقتي حالا خد سكرين شوت، مش سكرين ريكورد، مش عايزك تسجل الفيديو، لا لا لا، هو سكرين شوت الكتابه اللي قصادك دي. خلي الصورة دي كده عندك والمسألة وهي محلولة اهي، ركز وابعتها لاصحابك. لو حتى ايه لو ايه هتحب حب حد عمره ما ها، لو حد حتى مش بياخد معايا ابعتها له يستفيد ويستمتع من الحتة دي. مش مهم يحلها، المهم يفهم انها كورنر بوينت. لو حابب تساعد حد، حابب تعمل بجد حاجة انسانية للعلم، المسألة دي مهمة جدا يا جماعة، خطيرة. هتقولي يعني هتيجي في الامتحان؟ يا ابني مش هقول لك حاجه، الفكره دي موجوده في اسئله الوزاره، بس مش دي الفكره. مش مهم تيجي ولا ما تجيش، المهم انا يا ابني انت عارف ان دي كان عليها مشكله، بقول لك ما بين مرجع كبير زي شوم ومرجع تاني زي كالكولس ولا ستيوارد، انا مش فاكر مين، بس انت متخيل اللي انا بقوله؟ لا ستيوارد ده فيزيكس، كان كالكولس. حد متخيل اللي انا بقوله؟ ها يلا حبايبي كده نشوف السؤال الشقي قوي ده. بيقول لك ذا رينج of the inflection point range of the function d equals، هات يا باشا الرينج. الرينج ده اللي هو حدود الواي، اعلى واقل واي. فممكن واحد يقول لي مستر ازاي اجيب اعلى واقل واي وانت مش مديني انترفل لاقل واعلى اكس؟
يا ابني ما هو الاكس هنا انجل محطوطه جوه ساين وكوساين، فكده كده انت عندك الحدود بتاعت الاكس بتكرر نفسها. انا مش هقول لك ان الفانكشن دي محدوده فالاكس ليها نهايه، سوري ليها بدايه ونهايه، لا هي ملهاش بدايه ونهايه، بس هو الفكره انها بتتكرر. افهمك قصدي، هو لما كان بيجي يطلب منك اعلى واقل حاجه مش كان لازم يجي يديك بدايه ايه مثلا ونهايه بي مثلا، فانت محصور في الحته دي. ها هنا الفكره، فكره ايه يا جماعه؟ ان ايا كان اللي هنا لو نجمه هو هيتكرر تاني هنا، وهيتكرر نفس النجمه هنا، وهيتكرر نفس النجمه هنا. فلو انا اعتمدت من ال A لل B اللي هي قصدي من 0 ل 2 باي دورة كاملة، انت عارف ان الانجل طبعا انت خدت الجبرا وفاهم من 0 ل 360، بعد كده بتبدأ الانجل تلف وترجع تاني وتلف وترجع تاني، فاهم قصدي؟ فمش هتتغير. اوكي، فبرغم ان هنا يا جماعة على نسيت اقول اهم حاجة، هو كده كأنه بيقول لك هات الابسوليوت ماكسيمم. ما هو بص الرينج ده عباره عن ايه، ركز كده، الرينج ده عباره عن قيم الواي، فالرينج اللي هيتكتب هنا ها هيبقى الابسوليوت مينيمم والابسوليوت ماكسيمم. فاهم حاجه يا ابني؟ ها طب ما انا عشان اكتب الابسوليوت مينيمم والابسوليوت ماكسيمم محتاج اعرف حدود الاكس، ما هو هنا مش مديني حدود، وهي فعلا من جيت الحق يعني هي ملهاش حدود، بس انا عارف انها من الزيرو للتو باي بتتكرر بعد كده، فخلاص. اوكي يلا، يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الابسوليت ماكسيمم والابسوليت مينيمم، وانت عارف كويس قوي ان الابسوليت ماكسيمم والابسوليت مينيمم ما بيخرجش بره حاجه من ثلاثة، من اتنين سوري، ها الكريتيكال بوينتس اللي هجيبها لك حالا، والايه يا باشا ها، والبدايه والنهايه اللي هي زيرو والتو باي اللي هي 360. اوكي طب تعالى نجيب الكريتيكال بوينتس، يبقى هجيب الاف داش اوف زيرو اوف اكس سوري، هتطلع كوساين اكس ماينس ساين اكس، هنساوي ده بصفر، هتودي ده الناحية التانية، هيبقى كوساين بتساوي ساين، كوساين اكس ايكوال ساين اكس، اقسم على كوساين يبقى تان اكس ايكوال 1، ده معناه ان يا اما الاكس ها بشيفت تان 1 ب 45، يا اما الاكس ب 180 بلس ال 45 يعني 225 ديجري. طبعا ما ينفعش اسيبها كده كشياكه، لازم احولها بالراد، فدي هتبقى هقسم على 180 واحط باي، فدي هتبقى باي اوفر 4. طيب ودي هتبقى لحظه احسبها، هعمل 225 اوفر 180 هتطلع 5 اوفر 4، يبقى 5 باي اوفر 4. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب ركز بقى كده هناك على الشمال كده، انا هجيب الاف اوف ايه 0 والاف اوف ايه 2 باي سوري والاف اوف ايه 2 باي والاف اوف ايه اي كريتيكال بقى باي اوفر 4 والاف اوف ايه ها 5 باي اوفر 4. طبعا انا وانت عارفين ان احنا هنحط الباي ب 180، بس هي بس عشان شكلها يبقى احسن، لان طبعا انت بتكتب اف اوف اكس، فالاكس دي مفروض رقم فتحطها بالراد يعني. اوكي اكبر واحده في الاربعه دول هتروح شاطب على الابسوليت ماكسيمم هنا، وهتبقى دي نهايه الرينج، واقل واحده دي بداية الرينج. يلا يا باشا احسب الاف اوف زيرو، لحظة احسبها، ساين زيرو بلس كوساين زيرو، انا بحسب الواي نفسها ها تطلع 1، بعد كده شيل الزيرو ارجع بالسهم كده وحط 360، يبقى ساين زيرو بلس سوري ساين 360 زائد كوساين 360 هيطلع 1 برضو. اه طب تعالى نحط ال 45، يلا هرجع بالسهم كده وهمسح 360 وحط 45، هرجع تاني وامسح 36 واحط 45، طلعت بوزيتيف روت 2. حط بقى ال 5 اوفر 5 باي اوفر 4 يعني اللي هي 225، هتطلع نيجاتيف روت 2. فين اكبر قيمه على الاطلاق في كل الارقام دي؟ الروت 2 دي الماكسيمم ابسوليوت فاليو ودي المينيمم. اوكي يبقى كده حضرتك الرينج من نيجاتيف روت 2 دي اصغر قيمه في كله ها، والماكسيمم بوزيتيف روت 2، يبقى الانسر هيبقى ايه؟ هيبقى ده كده الرينج بتاعها. ركز تاني معلش افهمها ها، هو هنا كانه طالب الابسوليوت ماكسيمم ومينيمم فاليوز من غير حدود، فهو من غير حدود ليه؟ لانه ببساطه الحدود بتاعتك، ركز بالله عليك، الحدود بتاعتك بتتكرر. خلاص يلا كده حبايبي نشوف السؤال ده،
ده شكله سؤال سهل يعني عشان سطر واحد ماشي، بس مش عايز الحاجات دي تخدعك قوي. بيقول لك الفانكشن ال f of x equal x power x has a stationary point. يعني ايه stationary؟ يعني critical، بس هو بيحور لها. اوكي critical point لما ال x بكام؟ critical point يعني ال f داش بزيرو او ال f داش undefined. طب تعالى نعمل derivative. حد فيكم يعرف يعمل derivative لل x power x؟ ايه ده هعملها ازاي دي؟ وانا ساحر يا جدعان، مش هعرف اعمل لها derivative. فهنعمل ايه يا جماعه؟ هناخد ln الناحيتين، ال f of x اللي هي y يعني، هاخد لها ln، وهاخد ln لل x power x. ايوه ده شابتر اللي فات بقى، ما تحورش، عملنا السؤال ده اصلا. خلي بالك انا كده ما عملتش، انا بس اخدت ln عشان انزل الباور. هعمل بقى derivative، هتبقى y dash over y equal. ها الاولى في derivative الثانيه يعني 1. ازاي؟ ما هو x في derivative ln x، اصلا derivative ln x 1 over x، فتبقى x في 1 over x يعني 1. اوكي بلس الثانيه اللي هي لين اكس في ديريفاتيف الاكس يعني لين اكس في 1. في حاجه صعبه كده؟ طيب يبقى الواي داش ايكوال، ها هتودي الواي دي هناك بالمالتبلاي، تضربها في ده بس سيبها بره، تبقى واي في 1 بلس لين اكس. شيل الواي وحط اكس باور اكس. في مشكله كده خالص، عايز اجيب الكريتيكال بوينتس. يبقى انت عايز ده يا اما 0 يا اما الدينومينيتور بتاعه، بس هو ما فيش الدينومينيتور ب 0. اوكي فانت كده عايز ده ب 0. طبعا واضح جدا هنا ان في تو فاكتورز بزيرو، يا اما الاكس باور اكس هو اللي بزيرو عشان انت ضارب حاجتين في بعض بزيرو، وده عشان يطلع انت محتاج، بص مش محتاج سحر اسود لا خالص، يعني بص ما تتكلمش خلاص. يعني ايه اكس باور اكس بزيرو؟ اكس باور اكس بزيرو يعني الاكس بزيرو صح؟ طب ما هو اكس باور، لو الاكس بزيرو هتبقى زيرو باور زيرو. حاجه ايه ده؟ ياكي ها؟ انت متخيل اصلا المنظر؟ 0 باور 0 انت لو تخيلته يعني ها. طيب يبقى ده اول احتمال انساه خالص. تاني احتمال ان 1 بلس لين اكس ب 0 يعني لين اكس بنيجاتيف 1 يعني الاكس ب اي باور نيجاتيف 1 يعني 1 اوفر اي. يبقى الانسر بي. كده في كام كريتيكال بوينت؟ هو عايز الكريتيكال بوينتس، فكده في كريتيكال بوينت واحده لما الاكس بكام؟ ب اي باور نيجاتيف 1 او 1 اوفر اي. خلي بالك الكريتيكال بوينت دي ممكن بقى يبقى عندها ماكسيمم، ممكن يبقى عندها مينيمم، ممكن يكون ولا ده ولا عادي عادي، بس هي كريتيكال عشان الاف داش عندها بزيرو. ها يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. السؤال ده حاجه ظريفه جدا، هو يعني بس في اكسبريشن مش عاجبني، بس هي سؤال عموما حلو قوي. تعالى كده نقرا ونستمتع بيه بقى. ها بيقول لك if the function is defined in ها من 3 ل 8 بيكون ال f of x1، تعالى نسمي دي y1 عشان ما تلخبطش، greater than ال f of يعني y2. اوكي ده لما ال x2 تكون اكبر من x1. ايه ده؟ يعني هي كده increase decrease. طب بص عشان ما نتلخبطش نعمل ايه بقى حركه حلوه، ركز كده يا باشا، اعمل لي خط اعداد، حط لي هنا اهي 3 وحط لي هنا اهو 8. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ال x2 اكبر من ال x1 في الفتره دي. حط ال x2 هنا كده وال x1 ما هو الاكس 2 اكبر، يبقى الاكس 2 شمال سوري يمين الاكس 1. اوكي في الحاله دي هتبقى الواي 1 اكبر، يعني الواي 1 لو هنا الواي 2 اقل هنا. فيعني احنا عايزين نقول ان طول الفتره دي كده الفانكشن ايه؟ ديكريزنج. ايه رايك في الطريقه دي؟ اسمع تاني كده، ركز تاني بالله عليك. هو مديك فتره من 3 لايه؟ من 3 ل 8. حلو جدا. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكس 2 اكبر يعني الاكس 2 على اليمين، والواي 1 اكبر. يعني انا لو رسمتها هلاقي ان الواي 1 اعلى من الواي 2، فهتطلع او هكتشف ان هي كده في الحته دي ديكريزنج. اوكي طيب تعالى بقى كده من نيجاتيف 3 ل 2 ماشي، من نيجاتيف 3 كمل القرايه اهو. بيقول لك ان الفانكشن من نيجاتيف 3 ل 2 وراح مديك حاجه كده يعني. اوكي فادي النيجاتيف 3 شمال قوي، وادي ال 2 يعني هو قبل ال 3 بالظبط. اوكي ركز معايا بعد اذنك. بيقول لك ان الاف اوف اكس 1 يعني الواي 1 ماينس اف اوف اكس 2 يعني الواي 2. انا مش عارف ليه المحن ده جريتر ذان 0. طب ما تودي الواي 2 دي بالماينس ايه؟ لا وديها كده، يبقى واي 1 برضو جريتر ذان واي 2. فاهم انا عملت ايه؟ ركز بالله عليك. ها انا وديت الواي 2 اللي هي، مش هو بيقول لك واي 1 ماينس واي 2 جريتر ذان 0؟ فوديت النيجاتيف واي 2 دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، فبقى الواي 1 اكبر. وهنا بقى مديك العكس، بيقول لك ان الاكس 1 اكبر من اكس 2. طب تعالى كده نتخيلها برضو باللون الازرق، بص كده على الانترفال بتاعتي هنا. الاكس 1 اكبر يعني الاكس 1 على اليمين اهو، والاكس 2 على الشمال. اوكي طيب
والواي 1 اكبر، الواي 1 اللي هي هنا اهي اعلى، والواي 2 اللي هي على الشمال اللي هي الاصغر يعني اقل منها. يبقى هي كده عايز يقولك انها increasing. انا خلصت خلاص، فكرة ان هي 2 كان المفروض تبقى 3 يعني، بس ما علينا ما علينا، تعالى كده نكمل. خلاص السؤال خلص، فهمت كده؟ السؤال ده لما هتيجي تحله لوحدك هتفهم او هتتعلم بجد من شابتر 3، لكن غير كده مش هتستفيد حاجه. لازم 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 اهو لازم تحل البي دي اف ده تاني لوحدك. اوكي طيب ركز كده معايا. بيقول لك then all the following statements are true except، كل اللي احنا هنقوله صح ما عدا. يلا يلا. الاف داش اوف 4 اقل من الاف داش اوف نيجاتيف 2. الفور دي في الحته، بصوا يا جماعه تعالى نسميها تو انترفلز كده، هات القلم الاسود بص كده، الفتره دي كده سميها الانترفال 1 والفتره دي كده سميها انترفال 2. اوكي طيب الاف داش اوف 4 في الانترفال 2، الاف داش اوف 4 نيجاتيف، بص كده الاف داش هنا نيجاتيف ليه؟ عشان ديكريزنج، والاف داش في الفتره الاولى عشان انكريزنج تبقى بوزيتيف. فهو بيقول لك تعال نشوف دي صح ولا غلط. على فكره هي لو صح انا مش هختارها، انا بدور على الغلط ها. طيب الاف داش اوف 4 يعني الاف داش في الفتره الثانيه، ايوه الفور ما بين ال3 وال8 صح؟ وفي الفتره دي احنا ديكريزنج، يبقى الاف داش ايه؟ نيجاتيف. حلو كده؟ طيب الاف داش اوف نيجاتيف 2 في الفترة الأولى ها بوزيتيف، وفعلا الاف داش اوف نيجاتيف 2 طالما انها بوزيتيف اكيد اي رقم بوزيتيف اكبر من اي رقم نيجاتيف، ها يبقى الأولى صح فمش هختارها. كمل بيقول لك اف اوف 5 ماينس اف اوف 7، لحظة 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 كده عشان اتلخبط، اف اوف 5 ماينس اف اوف 7 انت كده في الفترة ايه؟ عشان بس ابص انا كده في الفترة الثانية 5 و 7 ها، يعني انا ديكريزنج. ركز بالله عليك، بص اف اوف 5 ماينس اف اوف 7 على اف داش اوف 0 ده هيبقى بوزيتيف ولا هو بيقول لك انه جريتر ذان 0؟ احنا هنشوف. صلي بينا على النبي كده، الاف اوف 5 اكبر ولا الاف اوف 7؟ ما هو لو الاف اوف 5 اكبر يبقى انا بطرح حاجه كبيره من حاجه قليله زي ما عملنا من شويه فهيبقى ده بوزيتيف، انما لو الاف اوف 5 اصغر هيبقى نيجاتيف. وبعد ما خلص الفحص ها او الكشف على اشاره النوميريتور هقوم ماسك الاف داش اوف 0 اكشف برضو عليها. تعال بقول لك سؤال عظمه عظمه والله العظيم، بص كده اول حاجه بالراحه كده ركز معايا، من 3 ل 8 ايوه الفتره اللي فيها ال 5 واللي فيها ال 7 ها الفانكشن ديكريزنج بتقل، فاكيد الاف اوف 7 اقل يعني الاف اوف 5 اكبر يعني ده كده بوزيتيف. افهم تاني حضرتك الفانكشن ديكريزنج ها، فكل ما الاكس بتزيد يعني كل ما بخش يمين الفانكشن بتنزل، فيلا الاف اوف 5 اكبر ولا الاف اوف 7؟ لا الاف اوف 5 اكبر لان انت على ما تروح من ال5 لل7 الفانكشن نزلت شويه، فالواي بتاعت ال5 اكبر من الواي بتاعت الايه بتاعت ال، خلاص يبقى ده بوزيتيف. طيب عايزين نعرف الاف داش اوف 0. بص يا باشا انت في الفتره الاولى الاف داش بتاعت اي رقم بوزيتيف عشان هي بتزيد، وفي الفتره الثانيه الاف داش بتاعت اي رقم نيجاتيف عشان هي بتقل. طيب انت عايز تعرف الاف داش اوف 0 ها، من نيجاتيف 3 ل 2 الفتره الاولى الاف داش بوزيتيف يبقى دي برده بوزيتيف. طب بوزيتيف على بوزيتيف فعلا بوزيتيف جريتر ذان 0 يبقى برده الثانيه طلعت صح. اوكي شفت انا بكشف ازاي بقى بعد افكر يا لهوي متعة. يلا التالتة بيقولك ان الاف داش اوف 6، طب ما الاف داش اوف 6 دي في الفترة التانية نيجاتيف يعني جريتر زان الاف داش اوف نيجاتيف 1، ما الاف داش اوف نيجاتيف 1 دي في الفترة الاولى يعني بوزيتيف، الاف داش بوزيتيف. ايه ده عايز تقول ان في رقم بالنيجاتيف؟ لا يبقى دي غلط، يبقى الاجابة سي هي الصح. مش انت كنت بتدور على حاجة غلط ها اهي طلعت دي الغلط يبقى هي دي الاجابة. خلاص طب تيجي نتأكد ان الدي صح، اتاكد انت بقى بنفس الطريقه اللي عملنا بيها البي هتلاقيها صح. في مشكله يا حبايبي ها؟ يلا حبايبي نشوف السؤال ده.
بيقول لك الكيرف بارامتريك فانكشنز بارامتريك ايكويشنز الاكس بكوساين ثيتا والواي بساين ثيتا. مش مديك طبعا الاكس والواي في ريليشن واضحه، لا مديك ايه بارامتريك ريليشنز. اوكي بيقول لك ديتيرمن ويذر ذيس فانكشن سوري ذيس كيرف از كونكيف اب ولا داون ولا اب ولا داون. مش عارف ازاي يعني لو ستريت لاين مثلا عند الثيتا دي. ركز كده معايا. باي ذا واي خليك عارف حاجه، كونكيف اب معناها كونفكس داون، وكونكيف داون معناها كونفكس اب، عشان ما تلخبطش بس ركز بالله عليك. لان انا هنا لو اخترت اب اللي هي الانسر ايه يبقى انا قصدي انها كونفكس داون، ولو هختار بي داون يبقى انا قصدي انها كونفكس اب. ايه ده مستر مش فاهم. بص يا حبيبي بالعربي اسمها ايه؟ يقول لك مقعره ومحدبه. دي كده بص دي كده اللي رسمها دي، دي متنيه لتحت اسمها كونفكس داون. يعني انت وانت بتبص من تحت كده هتلاقيها كونفكس داون لتحت. اوكي مقعره لاسفل. اوكي لكن لو بصيت من فوق هي محدبه من فوق، الفتحه منين؟ من فوق، فاسمها كونكيف اب. طيب كده دي كونفكس اب بس كونكيف داون. ما تشغلش دماغك، اعرف بس ان هي العكس بس مش هدرس عدسات يعني. دي في اللينس في اللينسز في العدسات يقعد يقول لك اللينس دي كونفكس ولا كونكيف، قصه حزينه كده. اوكي طيب هو كل اللي عايز يعرفه هل الفانكشن كونفكس اب ولا كونفكس داون. عايز يعرف اشاره الاف دبل داش عند السيتا اللي هو مديها لك دي، في حاجه صعبه كده يعني؟ ممكن تشوف لي الدي سكوير واي دي اكس سكوير بكام عند السيتا دي؟ باي اوفر 6. ايه ده بس كده؟ اه بس هي الفكره ان انا كده عايز اجيب السكند ديريفاتيف بس مش عارف اجيبها بالتشين رول و و و و خلاص يا بقى. انت بتتكلم كده في شابتر 1 يعني. اه يلا نحل. هجيب الدي واي دي اكس الفيرست ديريفاتيف من التشين رول او من المعامل التفاضلي. الدي واي ها هعمل ديريفاتيف للواي، الساين اكس الديريفاتيف بتاعها كوساين سوري ساين ثيتا الديريفاتيف بتاعها كوساين ثيتا، والدي اكس هعمل ديريفاتيف للاكس الكوساين بنيجاتيف ساين. في مشكله كده؟ يعني ده بيساوي كوساين على ساين بكوتان ثيتا، وما تنساش ان في نيجاتيف. ادي يا سيدي الفيرست ديريفاتيف. عايزين نجيب بقى كمان السكند ديريفاتيف، ينفع يا مستر استخدم التشين رول تاني؟ لا يا باشا ما ينفعش. عشان تجيب السكند ديريفاتيف تمسك الفيرست ديريفاتيف اللي هو طلع نيجاتيف كوتان نيجاتيف كوتان ثيتا، تعمل له ديريفاتيف كمان مره بس ويز ريسبكت تو اكس. خلي بالك الكلام ده قلناه في شابتر 1 خلاص في الريفيجن بتاعته. يلا انتجريت سوري ديريفاتيف النيجاتيف كوتان ثيتا ها ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير، وفي اصلا نيجاتيف تبقى بوزيتيف كوسيك سكوير ثيتا. بس في مشكله ايه هي بقى؟ ان انا كده لو انا سكت يبقى انا اعتبرت ان انا بعمل سوري بعمل ديريفاتيف للكوتان ثيتا ويز ريسبكت تو ايه؟ تو ثيتا، لكني مش بعمل ويز ريسبكت تو ثيتا، انا بعمل ديريفاتيف ويز ريسبكت تو ايه؟ تو اكس. يبقى احط في الاخر ها دي ثيتا دي اكس. في مشكله لحد هنا خالص؟ يلا يا باشا يبقى السكند ديريفاتيف ها الدي سكوير واي دي اكس سكوير ايكوال. ركز كده معايا، هتشيل الدي ثيتا دي اكس دي وبص فوق الاكس من هنا اهي، مش الاكس بكوساين ثيتا، يبقى الدي اكس دي ثيتا بايه ها بنيجاتيف ساين ثيتا، يبقى الدي ثيتا دي اكس بايه بمقلوبها. يبقى هنشيل دي ونحط ها 1 اوفر نيجاتيف ساين ثيتا خلاص. يبقى دي كده السكند ديريفاتيف عباره عن كوسيك سكوير ثيتا ملتبلاي 1 اوفر نيجاتيف ساين ثيتا او نيجاتيف 1 اوفر ساين ثيتا وخلاص. طبعا ممكن اختصر تاني واقول ان الساين دي لو طلعت فوق هتبقى كوسيك تبقى كوسيك باور 3، بس هي مش مستاهله. ده انا هعمل العكس، ده انا هخليها كلهم كده نيجاتيف 1 اوفر دي ساين سكوير في الدينومينيتور، وفي ساين اصلا تبقى ساين باور 3 ثيتا. تعالى نحسب دي بقى لما الثيتا بكام؟ باي اوفر 6. باي اوفر 6 يعني 180 اوفر 6 يعني 30 ديجري، فاروح عامل فراكشن واحط فوق نيجاتيف 1 واحط تحت ساين 30 واقفل البراكت بتاع الساين واحط عليها باور 3، هتطلع نيجاتيف 8. نيجاتيف كام؟
مش مهم نيجاتيف كام، المهم ان طلعت نيجاتيف، يعني السكند ديريفاتيف نيجاتيف. يبقى هي كده ها كونفكس ايه، ركز كده هنا اهي كونفكس ايه، هي طلعت نيجاتيف سكند اه، يبقى كونفكس اب. يبقى اختار اب ولا داون؟ لا اختار داون، لان هو بيسالك عن كونكيف، فهي لو كونفكس اب يعني كونكيف ايه داون. ها في حاجه صعبه؟ يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده. ده طبعا سؤال اولى ثانوي، بيقول لك ان الاف نفسها بولينوميال فانكشن، والاف داش اديها لك ايه. ركز بقى كده معايا باشا، حد فيكم يعرف يقول لي ها ولا ركز كده، حد فيكم يعرف يقول لي الاف داش سوري الاف الديجري بتاعتها كده كام؟ بولينوميال اوف ديجري كام؟ ها ثيرد ديجري. ما هو الاف داش سكند ديجري، يبقى الاف ثيرد ديجري. طيب ركز بقى كده معايا، بيقول لك ذن الاف نفسها decreasing in its domain، يعني decreasing دايما لو ايه اللي حصل، ومديك اربع اختيارات. مش مهم سيبك من الاربع اختيارات، ده سؤال اولى ثانوي بحت. ليه انت عايزها decreasing دايما؟ الاف decreasing على الدومين بتاعها كله، ده بيكافئ ان الاف داش نيجاتيف دايما. يبقى انت كده بتدور انك تخلي الاف داش نيجاتيف. شايف الكوادراتيك ايكويجن اللي هو مديها لك اللي هي الاف داش دي؟ اللي هي ax سكوير بلس bx بلس c. عارف يعني ايه تبقى نيجاتيف دايما؟ بص كده، دي كوادراتيك ايكويجن سكند ديجري فانكشن، لما بتيجي تترسم بتترسم يا اما بص كده يو بصه لفوق، ده لو كوفيشنت الاكس سكوير اللي هي الايه بوزيتيف، يا اما بتترسم يو بصه لتحت، ده لو كوفيشنت الاكس سكوير اللي هي الايه نيجاتيف. انا عشان اوصل ان الفانكشن الكوادراتيك الاي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي دي اللي هي الاف داش تبقى نيجاتيف دايما، لازم تبقى بصه لتحت وتكون تحت الاكس اكسس، يعني هنا. اسمع كده تاني، ما اصل هي لو فوق سواء بصه لفوق او بصه لتحت ما هي بوزيتيف، ما ينفعش. طب مستر ليه ما تبقاش تحت وبصه لفوق كده؟ عشان مسيرها تطلع وتبقى بوزيتيف، لكن هو بيقول لك انا عايزها نيجاتيف دايما. هو ما قالش انا عايز الاف داش نيجاتيف دايما او الكوادراتيك ايكويجن دي نيجاتيف دايما. هو قال ايه؟ هو قال انا عايز الاف ديكريزنج. طب ما هو الاف ديكريزنج دايما يعني الاف داش نيجاتيف دايما. ها فالحل الوحيد ان الرسمه بتاعتها تكون اولا باصه لتحت، يبقى انا كده عرفت ان الاي خلاص بنيجاتيف. يبقى بص كده، بص يبقى مبدئيا كده قبل اي حاجه الاي لازم تكون لزان زيرو. ها ليه لازم تكون لزان زيرو؟ عشان لازم تبقى باصه لتحت، ده مبدئيا. خلاص تاني حاجه لازم هي ما تقطعش الاكس اكسس خالص. بص كده شايف دي فين؟ ما لمستش الاكس اكسس، يعني الواي بتاعتها مستحيل تساوي صفر، يعني الايكويجن الكوادراتيك هاز نو سوليوشنز، يعني الديسكريمينانت بتاعها اللي هو البي سكوير ماينس 4 اي سي، ده اللي كان بيبقى تحت الروت. فاكر انت الايكويجن كان حلها ايه؟ ها نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2a. شايف اللي تحت ده؟ ده اسمه discriminant. ها ده لو discriminant نيجاتيف، ده معناه انك حاطط تحت الروت نيجاتيف، ده معناه ان الايكويجن هاز نو سوليوشنز. طب ما ده اللي انا عايزه. ايه انت عايزها هاز نو سوليوشنز؟ ايوه طبعا. ليه؟ عشان مش عايزها تنترسكت ويز اكس اكسس، يبقى انت كده عايز الديسكريمينانت ده نيجاتيف، فيبقى الانسر على طول سي. خلاص طيب هو هنا حاطط ايكوال، مش فارقه كتير. ليه؟ لانه حتى لو لمسها خلاص فهيبقى ديكريزنج، وفي فتره بس هو ثابت فيها، بس هو الصح ان ما كانش يبقى فيه ايكوال. يعني السؤال ده غلط؟ طبعا السؤال ده غلط مستر. السؤال ده جاي من بنك المعرفه، انت بتعدل على بنك المعرفه، انت جامد قوي كده يعني. يا ابني انا جامد فعلا، هو دي حقيقه. ما اقول لك ايه؟ طيب هو المفروض ما يبقاش فيه ايكوال، لان ايكوال ده معناه ان في فتره الاف داش بزيرو، في نقطه سوري الاف داش عندها زيرو، ومعنى ان الاف داش بزيرو لمست الاكس اكسس يعني كده هي مش ديكريزنج، هي بطلت تقل. خلاص فلا هي مفروض ما يبقاش في ايكوال. اوكي لازم ما يبقاش هنا ايكوال، بس هي مش فارقه. اوكي هو في ايه؟ بص يا حبايبي السؤال ده ظريف قوي، بيقول لك ان الاف بوزيتيف
increasing. ركز كده بقى، يبقى الاف نفسها positive والاف داش increasing يعني برضو positive. الاف نفسها positive والاف داش برضك positive عشان هي increasing. اوكي طيب، والجي positive decreasing، يبقى الجي نفسها positive فوق الاكس اكسس لكن decreasing يعني الجي داش negative، الريت اوف تشينج negative عشان بتقل. اوكي طيب، اند الزد كذا، وبيسألك بقى هل هي بوزيتيف وانكريز ولا بوزيتيف وديكريز ولا نيجاتيف وانكريز. دي قصه حزينه. بص كده، الزد عباره عن ايه؟ عباره عن اف اوفر جي. صلي بينا على النبي، انا مش عاجبني الالوان دي، عايز اكتب بالابيض. بصوا كده، الزد عباره عن ايه؟ ها، اف اوفر جي. انا دلوقتي عشان اعرف الزد بوزيتيف ولا نيجاتيف هتشيك على الزد نفسها عادي. اهو الاف دي بوزيتيف والجي دي برضو بوزيتيف، يبقى الزد بوزيتيف. يبقى بص كده الاجابات، انا هستبعد الاجابه A لانه بيقول لك ان الاس زد نفسها نيجاتيف، وهستبعد الاجابه B لانه بيقول لك ان الزد نيجاتيف، ومعايا سي ودي. انا عارف ان انا معلم على سي وعارف ان السي صح، بس انا بحلها انا ما اعرفش. خلاص طيب، السي بيقول لك انها بوزيتيف وانكريز، والدي بيقول لك انها بوزيتيف وديكري، هي كده كده بوزيتيف. اعرف منين بقى انكريز ولا ديكريز؟ من اشاره الزد داش. يلا هنعمل ديريفاتيف نجيب الزد داش. يلا ده براكت ده، سوري ده ديفيجن. اوكي فيبقى اللي تحت سكوير، اللي تحت في ديريفاتيف اللي فوق ماينس اللي فوق في ديريفاتيف اللي تحت. ها ركز كده بقى معايا، يلا اشاره كل واحده. الجي ايا كانت اشارتها ايه، فكده كده السكوير هيخليها بوزيتيف، يبقى الدينومينيتور بوزيتيف. اوكي تعال بقى نشوف النوميريتور، ركز كده. الجي الجي بوزيتيف والاف داش بوزيتيف، يبقى ده كله بوزيتيف ماينس الاف بوزيتيف الجي داش نيجاتيف، مضروبين في بعض يبقى دول نيجاتيف. يبقى انت بتعمل بوزيتيف ماينس نيجاتيف يعني بلس بوزيتيف، فاهم حاجه؟ ما هو نيجاتيف نيجاتيف يعني بوزيتيف، يبقى اللي فوق كله بوزيتيف واللي تحت بوزيتيف، يبقى الزد داش انكريزنج، اي سوري الزد داش بوزيتيف، يبقى الاف انكريزنج. ها يبقى الاجابه سي. ايه رايك في السؤال باشا؟ لازم تحل الاسئله دي لوحدك وتستمتع بيها وتفهمها بجد، ها مش هينفع تحفظها وخلاص. يلا يا باشا كده نشوف السؤال ده، بيقول لك which of the following graph ها بيحقق الثلاثه اللي موجودين. اول حاجه بيقول لك ان الاف اوف اكس جيفن ذات، وما قالش حاجه يعني انا مش عارف. اوكي طب تعال نشوف نمبر 2 كده. بص هو مديك اربع رسومات، اختار الرسمه الصح اللي بتحقق الحاجات اللي هو مديها، اللي هم المفروض ثلاثه، بس انا مش فاهم اول واحده دي ايه. اوكي طيب، تاني واحده بيقول لك ركز كده معايا، ان الاف داش اوف زيرو بنيجاتيف 1، دي سوري نيجاتيف 1.5. اوكي والاف داش اوف اكس نيجاتيف، لا دي عايزه خط اعداد كده بقى انت عارف. اوكي انا فهمت. بصوا يا جماعه كده، هو غالبا المساله مكتوبه غلط. اوكي طيب بس انا هحلها برضو، ما يعني بص ما بجليش. الاف داش اوف اكس نيجاتيف من نيجاتيف 2 ل 2، يبقى لو هنا نيجاتيف 2 وهنا 2 الاف داش نيجاتيف يعني الفانكشن ديكريز. اوكي والاف داش بوزيتيف جريتر ذان 0 بوزيتيف، ها شمال ويمين، شمال النيجاتيف 2 ويمين ال 2، يعني هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. حد فاهم حاجه؟ يبقى هنا انكريز وهنا انكريز. يبقى انا كده عرفت ان في عند النيجاتيف 2 ماكسيمم وعند ال 2 مينيمم. حد فاهم اللي انا بقوله؟ نمبر 2 دي اصلا هتخليني اختار الرسمه. بص كده، انا دلوقتي هدور على الرسمه يا باشا، خلاص دي مش هتنفع، دي مش هتنفع، دي مش هتنفع، مش هينفع غير الدي، عشان في عند النيجاتيف 2 اهو. بص عند النيجاتيف 2 اهو فعلا في ماكسيمم، وعند ال 2 اهي بص في مينيمم بوينت. اوكي لكن بص كده على الرسومات الثانيه يا باشا، انا مش عايز غير 2 دي، يعني حتى لو السؤال مكتوب غلط. بص كده، هل انت شايف ان الاي او البي قصادك؟ ايه ده سوري، البي ممكن، البي ممكن، البي ممكن، يبقى انا كده غلطت. ركز كده، يبقى الاي غلط
الايه مش هتنفع والسي مش هتنفع، لكن الايه لسه، لان برضو في هنا لا سوري الايه مش هتنفع، هي مفروض عند النيجاتيف 2 مينيمم، انما في هنا عند النيجاتيف 2 ماكسيمم، العكس في البي عند نيجاتيف 2 ماكسيمم وعند ال 2 مينيمم، لا يبقى دي برضو مش هتنفع، يبقى الاجابه الصح دي من غير حتى ما اكمل. ها يلا حبايبي كده نشوف السؤال ده، سؤال ظريف قوي، لما هنفهمه هنستمتع بيه ونستفيد كتير قوي. بيقولك by using the opposite table، استخدم الجدول ده، الجدول ده مديك فيه الاكسات والاف داش بتاعها، يعني الفيرست ديريفاتيف بتاعها والاف دبل داش. اوكي تعال نقرا سؤال سؤال ونحله لوحده. اول واحد بيقولك ان الاف عندها لوكال ماكسيمم بوينت، لحظه بس كده، طالما انت مديني اف داش واف دبل داش خليني اعرفك حاجه، ان البوينت هتبقى لوكال ماكسيمم لو الاف داش عندها زيرو والاف دبل داش اي رقم نيجاتيف. اوكي طب يلا همشي على الاف داش، اها هلاقي في هنا اهو زيرو والدبل داش نيجاتيف، اهو ده اللي انا عايزه وبدور عليه، وفي واحده ثانيه الاف داش زيرو والدبل داش بوزيتيف 6. اوكي يبقى عند ال1 في هنا ماكسيمم، سوري مينيمم، هي دي نيجاتيف يبقى ماكسيمم، ماكسيمم وهنا في مينيمم. اسمع تاني بعد اذن حضرتك وركز كويس قوي. ها الاف داش زيرو والاف دبل داش نيجاتيف 6 عند الاكس ب1، يبقى دي كده الماكسيمم، يبقى الاجابه هنا 1. هيسألك عن المينيمم 3 يا باشا، ليه؟ عشان الاف داش بص كده عند الاكس ب3 اهي، بص على التيبل اللي انا سوري على الكولم اللي انا شخبطته ده اهو، الاكس ب3 والاف داش 0 والدبل داش، هتقولي 6 مش مهم كامل، المهم انه بوزيتيف، يعني الاف داش 0 والاف دبل داش بوزيتيف، يبقى كده ايه مينيمم. اوكي طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من التيبل، ممكن تقولي الاف ديكريزنج لما الاكس بيلونج تو ايه؟ طب وانا اعرف منين؟ امسح بقى كده وركز معايا، بص على الجدول وبس. بيسالك عن الديكريز عموما، يبقى انا كده هدرس اشاره مين؟ ديكريز وانكريز، يبقى هدرس اشاره الاف داش. عايز اعرف الاف داش بزيرو امتى؟ هتلاقي ان الاف داش بزيرو هنا عند الاكس ب1 وبزيرو عند الاكس ب3، يبقى هتحط هنا 1 وهتحط هنا 3. عايزين اي رقم في الفتره اللي قبل ال1، طب ما هو النيجاتيف 1 اهو الاف داش بوزيتيف 24، يبقى كل دي بوزيتيف. طب ما بين ال1 وال3 2 اهي بنيجاتيف 3 يعني نيجاتيف. طب عايزين بعد ال3 4 بوزيتيف 9، يا سلام. هو يا ابني هنا مريحك مش بيتعبك، يعني في ناس تشوف الجدول تخاف، لا يا باشا ده هو انت كده، ده كتر خيرك، ده انت كده مريحني ومريحني جدا. ليه بقى؟ هو اللي بيعمله هنا ايه يا باشا؟ ها انا كنت بعمل خط اعداد واشوف الاف داش امتى بزيرو، هنا محتاج تبص بس تلاقي الاف داش بزيرو عند ال1 وال3 حطهم، كنت بعوض باي رقم قبل ال1، هو هنا حاطط لك ان عند النيجاتيف 1 الاف داش متعوضه جاهزه ببوزيتيف 24. ها فانا ما تعبتش. طب انت بيقول لك هي ديكريزنج امتى؟ من 1 ل 3، يبقى الاجابه بي. في حاجه صعبه؟ طيب تاني سؤال، تالت سؤال بيقول لك الكيرف كونفكس اب امتى؟ لا لحظه، يبقى انت كده عايز تدرس اشاره الاف ده الاف دبل داش. طب ما هو نفس الطريقه اللي انا لسه عاملها، والنبي وانت بتحل السؤال ده حله كده ايه بهدوء عشان تستمتع بيه لما تيجي تحله انت بنفسك، يعني اوكي. الاف دبل داش عايزين الاف دبل داش، امسح بس كل الكلام ده، عايزين الاف دبل داش زيرو، الاف دبل داش اهي زيرو اهو لما الاكس ب2، يبقى هنحط هنا 2 قبلها سواء 1 او نيجاتيف 1 واضح انها ايه نيجاتيف، يعني كونفكس اب. بعدها سواء 3 او 4 واضح ان الاف داش ايه سوري الاف دبل داش ايه 6 او 12 يعني بوزيتيف، يبقى كونفكس داون. بس بيقول لك هي كونفكس اب فين يا باشا؟ من 2 لانفينيتي، سوري كونفكس اب، ما انا اتلخبطت، من نيجاتيف انفينيتي ل 2. ها طيب بعدين بيسالك في انفليكشن بوينت؟ في انفليكشن بوينت عند الاكس ب 2. ها طيب بيقول لك انا عندي فانكشن اسمها جي، الجي دي عباره عن اف بلس 5، هات اللوكال ماكسيمم فاليو. باشا صلي بينا على النبي، عشان تبقى ماكسيمم جي، ركز ركز ركز، عشان تبقى ماكسيمم جي محتاج تبقى ماكسيمم اف. ليه بقى؟ لان جي داش اوف اكس هتساوي الاف داش اوف اكس. يعني برضك هختار ال1، ما هي دي الماكسيمم. حد فاهم حاجه؟ اسمع تاني بقى وصلي على النبي،
مش انت بتقول ان الجي اوف اكس عباره عن اف بلس 5، فانا لما هاجي اعمل ديريفاتيف للجي هيبقى الجي داش بتساوي اف داش بس، لان ال 5 ده كونستنت، الديريفاتيف بتاعه بزيرو. ها في حاجه صعبه؟ يلا يا باشا كده تعال نشوف السؤال ده. بيقول لك اف اف اوف اكس اها ب 1 بلس 1 اوفر اكس بلس 1 اوفر اكس سكوير بلس 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 لحد الانفينيتي. ركز كده، بيجمع ايه الاف؟ عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن، 1 زائد 1 اوفر اكس بلس ها 1 اوفر اكس سكوير بلس 1 اوفر اكس كيوب بلس بلس لحد الانفينيتي. اوكي، دي يا كابتن اسمها جيومتريك سيكونس. ايه ده؟ يعني ايه جيومتريك سيكونس؟ يعني سيكونس بتبدا برقم، الرقم ده بنسميه ايه؟ الكلام ده استخدمناه في الالجبرا كتير عشان تبقى عارف وما تعملش فيه عبيط. اوكي، بتبدا برقم وبتفضل كل مره بتعمل ملتبلاي حاجه بنسميها ار. واضح جدا ان من 1 عشان تبقى 1 اوفر اكس عملنا ملتبلاي 1 اوفر اكس، وعشان كده بعدها رحنا عاملين ملتبلاي 1 اوفر اكس فبقت 1 اوفر اكس سكوير، فبعد كده هتعمل ملتبلاي 1 اوفر اكس يبقى 1 اوفر اكس باور 3. ها يبقى دي كده جيومتريك سيكونس، الاي اللي هو الفيرست تيرم بتاعها 1، والار اللي هي الكومن ريشيو اللي هو الكونستانت اللي انا سوري كونستانت ايه الريشيو اللي هي الفاكتور اللي انا بعمله ملتبلاي كل تيرم ها بكام؟ ب 1 اوفر اكس. والاف اوف اكس هنا حضرتك عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن الانفينيتي للجيومتريك سيكونس دي. طب ما سميشن الانفينيتي اصلا ليه قانون ايه على 1 ماينس ار، فاكر الكلام ده في الالجبرا؟ اه، فيبقى الاي بكام؟ 1، والار بكام؟ 1 اوفر اكس. بس يبقى الاف اوف اكس انا لسه ما اعرفش هو عايز ايه، بس انا يعني قلت بالمره، يبقى كده الاف اوف اكس عباره عن ايه؟ سميشن الانفينيتي للجيومتريك سيكونس الاي بتاعتها 1 والار بتاعتها 1 اوفر اكس. هعمل فوق وتحت ملتبلاي اكس عشان يبقى شكلها احلى شويه، فيبقى الاف اوف اكس ها اكس اوفر اكس ماينس 1 بس خلاص. شوف بقى السؤال عايز ايه؟ هحله لك حاضر مش مشكله، بس خلاص اللي جاي سهل يعني. فهمت حاجه؟ طيب انت عايز ايه؟ بيقول لك انا عايزها كون في اه يعني هتشيك على السكند ديريفيتيف. تعال نجيب الاول الاف داش اوف اكس وبعدين نجيب الدبل داش. يلا هنحط اللي تحت سكوير، اللي تحت اللي هو اكس ماينس 1 في ديريفيتيف اللي فوق اللي هو 1 ماينس اللي فوق اللي هو اكس في ديريفيتيف اللي تحت اللي هو 1، دي هتكنسل دي هيبقى فوق نيجاتيف 1. هنجيب الاف دبل داش عشان انا بتشيك على السكند سوري على الانفليكشن بوينت. اوكي لا على الكونفكس. اه يلا هنعمل اللي تحت سكوير يبقى اكس ماينس 1 سكوير سكوير يعني باور 4. هنعمل اللي تحت اللي هو اكس ماينس 1 سكوير. طب انا ليه عملت كده؟ لحظه بص كده في حل تاني، مش هو فوق فيه نيجاتيف 1 بس؟ طلع بقى ده فوق كده بنيجاتيف الباور يبقى اكس ماينس 1 باور نيجاتيف 2. اوكي فلما اجي اعمل له ديريفاتيف يلا هنزل الباور تبقى نيجاتيف 2، اكس ماينس 1 نقص من الباور 1 تبقى باور نيجاتيف 3. خلصت يعني دي بتساوي ايه؟ ها رجعها لاصلها نيجاتيف 2 واكس ماينس 1 باور 3. حلو يا باشا؟ حلو. هنساوي اللي فوق بزيرو مش هينفع، هنساوي اللي تحت بزيرو هتطلع الاكس باور نحطها على خط الاعداد ادي ال1، عوض قبلها مثلا بزيرو هيطلع قبلها بوزيتيف، بعدها عوض بعد ال1 مثلا ب2 هيطلع نيجاتيف، يبقى كونفكس داون وكونفكس اب. هو بيسالك هي كونفكس داون فين؟ اوكي لحظه بس كده انا عامل ايه غلط؟ عوض قبل ال1 بزيرو هيطلع نيجاتيف ونيجاتيف يعني بوزيتيف يعني كونفكس داون. اوكي امال ايه؟ انا عملت دريفتيف غلط. اه سوري يا جماعه انا اسف انا عملت دريفتيف فعلا عملت دريفتيف. انت بتكدبش. بص كده هراك لما نزلت النيجاتيف 2 دي ضربتها في النيجاتيف المفروض كانت دي تبقى بوزيتيف يعني دي بوزيتيف. اوكي فده هيخلي ان انا عملته هنا غلط. اوكي هتعوض قبلها هيطلع نيجاتيف يعني كونفكس داون، بعدها هيطلع بوزيتيف يعني كونفكس اب. هو بيسالك فين كونفكس اب؟ يبقى من ال1 لحد الانفينيتي، يبقى الانسر بي. ها في حاجه صعبه؟ سؤال حلو جدا صح؟ جامد. طيب ارجو من حضرتك دلوقتي انك لازم 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 ها تروح تحل في البي دي اف البارت ده بايدك،
كله هياخد منك وقت كتير مهما خد شابتر 3 مهما خد لازم تذاكر شابتر 3 كويس قوي لان هو عصب الكالكولس. ها جامد.